المره دي جبرته بخاطري عن المره اللي فاتت والله. السلام عليكم. منورنا والله. المرة اللي فاتت كنت وصلت لحد هنا عقبال ما حد عبرني، يعني خدت السكة دي كلها. السلام عليكم، عاملين ايه؟ والله أنا مبسوط جدا إن أنتوا جيتوا كلكم، لأن الجو كان مشككني. عملتوا إيه في الجو؟ الدنيا مشيت تمام؟ خلي بالكم الجو النهاردة لايق قوي على الموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه. ممكن عقبال ما نخلص الحلقة ننفذ 16 فيلم هنا النهاردة. منوريني جميعا. المره دي الدنيا مريحه معانا شويه في الوقت. المره اللي فاتت كنت بجري ومتصربع وعمال اخلص، المره دي براحتنا. يلا بينا نرحب بضيوفنا عشان هم واقفين في حته حر. محمد طارق، واحد الناس اللي بداوا دور ال 16 وليه ادوار عظيمه هتعرفوها على فكره. في بودكاست عملناه مؤخرا حكينا عن دور محمود ابو اسماعيل في بدايه دور ال 16، ان شاء الله هتعجبكم الحدوته قوي. والعائد بعد غيبه طويله قوي، كابتن محمود ابو اسماعيل الجام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هلوز هلوز، عامل ايه؟ ام جود. يلا بينا نبدا. خلاص انت مستعجل وراك حاجه؟ يس يلا. احنا براحتنا. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ قاعدين مرتاحين؟ كله كويس؟ كله رائع. احنا هنتكلم في ايه؟ مين يقدم لنا الموضوع بافضل طريقه ممكنه؟ لا بسلم على الناس. انا فاكرك بترفع ايدك عشان تجاوب. لا بسلم على الناس. بكل بساطه، الافلام بتاعت نهايه العالم عندنا 16 فيلم منهم. انا بالنسبه لي في القائمه دي انا حاربت ان افلام تكون موجوده، بس الافلام دي اتشالت ما اتحطتش يعني. ما علينا، هنتكلم في ده لما ندخل. المهم افلام بتتكلم على نهايه العالم. أوكي. مين فينا هنا لسه بجامعه وحاسس ان مفيش مستقبل والعالم رايح في داهيه ومش عارف مين؟ كلنا عندنا نفس الشعور ده حبيبي. كلكم صح. ايوه بالظبط. انا مش في جامعه بس حاسس مستقبل رايح. ايوه كلنا شايفين في مستقبل اسود احنا رايحين له. وعامه بقى الناس اللي في السينما عامه بتحب ان هي تستغل الخوف اللي موجود عندنا ده ويستثمروا منه ويعملوا منه فلوس، فيطلعوا بيزنس على الخوف اللي موجود عندنا، فتتولد الجانرا بتاعت الافلام البوست ابوكاليبتيك، الافلام اللي فيها اللي في مستقبل ديستوبي جدا. فايوه عندنا 16 فيلم منهم، نشوف ايه احسن فيلم فيهم دلوقتي. حلو. احنا بس عايزين نقول ان هو في جزء من الموضوع مش بوست ابوكاليبتيك بس، فجزء منه ديستوبيان شويه يعني. حتى لو التايتل بوست ابوكاليبس او ما بعد نهايه العالم او كده، في جانب ليه علاقه بالديستوبيا شويه. اه لان طبعا واحنا بنختار العنوان حاولنا نجيب عنوان شامل شويتين ويتكتب في حاجه قصيره ما يبقاش حاجه طويله. بس انتوا عارفين يعني في دور ال 16 عاده العنوان بيكون معبر الى حد ما للموضوع، ولكن اللي احنا بنوضبه مع بعض وبنحضره مع بعض هو اللي بيشرح الموضوع اكتر. فزي ما طارق قال، هي حاجات بتتعرض لنهاية العالم بشكل أو بآخر، أو لما بعد حدث معين أو واقع معين شكل العالم فيه في طريقه للفناء زي ما كلنا بنتمنى إن شاء الله. أي مقدمات أخرى قبل ما نبتدي القرعة؟ مش عارف. فيش. ما فيش. لو افتكرنا حاجة نبقى نقولها وإحنا شغالين في الموضوع. بس 16 فيلم بتوعنا تم تحديدهم بالفعل وتم اختيارهم بالفعل وتم إعلانهم بالفعل. حد فيكم استفاد من القايمة اللي أعلناها؟ ذاكر أفلام، راجع أفلام. عاش والله. بيورف. والله برافو. بيورف. جامد قوي الكلام. طب حد عارف الوينر بتاعه من دلوقتي؟ متوقعين فايز معين؟ اوكي. سمعت اللي قالها بوش دي؟ هو مش رائع. واحد هو مش واحد بس اللي قالها. ايوه ايوه رائع رائع. يعني احنا التلاتة ما نعرفش احنا عاوزين مين يكسب، بس في اتنين من اللي قاعدين على الترابيزة عارفين مين اللي التالت عاوزه يخسر. الجملة واضحة؟ عايزين ايه؟ طب اتوقع اقول. لا مش عارف، بس ممكن يكون متفقين على انه عارف. لا هو قال لنا ان في فيلم عايز يخسره، احنا مش متفقين على حاجه. مش هنقول ايه هو الفيلم. اتقالوا يعني. طيب عاده في النقطه دي بنقول دوسوا لايك وبتاع عشان لما الحلقه تنزل صح؟ انا يا برضه لو يعني ان شاء الله الحلقه ما توصل يوتيوب، افتكروا يا جماعه دوسوا لايك على الحلقه، افتكروا لينكات القنوات بتاعت الشباب موجوده تحت في الديسكربشن، لينكات الناس اللي قاعدين في الصف الاولاني كلها ممكن تحطها في الديسكربشن. يلا بينا قرعه. يلا جو اهيد. اختار ماتش كامل صح؟ ماتش. اوكي
بسم الله. وبالراحة بقى عشان اكتشفت النهاردة ان في كورة منهم اتشرخت وشرخت قلبي معاها انت مش متخيل. ماشي. شفتوا المفرش النهاردة الجنين؟ عامل شغل. وانا جاي في الطريق قالوا لي ما تنساش البولة والمفرش. سنو بيرسر 2014. سنو بيرسر 2014 نايس. قلت لي اسم المخرج بتاعه ايه؟ طارق. لا طارق. طارق عنده مشاكل مع اسم المخرج جاز. انا مش هحاول اقول اسمه. The Hunger Games. اوكي. 2012. The Hunger Games الاولاني ها؟ دول بنشيلهم نحطهم هنا خليهم على جنبه بعد ما نخلص البون نبقى ان... وحشتني. Your turn. Children of Men. Children of Men 2006. ناس كتيرة فان للفيلم غريبة. Wall-E. اوه المباراة الثالثة. The Lobster 2015. ده في جمهور لللوبستر. واو. The Matrix 1999. والمباراة الأخيرة في الجنب ده ساتر زومبي لاند. ممثل الكوميديا معنا في القائمة زومبي لاند يقابل انترستيلر. لا 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 تخافش ما تخافش دودز. كنا محتاجين حاجة ممكن ورقة وقلم لو ممكن بليز. A Quiet Place. A Quiet Place 2018 بالراحة. حاضر حاضر. ضد Blade Runner. Blade Runner 2049. ألف شكر. This is awesome. المباراة الثانية في الجنب اليمين The Road 2009. يا لهوي. في واحد بس بيسقف. يا لهوي. ده قريب المخرج مثلا اللي سقف. هتلاقي فيجو مورستن عدن. Minority Report 2002. Minority Report ده تقدروا تعتبروه واجب اعتذار مش اكتر. الحلقة بتاعت السفر عبر الزمن. كأنه بيخلع كتفي وهو 28 days later. نايس. 2002 داني بويل. Planet of the Apes. بس 68 الاوريجينال. وكابتن محمود يسحب لنا اخر ماتش. عارفين اخر ماتش بتقول لنا مين؟ ها ما سمعتش اي حاجه. ايوه ايوه صح صح صح, صح, صح. انا قلت كده. ماد ماكس ومين؟ ماد ماكس فيوري رود. اه موجود. ماد ماكس فيوري رود. اي ام ليجند 2007. اي ام ليجند صح. طيب محتاجين بس هنا عشان ما يدعوش الاول عشان مهدي ما يضربناش نكتب بليز. الله يخليك. لو قطعت الورقه دي كده بشكل متحضر هينفع. عقبال ما الناس تكتب توقعاتها ويا ريت انتوا كمان تسجلوا معاكم توقعاتكم. انا كتبت اوريدي. انت كتبتها خلاص. اوكي طيب. عاوز الاحظ ان في افلام كتير لسه بتفكر. توترت. طب هكتب الاول وبعدين اخليك تفكر. هي القرعه زولتني شويه. في افلام كتير من دي يا جماعه للمفاجاه وبجد موضوع مش مقصود بيتم استدعائها تاني بشكل او باخر اليومين دول.
يعني مثلا ماد ماكس فيوري رود، فوريوسا هينزل السنه دي في السينما، بلانيت اوف ذا ايبس، في فيلم بلانيت اوف ذا ايبس موجود دلوقتي في السينما، 28 دايز ليتر بعد نجاح اوبنهايمر بيتكلموا ان في 28 ييرز ليتر ان ذا وركس، بس ده لسه هيبتدي يشتغلوا فيه. اكوايت بليس، التريلر بتاعت اكوايت بليس الجديد لسه نازله. هانجر جيمز، ذا بلد اوف ما اعرفش مين وما اعرفش مين ديت. وفي حاجه كمان كنت فاكرها، مين انت ده موضوع عيد ميلاد انترستيلر دوت، انا ماليش دعوه. تشيلدرن اوف مان كتب السيناريو بتاعه اليكس جارلاند اللي ليه دلوقتي سيفل وور، بس افتكرتها. 28 دايز ليتر، سوري، صح صح صح، انا اسف انا لخبطته. يب خلاص جاهزين؟ جاهزين. معاكم اليوفط والكلام دوت عشان تبقوا جاهزين معانا في الفوتس والحاجات ديت زي الفل. عملنا كل المقدمات، ولو افتكرنا حاجه تانية نقولها جوه الحلقه. المره دي الحمد لله معانا شويه وقت زياده زي ما قلنا، فهنحاول في كل فرصه ممكنه ناخد منكم اراء وناخد منكم مداخلات، بس نتمنى يعني اللي بيبقى معاه فرصه ان هو يتكلم ما يمسكش الحديده بقى وما يسيبهاش، يعني خليكم في الظن، ما تعملوش زي ناس صحابنا كده. سنو بيرسر وذا هانجر جيمز 2012، مين يحب يبتدي؟ انا احب اعرف وجهه نظر طارق عن ذا هانجر جيمز قدام سنو بيرسر، لان احنا لسه بنتكلم على سنو بيرسر لسه من شويه واحنا مستخبيين هنا، وهانجر جيمز اول لما شفتك قلت لي ان انا لسه شايف هانجر جيمز بالظبط دخيل جديد عليه مره، كنت شفته قبل كده بس ولا اي جزء تاني ولا اي جزء خالص، انا شفت الجزء الاولاني بس. واو اوكي. بس طبعا فاكر الكلام عليه وقتها وقت ما نزل، وفاكر ان هو كان خطوه كويسه وكان بدايه افلام شبهه كتير بعد كده بقى ميز رونر ومش عارف ايه. واكشلي هو يعني هو 2012 بس اتفرجت عليه امبارح حسيت ان هو لا يعني صمد يعني عبر الزمن، شكله ما قدمش في حاجات كويسه. برضو يحسب له ان هو مقدم عالم بقواعد معينه، ممكن نقول ان هو في ديستوبيا بشكل او باخر. الديستوبيا يعني ممكن نقول ان هي بتبقى معنى ديستوبيا ان هي عالم او مجتمع في قواعد معينة، قواعد دي ممكن نكون شايفينها unfair أو مش عادلة أو غريبة شوية. فهانجر جيمز فيه الحاجة دي، وجاي بعد المفروض ان هو كان في حرب ما أو في حروب ما، وقامت ثورة، والثورة دي قسمت المكان ده ديستريكتس 12 13 ديستريكت، وفي زي احتفال سنوي او كده كل ديستريكت بيطلع راجل وست او ولد وبنت يضحوا بيه عشان ده شيء منطقي جدا. ده شيء انا لغايه دلوقتي مش عارف ده يعني ليه ما فهمتش، بس ممكن بعد كده يبقوا يشرحوا ليه اكتر يبقى الموضوع واضح. بس هم شرحوا والله، بس انت اللي ما شفتش بجد. الموضوع ده بيتم، انا ما اقتنعت يعني انا ما اقتنعتش ان هو جزء من الاجنده الدكتاتوريه بتاعه الموضوع دوت علشان يحافظ على النظام، يمنع اي محاوله او اي فكره للتمرد داخل ده. برضو ما 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 داخل يعني حرب في العالم عامه بتاع. بص اللي انا احبه في هانجر جيمز قصاد في الخناقه اللي حصل هنا بين سنو بيرسر وهانجر جيمز، ان من ناحيه عالم ديستوبي فانا اقول ان العالم بتاع هانجر جيم اوسع بكتير ريفايند، ولما تفهم بقى اكتر في الجزء الثاني وشوف مين. على فكره سنو بيرسر ممكن يكون الاضيق ما بين كل دول اصلا. بالظبط. فلو هنتكلم من ناحيه العالم الديستوبي، هانجر جيم في ميثولوجي ورا العالم ده، اللي حصل في العالم ده، الحرب القديمه، الكابيتال هي اللي كسبتها، وعشان كده هم بييجوا يعملوا العرض ده للكابيتال دول، هم اللي بيستمتعوا مش عارف مين. فاوكي في عالم مبني، اكيد الموضوع مش منطقي ان عشان نحافظ على السلام نجيب عيال من ال 12 ديستريكت يتخانقوا مع بعض ويموتوا بعض. اجراء تاديبي يا جماعه، ده زي ما يكون بيعاقبوا المتمردين لغايه اخر يوم في حياتهم بان هم لازم يقبلوا اهانه ان هم يسلموا حد من ولادهم للموت من اجل تسليه الاغنياء. Exactly. هي مش منطقيه لينا عشان في الاخر ده احنا عالم الفيلم منطقي، احنا اساسا بنتكلم في كلاسيفيكيشن كله على بعضه مش منطقي. ايوه ايوه بالظبط. فده اللي يعجبني في هانجر جيمز، او ده اللي يكون ليه نقطه زياده عن الهانجر جيمز عن سنو بيرسر، لان سنو بيرسر ممكن تحس ان هو في يعني فني اكتر، بس في نفس الوقت الحته او الرساله المفروض تكون مبطنه هي واضحه زياده عن اللزوم. بالظبط، انا حاسه دايركت قوي. ايوه ايوه، ما هي واضحه زياده عن اللزوم. احنا بالعرض، احنا في ايوه بالظبط معدي واحد من التاني فاهم. فممكن يكون يعني ميتافور واضح شويه زياده. وحاسس برضو ان هو ممكن يكون شكله مش فيلم هوليوودي شويه، حاسس ان هو شكله مختلف شويه حتى لو الممثلين هو في كريس ايفنز وفي تيلدا سوينتون وفي اوكتافيا سبنسر تايلر، مش متاكد، ممكن حد اسمها ايه في اوكتافيا سبنسر
إد هاريس. إد هاريس. في إد هاريس كان الفيلن. وكان في الشخص اللي هو كان كان مات قريب, كان الراجل اللي هو جون هيرت. جون هيرت. كان في كاست كويس, وكانت زي ما قلنا هو الموضوع دايركت فيه شويه, وكانت فكره لطيفه ان انت كل شويه كل ما بتعدي من عربيه للتانيه بتشوف النقله اللي بتحصل, بتشوف الناس دي ازاي المكان ده مختلف تماما عن الظهر او اخر القطر. ممكن اقول ان مشاهد الاكشن فيه كانت غريبه شويه بالنسبه لي, ممكن تكون نظريا كويسه, ممكن تنفيذها بالنسبه لي مش اكتر حاجه ابيلينج يعني, دي وجهه نظري. ولكن خليه يخلص لا بس ولكن ولكن اوفرول لا فيلم كويس, والمشهد في يعني مش عايز احرق او نحرق عادي ولا لا نحرق ولا بيتهيألي نحرق عادي يا جماعه ولا ايه؟ ما لما وصل إد هاريس في الاخر الفلسفه بتاعته في الموضوع كانت بتراب اب الدنيا بشكل كويس, وفكره اصلا ان هو في العالم خلاص تجمد تماما, والقطر ده الحاجه الوحيده اللي فاضله ان هي لازم تفضل ماشيه, ولو وقفت القطر ده هي او البشريه اصلا هتفنى بشكل اخر, وهو برضه شيء منطقي جدا يعني. طبعا كده كده توت توت مش عارف انت ليه روح صلاح وسيف جاي عليك في التصوير ليه بتحاكم كل حاجه على مقياس الواقعيه؟ هو في ايه؟ لا ما بالظبط في حاجات كتير مش فكرته يعني المنطقيه في اللي في ايبس بالنسبه لك ايه الاخبار؟ انا هانجر جيمز جايز علشان انا ما شفتش اجزاء تانية او ما تعمقتش في الفكره اكتر, فما ابتديتش اشوف الكابيتال دي عامله ازاي والناس عامله ازاي ولو اسمه دونالد ساذرلاند, ما شفتش لسه الحاجات دي عامله ازاي, فانا لسه ما اعرفش يعني الموضوع. اعتقد برضو الجزء الاول ما كانش داخل قوي في الديتيلز بالشكل ده يعني, كان مجرد بس مركز على الايفنت نفسه يعني. طيب خلونا نسال السؤال اللي احنا بنساله. طب انت عاوز تعقب على النقطه بتاعه الاكشن؟ إيه لا انا عايز اعرف انت ليه ساكت, انت ما ضفتش حاجات كتيرة او ما اتكلمتش, تخليتنا نمسك في بعض بس انت ما اتكلمتش. انت فين ما بين هانجر جيمز وسنو بيرس؟ عايز اقول حاجه, انا بحترم ذا هانجر جيمز جدا. اولا هو كان من الحاجات اللي اطلقت الموجه بتاعه الادب التينز او التين او يونج ادل او الحاجات ديت, وطبعا هو بدا ويف ديت ركبها بعد كده عدد كبير من الافلام زي ذا ميز رانر ودايفرجنت ولا انسرجنت ولا ديترجنت دوت ولا معرفش ايه وحاجات تانية كتير قوي تعتبر على 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 صعيد المستوى اقل بكتير من ذا هانجر جيمز. ذا هانجر جيمز الاول فيلم محترم, وعلى فكره التريلوجي بتاع ذا هانجر جيمز مش وحشه, هو بعد كده الدنيا بتتراجع شويتين, يمكن الجزء الثاني هو الاضعف, يمكن الجزء الثالث افضل من الثاني. الجزء الثاني ثانيه انت مطلع الجزء الثاني هو الاعلى بس مع كاتشن فاير. لا 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 انا عندي الاولاني الثالث ضعيف. الثالث ضعيف يعني بتفاي انا 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 شفت ان الثالث كان قفله محترمه, وسعت العالم, خلطت كل الكروت ببعضها وقفلت قفله حلوه. بس انت عارف الثالث مقسوم جزئين, بارت 1 وبارت 2. او هم اربعه صح 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 أيوة. انا لخبطت الدنيا. لا لا انا قصدي على اخر واحد خالص اللي هو بارت 2. اوكي ماشي. اللي بيحصل فيه يبقى الوحش اللي انت قصدك عليه اللي هو الجزء الثالث الاول في الثاني ممكن يا اللي هو كان فيه الروت تريب علشان اللي هو ما كانش فيه هانجر جيم اكشلي, ما كانش فيه هانجر جيم. كاتشن فاير هو بالنسبه لي افضل واحد, هو اكتر واحد واخد ريتنج كاتشن فاير. بس انا طبعا ما اعرفش حاجه فتفضلوا انتوا يعني. لا 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 يعني انا بالنسبه لي انا كده كده فيلم هانجر جيم وجوده هنا بالنسبه لي هانجر جيم الاول هو برضو بيمثل الجزء الثاني. انت بتتكلم على العالم, انت شايف ان هانجر جيمز الاول هو الافضل في السلسله ولا لا؟ انا شايف ان الثاني هو الافضل, بس ما فيش فرق كبير ما بين الكاتشن فاير الجزء الثاني والجزء الاول يعني اولموست ذا سيم, فانا مش هيكون عندي مشكله. انا يمكن بفضل الاول بشكل واضح لان التجربه بتاعه الهانجر جيمز نفسها كانت صادمه بالنسبه لي اكتر في الجزء الاول. اللي اتعمل بعد كده هي محاوله اكسبانشن عليه ووضع ثيم مختلفه. كان عاجبني الجيم ماستر في الاولاني خالص. اوكي كان سينيكا باين اسمه لو انا فاكر. سينا لا سينا ده مش سينيكا, كان اسمه سينيكا ويس بنتلي. يس صح مش اسمه الممثل. لا لا انا قصدي ويس بنتلي اللي كان عامله. يتهيألي اللي هو بتاع امريكان بيوتي. واللي موجود في انترستيلر سبحان الله, ما الراجل ليه تمثيل عندنا يعني. فذا هانجر جيمز كريستوفر نولان كان عايزه يبقى بروس وين ات سام بوينت. لا واو قبل بن أفلك. فانا بحترم ذا هانجر جيمز وبيعجبني الجزء الاولاني جدا, وحاسس ان هو واخد سمعه سيئه بسبب افلام تانية هو مش مسؤول عنها طبعا وحاجات كتير هو ملوش دعوه بيها. سنو بيرسر مين فيكم اللي قال ان هو زي ما يكون ارت بروجكت اكتر منه فيلم تجاري؟ معاك حق طبعا, هو اصلا فيلم احنا اول ما شفناه على طول في التلفزيون, ما اعتقدش ان هو اتعرض عندنا في مصر في السينما من اساسه او نال اي اهتمام سينمائي. بس انا اول لما اتفرجت عليه كان صادم جدا بالنسبه لي, على مستوى الكرولتي كان جريء قوي, على مستوى القسوه في العقاب بتاعت الشخصيات صح. وطريقه الحفاظ على النظام داخل القطر بتاعنا, بره القطر علشان تتجمد في الاول. تلدا طلعت ايد حد اتجمدت بره عشان برضو يبين لك, ومشهد ده عدوه بعد كده بحذافيره في المسلسل
هو اتعمل منه مسلسل، اتعمل منه مسلسل تالت، اتعمل منه 2 سيزونز. انا شفت الاولاني كان كويس، احسن من الفيلم. مش احسن من الفيلم بكل تاكيد، بس كان يعني وصل معاك تقريبا 3 سيزونز. انا شفت اولاني وما كملتش بعد كده. بس هو زق معاك لغايه اخر نقطه انت شفتها في الفيلم، ولكن لسه في احداث، يعني الاحداث بتخرج بره القطر في نقطه من النقط. او فيها التحام بين حاجه تانية من غير بقى ما نحرق اللي حابب يتفرج. على المستوى الفلسفي انا شايف ان سنون بيرسر اعمق، على مستوى جرأة المحتوى انا شايف ان هو اجرأ، وده موضوع يحسب عندي جدا. من الافلام اللي نقلت لي كريس ايفنز من الخانه بتاعه الكابتن امريكا او البلوك باسترز جاي بشكل او باخر، الواحد بيعرف يمثل، وانا من المقتنعين ان كريس ايفنز بيعرف يمثل، ما هوش منظر بس. وإيد هارس من الوشوش التسعيناتيه اللي انا بحترمها قوي بحبها قوي، فتواجده في الفيلم دوت كان موضوع ليه قيمه برضو بالنسبه لي. كعالم كعالم ديستوبي، مشكلتي مع ان الميتافور في وشك قوي فعلا. صح، يعني هو انا عايز برضو طول ما احنا بنلعب اللعبه دي، عشان برضو الموضوع بيشتت مع كل مره بنلعبها، ان البرومبت ذات نفسه اللي احنا بنتكلم فيه ده هو اللي انا عايز اقول لك حاجه. هو ذا هانجر جيمز كل اللي احنا بنتكلم فيه على مستوى الديستوبيا او العالم المتقدم اللي فيه ديكتاتوريه وفي التقسيمه الغريبه الغير واقعيه بالكلام ده كله، ده كله السيت اب. احنا الحدوته بتاعتنا حدوته رومانسيه، هي حدوته مثلث حب على فكرة. الفيلم الأولاني أنت لما تجرده من كل حاجة تلاقي مثلث غرامي، وعشان كده أنا بحترم الجزء الأخير لأنه فضل فاكر ده لغاية آخر لحظة وقدم له إجابة. أيوة، بس هو برضو إدى العالم حقه، إدى العالم على عيني. بس لما تيجي تتكلم على مستوى الجنرة أو على مستوى الفيلم دوت، لما تيجي تتفرج عليه، ديدبول الأولاني فيلم إيه؟ فيلم حب تشوفه في فالنتاين. اوكي، فهمت. ينفع تقال عليه فيلم رومانسي. فهمت الناحيه اللي تجينا ورايح للحته دي بالتحديد علشان احاكم سنو بيرسر عليه، لان سنو بيرسر ابعد من الثيم بتاعته مفيش حاجه. هي قصه الثيم فقط لغير المجتمع ده شكله عامل ازاي وفلسفته ايه وتقسيمته ايه وكشف الغموض بتاعه عربيه عن عربيه عامله ازاي، لكن مفيش تلاقي قصه اب وبنت، ما اعرفش طفل صغير، ما اعرفش ماله، بس ما فيش قصه صريحه او في مواضحه كده مشدوده من اول خط لاخر خط وتقول ان هي دي الحدوته اللي انا بتابعها. فاهم قصدك. يلا نصوت. والله ده بعد اللي احنا قلناه دوت انا اتلخبطت، ما بقتش عارف انا هانجر جيمز. واو، انت ممكن تختار انك تسمع من الناس قبل ما تفوت بجد. احنا براحتنا بقى المره دي بقى. لا انا عايز افوت عشان عايز ازنقك. انت هتعمل كده سنو بيرسر؟ انا كان ممكن اعمل كده، انا كان ممكن اعمل كده، انا ما رضيتش اعمل فيك كده. لا استنوا، انا لا لا تعال نفكر. مش عايز، مش هستخبى وراكو، انا عايز اخد الفوت بتاعي الاول وبعدين نسمع منكم. هانجر جيمز هو العيب ان هو بيتنسي. انا بس عايز اقول انا لسه شايفه، انا لسه شايفه، بس انا برضو ممكن ما حسيتش بالقوه بتاعه العالم ده قوي في الجزء الاولاني بس. انا لسه ما شفتش الباقي. فسنو بيرسر، لا سنو بيرسر زي ما مهدي قال، في حاجات، في حاجات بتحصل وفي تنشنه وفي فبس حاسس ان هو لو جزء هنحكم على الفيلم ده بس، انا حاسس ان انا ميال لسنو بيرسر. حتى لو في حاجات انا عارف ان هي حاجات تؤخذ عليه، زي ان الرساله دايركت جدا وان هو ميتافور ان يور فيس فعلا، بدل ما يبقى مبنى بقى قطر، فاهم؟ بس حاسس ان انا ميال شويه لسنو بيرسر. دي وجهه نظري. الله، حاطين برضو الفونت او اللوجو. على فكره الحركه دي جامده قوي يا جماعه، بجد جدا. هي الناس اللي خلف الكواليس بجد. سوبر عايش بتاع الصوت. طب احنا في الماتش دوت مين اخضر ومين احمر؟ هانجر جيمز اخضر. تيجي نشوف المره الجايه هنروح بعد كده تشيلدرن اوف مان ووالي. لا انا عايز افوت سنو بيرسر بمنتهى الامانه. ام شور اباوت ذات. طيب نسمع من الناس بعد اذنكم. الفوت مش حاسمه خالص على فكره، انتوا لو تبصوا يمكن اخضر اكتر. اخضر اكتر شويه. الاخضر هانجر جيمز. لا واو، كان المفروض هانجر جيمز. طب معلش احنا اسفين على برضه هانجر جيمز. حد فيكم عنده اضافه في المناقشه اللي احنا قلناها، حابب يشير لاي حاجه؟ بليز. الفكره في سنو بيرسر ان انت بتتفرج على حاجه معينه، يعني انت اوريدي عارف الاحداث بتاعتها، يعني عارف ان هو هيمشي في خط معين، انت بتتفاجئ بالنهايه بالنظريه اللي هم بيفكروا فيها، بس في نفس الوقت مفيش عمق في الشخصيات، ما كانش فيه بيلد اب. بس بالنسبه لهانجر جيمز انت شايف البيلد اب، شايف الشخصيات، عندك استعداد تعرف الدايركتور ده بيفكر ازاي، ده راجل ديكتاتور شرير، وفي نفس الوقت البطله والبطل في قصه، يعني انت عايز تشوف هم هيكملوا ازاي، يعني انت اصلا خارج من الفيلم بتاع هانجر جيمز متطلع ان انت تشوف جزء تاني او ان انت تشوف حاجه منه تاني بنفس الفكره بنفس العالم. انت اتعلقت بالعالم اكتر بتاع هانجر جيمز،
اكتر ما اتعلقت بتاع العالم بتاع سنو بيرسل. يعني سنو بيرسل من الفيلم الاول بس. انت الفكره ان فيلم هانجر جيمز بيقدم يعني من وجهه نظري شايف ان هو بيقدم حاجه لقدام. هو بيبيلد اب قصه انت اتصدمت من الجزء الاول فيها من حيث العالم من حيث الهانجر جيمز ذات نفسها ومن حيث برضو الاحداث اللي بتحصل. انت متعلق بالشخصيات انت عايز تشوف منهم تاني. لكن في سنو بيرسر انت بتتفرج على الشخصيات تمام متاثر بيهم متاثر بالعالم كله بس انت مش يعني حتى انت قلت لما في لما اتعمل المسلسل ما كنتش انت مهتم ما كنتش عايز تكمل بس في هانجر جيمز انت عايز تكمل انت عايز تشوف. صراحه ما كنتش عايز اكمل عشان عملت ريفيو للسيزون الاولاني وما جابتش فيوز كتير خليني صريح معاك يعني. طب انا عشان ابقى برد عليك انا اللي خلاني ارجح سنو بيرسر ان انا حسيت انه على المستوى العبثي اجن بكتير يعني انا بجد الدنيا كانت قريبه قوي بالنسبه لي وابتديت افكر انا مشاهدي المفضله في الفيلم ده ايه ومشاهدي المفضله في الفيلم ده ايه. افتكرت بسرعه في سنو بيرسر عربيه المجزره العربيه اللي دخلوا فيها الناس عليهم بالصواتير وبتاع وبعدين لما عدوا قدام المونيمنت بتاعهم وقفوا الضرب ووقفوا يحتفلوا شويه وبعدين رجعوا يقتلوا بعض. انا حاسس ان سنو بيرسر اقرب لنهايه عالم لانه ده اخر حاجه فاضله في العالم. ماشي هو العالم مفيش كله كلام جميل حاسس ان هو اقرب اتليست اقرب شويه لفكره الابوكاليبس يعني وجانب الديستوبيا او جانب القوانين الانفير. طب ما لا بجانب الديستوبيا والقوانين الانفير ده موجود ده اصلا الفكره بتاعت هانجر جيمز. النقطه اللي هو قالها بالظبط هي دي العيب في هانجر جيمز عامه ان هو فعلا بيتنس هو ده هانجر جيمز اصلا حتى من المنظور بتاع هو كان فيه فرش كتير الفكره ان الجزء الاول كان فيه فرش كتير كان فيه بيضه في العالم الديستوبيا بتاعته غير صالحه للتطبيق على العالم بتاعنا من اصل. يعني سنو بيرسر بيقول لك العالم حصل فيه وحصل فيه وحصل فيه وحصل فيه ده هانجر جيمز مفيش حاجه تحصل في العالم بتاع النهارده توصلك للترتيب ديستريكتس هو كله على بعضه واقع موازي. مش ما برضه الهانجر جيمز اصلا ما بيبيعلكش ان دول بس من الباقيين في العالم ده مش جزء من البلد من العالم بتاع هانجر جيمز. لا انت لو شفت قصه بتاع مثلا بتاع بانام كورس عليك كفكره ابوكاليبس بيتكلموا على ايفنت حصل اثر على تقسيمه الدنيا وتقسيمه القوه وتقسيمه الحاجات دي بس ما بيتكلموش عليها من ناحيه نهايه عالم. فاهم قصدي؟ يعني ما بس هي ديستوبيا هي حاجه ديستوبيا يعني ده طبيعي في افلام هنا داخل فيها الحته دي وكده ديستوبيا متفقين وفي ستوبي سير في ديستوبيا. لا 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 قصدي ستوبي سير في ديستوبيا برضه لحد ما هي المشكله زي ما هو قالها الحته اللي هو قالها ان هو فكره ان هانجر جيمز كان فيه بيلد اب كتير وكان فيه اهتمام بالشخصيات. وعلى فكره حاجه تحصل لهانجر جيمز لو انت بتتكلم من ناحيه رومانسيه هو على فكره ديرنت باي اوف او يعني ما قفلش حوار الرومانسيه من اول جيم عشان ده مش همه. هو همه ان هو يعرف لك العالم ده الود دي وان دي هل هيحبوا بعض في اخر الفيلم ولا هيحبوا بعض ولا اي حاجه في اخر الفيلم. وهو شد الناس على الفورمات بتاعت ماتش 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 يعني طالما في ماتش خلص يبقى جزء ممكن يخلص جزء ده ذكي جدا في رايي. كان المفروض يفوز عليه. طيب معلش سنو بيرسر يتقدم الف شكر ليك جدا. معلش موفينج اون للي بعده تشيلدرن اوف مان وولي. انا متحيز قوي 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 في الماتش ده فلو في حد عنده شويه التزام احنا معانا وولي صح معانا روح يحب يشارك معانا على الترابيزه النهارده هدايه من عبد الرحمن غنايم الف شكر ميرسي جدا بجد مش متخيل قد ايه فرحان هيقعد جنب كروت وهيعملوا شغل يعني احنا كده ان يعني الحياز واضح ان هو رايح ناحيه وولي. انا بس تعالوا نيجي نشوف من حقه. انا بس عايز اتكلم عن طيب تشيلدرن اوف مان من وسط الافلام دي كلها انا شايفه اكتر فيلم واقعي الى حد ما واكتر فيلم احتماليه ان الحاجه دي تحصل بالشكل ده طلع بشكل كويس. ويعني برضه عشان نتكلم على تشيلدرن اوف مان هي الفكره ان هو في المستقبل القريب البشر ما بقاش عندهم القدره ان في عقم جماعي والستات ما بتحملش يعني ممكن العسل فهو شكل العالم ده بعد ما الحاجه دي تخلص او الحاجه دي تحصل. وكان برضه الفكره نفسها ان هو الحدث ده نفسه مش ان في نايزا جه ولا في مرض وبتاع. الفكره انه احنا لما نخلص مش هيبقى في ناس بس احنا اخرنا 70 سنه 80 سنه كل الناس دي هتخلص. فكان الاليمنت اللي بياع فيه شويه الحاجه اللي عامله فيه دي كانت ان هو رغبه البشر عامه بشكل عام ان هم عايزين نستمر. احنا عندنا ارث عايزين نسيبه وعايزين نفضل موجودين وعايزين نفضل ما نتنسيش وازاي تاثير الحاجات دي على الناس اللي كانت موجوده.
الفيلم من اخراج الفونسو كورون، والفونسو كورون عمل واحد من افلامي المفضله في سلسله هاري بوتر، عمل وعمل جرافيتي وعمل روم. الفونسو كورون جرافيتي يا مصر؟ ايوه. صوت لخبط ما بينهم وبين الفونسو كورون زي اللي انتوا شيء تشنصوري خالص على فكره. شيء تشنصوري كل المكاسب. فجيلدن اوف مان، جيلدن اوف مان ممكن اقول لك فيه اربع مشاهد مثلا بيور سين، بيور سين بتحس فيه كل المشاعر ممكن تحسها. في واحد من اعظم اللونج تيكس في التاريخ العربيه، لا مشهد العربيه، والمشهد لما كان طالع للست عشان ينقذها كان سامع الطفل بيعيط عشان ينقذه، ولما نزل بالبنت والطفل. وفي مشهد تاني لكلايف اوين لما كان بعد العربيه وكان لسه شوك مش فاهم اي حاجه، وبعد كده راح طلع السيجاره بتاعته وقعد تحت شجره كده قاعد، فكان مشهد جديد جدا. وده ما يطلعش غير من مخرج فعلا عارف يوصل المشهد. كان في فيديو نيرد رايتر عامله كان بيتكلم على الخلفيه، الحاجات اللي بتحصل في الخلفيه في الشغل، كان بيتكلم انه مش مجرد الاشخاص اللي احنا شايفينهم هنا، لا الناس اللي ورا دي عندها قصص. شوف الناس اللي بتتنك ازاي، والحاله اللي كانت الناس فيها بشكل عام، الهستيريا دي انا شفتها في حاجه زي الكورنتين مثلا او الفتره بتاعه البانديميك. انه اولا المشهد الافتتاحي عظيم لما كان القنبله الفرقعه دي، وكان في خبر في التلفزيون ان اصغر شاب في العالم اتقتل في 30 سنه باين او حاجه، حد قتل وما تفهمش الناس ليه عايزين يقتلوا بعض وايه يعني. حاله الهستيريا بشكل عام دي برضو بترجع لطبيعه البشر، احنا في حاله من البانيك، مش عارفين نعمل كده ليه، وخايفين ان الناس يعرفوا ان في واحده حامل علشان ممكن يقتلوها. فالصراع ده، الهبل اللي عمال يحصل ده، كان واصل بشكل اكثر من رائع في فيلم شيرلوك هولمز، من افضل الافلام اللي بتعبر عن فكره الابوكاليبس بشكل مختلف، بطريقه واقعيه، باداء وتصوير واخراج رهيب. فحسك اختار؟ انا اخترت شيرلوك هولمز على اول يا جماعه. يعني انا حرقت الفوت بتاعي وكلمت على الشغل. ايه انا كنت فاكر ان كده هيكون في اختيار لوالي يعني يكسب الثلاث نقاط، بس انت كلمت كتير عن تشيتر مان، دي حاجه ما كنتش متوقعها. عامه تشيتر مان نفس كل الكلام اللي قاله، اتفق معاه، بس برضه ولا هيفضل ليه المكان ده، ليه الحاله الخاصه دي اللي حصلت، ويعني صعب ان هي تتكرر تاني. يعني هو اظن هو الفيلم الوحيد هنا الافلام اللي موجوده اللي هو فعلا فيلم موجود بعد ما العالم فعلا انتهى، بس وانت قاعد تتفرج عليه بتتفرج بابتسامه على وشك، ودي حاجه صعبه جدا ان هي افصل انا ثواني كنت بتكلم على وولي على واري. ايوه بالظبط، انا اللحظه افتكرت بتتكلم عن شيلدرن. لا 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 بتكلم على واري. انا عايز اقول انا افتكرت فيلم تاني معرفش افتكرت فيلم 9 كان فيلم انيميشن كده برضه، كان برضه بعد نهايه العالم، او في بس كان هنقول هو ديزاستر موفي يعني. ماشي شكرا. هل يمكن ان تشتغل في الفيلم؟ وبعدين نضيف على الايام الجاي افضل ان تكسر مثلا لو حاجه فيها خلاص. بس لا لا انا كده الصوت هيروح لوالي، فانا عايز اعرف انت عشان عارف قد ايه وولي بيعني. والله يعني لا 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 الله يكرمك، انا عارف قد ايه وولي بيعني لك الكثير، فانا عايز اعرف لو انت هتقول اي حاجه. طب انا مش عاوز. لا لا كامل احترامي لتشيلدرن اوف مان، كل الكلام اللي هو قاله انا بقول في نفس الصوت، بس برضه واضح هيفضل مكان ناس. انا مش عايز اقلل من احترام تشيلدرن اوف مان خالص، وعلى فكره تشيلدرن اوف مان من الافلام اللي مليانه احداث بنت لازمه، ما بيدكش فرصه تتامل في اي حاجه على الاطلاق، حدث في حدث في حدث، ومع ذلك ما هوش فيلم مباشر ومليان اندرلاين مسجز وياما. يعني انا قريت ريفيوز بالهبل، كل واحد بيفسر الدنيا بمعنى مختلف وبيبصها من زاويه مختلفه، وهو فيلم على فكره سياسيا عميق برضه، لانه بيقول لك التغير بسيط على قد ما هو بسيط اسما يتقال في كلمتين، يعمل ايه في الكره الارضيه ويعمل ايه في موازين القوه في العالم بشكل عام، وده تصور راقي جدا ومش سهل على الاطلاق. انا بس عايز اقول حاجه، انا تشيلدرن مان حاسس انه ممكن يكون كان ناقصه شويه بعد ليه علاقه بانه لو الستات ما بتخلفش ممكن يبقى في شكل من اشكال العنف زياده، او اكنه يقلب شويه على هم ستيل مثلا ممكن، بس هو يعني هو كان مش السكه دي يعني. يس هو راح للدنيا البوليتيكال، وبعد كده هو من ناحيه ثانيه كان عاوز يوري لك
لما الدنيا تسود قوي كده بصيص الامل يعمل ايه بقى؟ يعني هو ده كان الهدف الاساسي بتاعه، مش بس ان احنا نفقد الامل بالكامل، احنا نخلي امل صغير قد كده وده وتعمل نشوف الناس بتتصارع. ده المشهد بتاع الست وهي ماشيه والناس ازاي في حرب، هو كان في حرب شغاله والناس كلها حد بس بوص. ده 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 الامل اللي احنا مستنيينه، دي حاجه الوحيده في الفيلم قوي جدا لو حدش اتفرج عليه. قبل ما نبتدي يا جماعه احنا بنعمل قرعه، واحنا فوق طارق كان بيقول نفسه القرعه بتاعت الماتش. وفي حد زعلان؟ الناس بتمشي ليه يا جماعه ولا رايحين فين؟ راجعين؟ عشان انا قريت قبل كده كتير، انا قفلت الحلقه اول ما الفيلم بتاعي خرج اول مره شفتها. طارق يا اسطى بيقول عاوز قرعه جامده، وانا قلت له القرعه بتبقى جامده والماتشات بتبقى حلوه لما الافلام اللي فيه ما بينهم قواسم مشتركه بيقابلوا بعض. وللمفاجاه انا شايف قصه مشتركه بين شيلدون ومان ووالي، وهو ان السبب بسيط جدا وقابل جدا لانه يحصل فعلا. ان شيلدون اوف مان الفكره بتاعته ان في تغير بيولوجي معين بيحصل في نظام المجتمع، تعال نشوف ده ممكن يحصل فيه ايه. وولي بمنتهى البساطه الزباله هتيك اوفر، وتعال نشوف وجه الكوكب ممكن يجرى فيه ايه لو فقدنا القدره على اننا نلحق عليها على مستوى الريسايكل. بحترم قوي 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 في وولي نفس اللي كنت بحترمه من شويه في هانجر جيمز، ان وولي رغم كل السيت اب ورغم كل الشكل المستقبلي والكلام ده كله، هو قصه حب، هو فيلم رومانسي بعيدا عن كل التفاصيل اللي موجوده فيه. بس انا طبعا هبوط وولي ما اقدرش اعمل شغل. مين احمر ومين ازرق؟ وولي احمر. وولي احمر؟ وبعد كده بعد ما اخذ باكنج اكتر عرفوا يبروديوس الفيلم كامل بقى. القصه بتاعته من ورا الكواليس برضه في اي اراء حد حابب يضيف حاجه في المناقشه اللي فاتت ديت؟ مين عايز يقول؟ انا والله لاحظت كنت داخل مش مصدق، انا لاحظت حاجتين، الشيرت بتاع هولندا والشيرت بتاع نيجيريا معانا برضه. يوسف كان لابس شيرت نيجيريا. انا بالنسبه لي انا كنت مع طارق في تشيلدرن اوف مان، وده انا كنت جاي عشان بحث اصلا اليوم كله. انت يا مهدي كنت بتتكلم عن النقطه السياسيه اللي في الفيلم، وانت اسمها ايه عشان اسقط واحده من النقط السياسيه اللي كانت موجوده في الفيلم بدايه من انتاجه من 2002 كان ان هو جه على طول سنه بعد الاحداث بتاعه سبتمبر 2001، وكان في رد دايركت قوي على سياسات الهجره اللي امريكا عملتها. yes, yes. وان هو العنصريه اللي هم اخذوها في السياسات ان احنا ما ندخلش ناس من بشرات ثانيه مش عارف ايه. وهو اصلا فيلم مبني على كتاب من التسعينات، وفي حاجات كتير قوي اتغيرت في الفيلم عشان تاكد على النقطه السياسيه بتاعه ان السياسات اللي معموله دي فيها ظلم وفيها عنصريه مواجهه وعنصريه سيستماتيك يعني ضد الناس دي. ده برضو اسبيكت ثاني انا بحترمه قوي في الفيلم ده، وكان نفسي يكمل بس اللي حصل يعني. شكرا لكم. نقطة تانية مهمة، وراجل كل الفوضى صعب فيها محدش عارف الراجل ده شاف له فترة كده كان عامل زي محمود حميدة في السينما المصرية، وبعد كده انا اخر حاجة شفتها له، انت عارف انا اخر حاجة شفتها له ايه؟ ممكن اجس؟ ده بورن ايدنتيتي. لا سيب بدل انا مش عارف خلاص. اوكي طلع فيلم صح صح كان سيء وحاجة سيئة قوي فيلم سيء. لا هو في ذا بورن ايدنتيتي كان عامل دور صغير بس حلو قوي 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 قوي، كان اول اساسا متلخبط. بورن ايدنتيتي اول واحد يعني كان في اول واحده يا جماعه كلايف مول صح؟ اللي موته في الجنينه اللي كانت قدام، وبعد كده راح قال له انا دماغي وجعاني وبتاع، كان عامل دور حلو قوي. قشطه موفينج اون للماتش اللي بعده، ذا لوبستر 2015، ذا ماتريكس 1999. عاوز اسالك انا لا اللي عاوز اسالك لا 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 انا لوبستر كان الماتش اللي فات قال واحده اتكلمت في دماغي يعني معلش جاوبني. سؤال مهم، انت شايف ان ذا لوبستر ينتمي لا عشان كده انا كنت عايز اسالك السؤال ده، ما انا كنت عايز اسالك السؤال ده اللي انت بص اللي هنا انت اللي اخترته انت اللي اخترته اساسا. هو كم واحد هنا شاف فيلم ذا لوبستر؟ واو اوكي انا سالتكم يا جماعه ماشي ماشي، ما احنا قلنا ان في داخل جزء ديستوبيا شويه يا عم ايه ده؟ طب واو تكذب ايه؟ اوكي هو مبدئيا ذا لوبستر هو اسم المخرج بتاع ذا لوبستر ايه اللي عمل فاست لايف، هو اللي عمل فاست لايف يوركس كامبروس. جميل جدا. كم حد هنا عجبه فيلم فاست لايف؟ فاست لايف؟ فاست لايف فاست لايف فاست لايف؟ اه يعني قلت فاست لايف بتاع فور ثينجز فور ثينجز فور ثينجز ده محدش بيقول اسمه صح. ايوه فور ثينجز
ماهر كان بيسميه ايه؟ ماهر كان ده فورجوتن. وكل مره اقول له بورتنز مفيش حرف واحد في الجيم. انت بص بالنسبه لي فيلم بورتنز اللي هو ده يعني المخرج اخد حريه زياده عن اللزوم بالنسبه لي. فيلم ما عجبنيش خالص. ده لابستر هو كان واخد حريه وده لابستر بالنسبه لي هو واحد من احسن الاعمال بتوعه. في حاجه غريبه زياده عن اللزوم في الفيلم بس بتضحك وواضح ان هي بتضحك وواضح ان هي مقصود منها ان هي بتضحك. كل فرق عامل دور حلو بس لو نتكلم في ناحيه ديستوبيا بكل بساطه انت واقف قدام ذا ماتريكس. يعني فيلم عرف جانر عرف تاريخ السينما في افلام الاكشن في الوقت اللي نزل ده عالم ديستوبي فيه الخوف من الالات ان هي هتيجي وهتاخد العالم كله هتبهدله. فاتس نوت ا فير فايت خالص من كل النواحي. ذا ماتريكس قصاد ذا لابستر مش خناقه عادله في البرومت اللي موجود عندنا من ناحيه عالم من ناحيه حاجه ليها دعوه بنهايه العالم الديستوبيا ما ينفعش. انا ممكن اتكلم على ذا لابستر لو كان عايز شكل عن وجهه نظر بقى ولا اللي جايبه هنا خلينا نتكلم عليه شويه. انا ذا لابستر شيء يقول عشان انا استغزيت انا عايز اشوف عايز اعرف شكله ازاي ده واظب قدام. وعلى فكره ده من الفرق احسن شكلها حلو ان شكلها مش فرق خالص يا خلاص بلاش تمام. ذا لابستر انا شفته وقت ما نزل ما اعتقدش انا شفته تاني بس هو من الافلام اللي كل شويه بقعد افتكرها وافتكر فيها شويه مشاهد او افتكر فيها الفلسفه بتاعتها شويه. الموضوع بيلينجر معايا مع الوقت. يعني انا فاكر ان انا قبل ما اجي برده حبيت اقرا البلوت سامري عادي من على الويكيبيديا عشان افتكر برده شويه حاجات ابتديت اجمع شويه ايفنتس. يعني ذا لابستر ببساطه بيتكلم عن ازاي تجيت اوفر صح؟ بحاول اجمع بس عاوز الاحداث عاوز المدخل. لا انا عايز بس اقول ان هو يعني في قانون جديد معمول انه لازم الناس تكون في علاقات. لازم تكون الناس في علاقات ولو ما بقيتش في علاقه هتتحول لحيوان من اختيارك. تمام؟ حاجه غريبه شويه. لا لا بتقول ازاي ده منطقي؟ تمام؟ بس هانجر جيمز كانت عجبتني على فكره. فالفكره ان هو في واحد اللي هو مش فاكر اسمه بس يعني دخل في اوتيل كده والاوتيل ده المفروض ان فيه قواعد معينه ان انت لازم ما ينفعش تهاف سكس مع حد لازم تبقى ممكن حد يخليك ستيميوليتد بس ما يخليكش تعمل كده في مقابل ان انت المشهد ده غلط. المشهد اللي انت بتتكلم عليه ده غلط من كل النواحي. بس الفكره ان انت لازم تلاقي شريك حياه والفكره ان هو الى حد ما بحسه يعني هو ما تفرق السوسايتي بشكل انه في ضغط عليك ان انت لازم في مرحله ما تبقى في علاقه وده هو اللي عامل مشكله. وفي المقابل الناس اللي هم الرابلز او اللونرز اللي على الناحيه الثانيه هو العكس تماما بس هي دي برضه حاجه مش حلوه. يعني هي دي لا حاجه حلوه ولا دي حاجه حلوه لان الناس الثانيه عندها قاعده ان ما ينفعش اثنين يبقوا في رومانتك ريليشن شيب مع بعض. فانت يا اما تمشي في السكه دي يا اما تقلب حيوان يا اما تجوين اللونرز. الاحداث كلها خدت برضو تطور انه انت مش عارف انت يعني احنا في نص لايسين بقى ما بين الحاجتين. يعني فهو ممكن يسموه فيلم انا بينا بين حاجه كويسه. ذا ماتريكس بقى ممكن نتكلم عليه بس انا حاسس ان طب انا عاوز اسال سؤال للناس. حد شايف ان ذا لوبستر المفروض يكسب؟ طب بليز طب خلي عبد الرحمن انا طب قصدي يعني بس وبعد كده هقول لك بقى عبد الرحمن جاي بهدية. انا درست من احلى الافلام اللي شفتها وكنت شفته قبل كده شفته لما انت نزلت القايمه. يعني اكتر حاجه عجباني فيه هو البرسبكتيف. احنا بنتكلم من هنا ودايما افلام الاستوديان لازم في لقطه معينه تبدا توسع البرسبكتيف بتاعها ولازم نبقى كلنا في المشكله. لازم نبقى البلد في المشكله كوكب الارض كله في المشكله. الفكره دايما بتبدا من انه في حاجه طفره حصلت زي موضوع الزباله في اوليف زي موضوع الشذوذ من الناس ما بقتش بتخلف. فده حاصل فعلا ده بس انه لا لازم نبقى في علاقات. بس طول الفيلم انت البرسبكت بتاعك بتبص على الاثنين دول او على الشخص ده اللي بعد كده لما تقدم له يعني تبقى بارتنر انت مهتم قوي هو بيفكر ازاي وهو عايز يعمل ايه وهو عايز يوصل لايه من العلاقه. هو في اللقطة يعني مفيش وقت معين بيقرر انه لا زي بقيت كل الأبعاد حتى اللي في القايمة لا احنا عايزين حتى انترستيلر في الكلام ده لا احنا عايزين نبص على الناس كلها كوكب عامل ايه لا احنا عايزين نشوف ده تأثيره ايه. انا من طرف بيتكلم في انه الفيلم ده مش يعني تحس ان هو ستوديو موفي.
انا عمري طول الوقت بعدي قدامي اللي ما شفتوش قبل كده بعدي قدامي ومش متخيل ان هو فيلم يعني متخيل فيلم رومانسي فيلم حاجه لما اتفرجت عليه تمام لا ده في فعلا ديستوبيا بس ديستوبيا مهتم انها تشوف تاثيرها على الصغير قوي بس ريتش اوت مش مهم يبقى كلنا جوينت وكلنا في القصه لا مش مهم التداخل الموضوع ده في العالم اللي بيقدمه عامل ازاي على الشخص انا هشوف الشخص ده تاثيره قد ايه قد ايه ده غبي قد ايه ده في الاخر لا بيسيب تواصل كبير مع معاه ومع القصه اكتر كمان فهو احلى الافلام اللي انا احلى ترشحات اكتر انا شفتها انا بقى القصه حلوه حرفيا انا نفس الستوري نزلت الليست قلت انا خلاص هشوف الافلام المصاني وده كان اول فيلم كل الكلام اللي عن ذا لوبستر هو اجمد 100 مره من ذا لوبستر نفسه يعني الكلام ده نفسه انا شفت ده بس انت ازاي شفت ده انا مش عارف اتكلم معاك انا اوكي الستوري تمام الميتافور تمام كل ما حد بشوفه بيتكلم او اقرا ريفيو او اشوف اي حاجه جامد انا ما شفتش ده طب انا عايز امسك في حته معينه قالها عبد الرحمن او معنى ادق اخر حاجه قالها عبد الرحمن انت ممكن تطلع من فيلم ذا لوبستر وهو مش سايب جواك حاجه انا حقيقي انا كل ما بتفرج عليه بطلع منه متضايق بطلع منه متألم لان اللي بيتقال دوت انا مش قادر ابص عليه زي ما يكون مسرحيه ساخره من حاجه وخلاص لا انا شايف ان هو بيترجم لحاجه يمكن ما اعرفش اجي معاك واكتبها على الورق والقلم بس ما بطلعش منه زي ما كنت فاكر يعني على الهبل ده وخلاص لا انا ما بوصلهاش كده ودي حاجه انا اتعلمتها منك انت ان انا ما اشوفش اي فيلم انه ايه عامل العرض ده وماليش دعوه لا انا عايز فيلم على قد دماغي وخلاص انا اتعلمت ده وبرده كان مها مشتي كان يتكلم فيها فكره انك انت تدور ورا الفيلم تحاول تبص على الموضوع بشكل مختلف تشوف الناس فكرت خصوصا لما يكون فيلم ستايل مش نفس كل الافلام بالظبط بس انا فعلا مش عارف اتكلم معاك الفيلم انا مش عارف اتكلم معاك انا انا حاسس بالغرابه وعارف ان انت ده هدفك بس انا مش عارف اتعامل معاك انا مش عارف افهم هو بس يعني ممكن نقول كلمه انجليزيه توصفه ممكن يبقى فيلم بريتنشس شويه يعني ممكن نقول ان هو يعني بيبدأ يعني شويه يعني فاهم لما حد ممكن حد يقول بريتنشس كده بريتنشس بشكل مش طبيعي انا فده مفهوم شويه بس انا تاني انا يعني انا مثلا انا فاكر مشهد النهايه بتاعه على حد لو فاكره هو كان بيفكر ان هو يعمل نفسه لمجرد ان هو عايز يبقى مع الشخص فدي حاجه اكيد تسيب معايا انا الفيلم نفسه انت كل شويه تديني نقطه فيلم انا شويه هنا لا شويه هنا لا شويه هنا هو عاوز اقول لك اللي انا فهمته ممكن اكون صح ولا غلط لان هو السؤال كله بتاع الفيلم حوالين المشاعر المتضاربه الكتير قوي اللي كلنا بناخدها ويمكن الشباب او حضراتكم يعني تكونوا بتخدوها دلوقتي او مرتبكين فيها اكتر مني كمان موقفي من العلاقه عامل ازاي انا هو مش عاوز يعيش وحيد هو مش عاوز يبقى لوحده بس في نفس الوقت مش عاوز يجبر على حد مش عاوز يحس ان انا لو ما بقتش كده فهتحول حيوان مش المجتمع اللي يحكم عليا باني لازم اكون في علاقه احب اتمرد على ده بس مش لدرجه اني اعيش وحيد انت عارف انا دلوقتي انا قاعد بفكر دلوقتي ان هو فكره يحولوه لحيوان دي غير ان هي فكره سرياليه جدا ما بتفهمش الجهاز ده بيعمل ازاي بس هي الى حد ما هي معناها ان انت مالكش لازمه انت لو ما اتجوزتش ومالكش علاقه وما خدتش انت مالكش لازمه بس هو عموما حته ان انا اتتبع الاحداث دي من اصعب الحاجات اللي ممكن تاخدها مع افلامي وموسيقى في مصر بشكل عام ما عدا ذا فيبرت انا في رايي ذا فيبرت لا الفيبرت حدوته في الاخر انا بحب ذا فيبرت جدا ممكن يكون فيلمي المفضل طيب نأجل الكلام على ذا ميتريكس خلي ذا ميتريكس الماتش اللي بعده ده لو لعب انتوا فاهمين طبعا صح؟ زومبي لاند ممثل الكوميديا في هذه القائمة ممثل الأنارقية في هذه القائمة ممثل التمرد في هذه القائمة أنا مش أنا هتخانق دلوقتي فاهمني فممكن نتكلم بعدين يقابل انترستيلر اوكي بص انا عايز اقول حاجه التوزيع مش فيه لا انا قاعد بفكر بس في حاجه دي قرعه ما فيهاش حاجه ما فيش حاجه غير اكتر من كده لا الفكره في حاجه يعني احنا مثلا زي ما كنا بنتكلم في فيلم معين ايوه بس انا يعني سخريه القدر ان هو معصوم جدا يعني في حاجه كده فاهم في تحدي يعني ما تقعدوش بقى تعملوا الغاز على الناس انت سالب على موضوعي وعلى فكره انا شايف ان الخناقه اللي هتحصل هنا تمام دي هتكون يعني انترستنج اكتر بكتير زوجلاند كان حاجه كويسه ان هي تمثل
الفكره ان ايوه فيلم ديستوبيا ممكن يكون بيضحك. بالنسبه لي فيلم ايديوكراسي كان هو المفروض يكون موجود هنا. حد يعرف فيلم ايديوكراسي؟ ده اللي كان المفروض يكون اللي بيمثل الفيلم الكوميدي اللي موجود في ديستوبيا. لو كان ايديوكراسي اللي موجود كان كسبه انترستيلر، كان ممكن ادافع جدا عن ايديوكراسي قدام انترستيلر، ما عنديش اي مشكله. فوتلو ما عنديش اي مشكله، بس في الخناقه دي لا هكون يعني صادق كده اقول ان اكيد انترستيلر كالبرومبت بتاعنا فيلم بيتكلم عن ديستوبيا احسن. ولكن من دلوقتي اقولها ان انترستيلر مش احسن من ذا ماتريكس، بس هنشوف ده قدام بعد بقى في المستقبل. فانا مش هدافع على زومبي لاند عشان عارف ان ده يعني فايت، انا عارف مش هقدر. مش عايز تقول كلمتين في حق زومبي لاند. زومبي لاند فيلم رائع، والسيكوال اللي نزله بعد تقريبا 10 سنين ولا حاجه كان فيلم رائع برضه، بس مش معرفش عالم جديد، حاجه بيسك جدا زومبيز. مش احسن فيلم زومبي موجود، شون اوف ذا ديد احسن منه بكتير وكوميديا اكتر. وانا قلت ان شون اوف ذا ديد يدخل في القائمه دي. شون اوف ذا ديد مش بوست اي حاجه على الاطلاق. شون اوف ذا ديد ديزاستر. ايوه بس لو هنتكلم عن فيلم زومبي لاند، فيلم زومبي لاند هو فيلم زومبي ولا فيلم ديستوبيان؟ هو فيلم زومبي اكتر. مش ديستوبيا، بوست ابوكاليبتيك. اوكي بوست ابوكاليبتيك وزومبي فيلم برضه، بس في الاساس زومبي فيلم. ايوه ما ينفعش تقول شون اوف ذا ديد بوست ابوكاليبتيك. اوكي بس في نهايه الفيلم احنا بندخل بقى جوه البوست ابوكاليبس. صح، احنا بنعيش الابوكاليبس. يعني الدنيا احسن من الاثنين. انا اتصل بنقطه يعني. اوكي ما ماشي، بس ذا سيم رول ابلاي، يعني نفس القاعده موجوده هنا ان الابوكاليبس احنا بنعيش معاها وندخل بعدها. بس ماشي مش هي دي النقطه. زومبي لاند يعني جيسي ايزنبرج عامل دور الزومبي بتاع لا بقى ده الحدث نفسه مش علشان انا بس يعني انا بس عايز اسال سؤال برضه ليكوا للناس يعني بشكل عام، يعني بغض النظر عن انترستيلر كقيمه وكحب قيمه وقامه اسفين يعني بنغلط في اسياب بس بتكلم، هل شايفين انترستيلر فيلم بوست ابوكاليبس؟ لا 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 العالم انتهى، العالم مفيش قايمة جاي. في ناس موجودين على وجه الكوكب، في علماء عايشين على وجه الكوكب بيتولوا الامور، تاكدوا من ان الامل انتهى خلاص. لا انا مش بتكلم وان ما ينفعش ان انت عايشين على هذه. انا ما بتكلمش في البوينت دي، حتى لو اللي انت بتقوله ده هو الابوكاليبس وانا متفق معاك مفيش مشكله، بس انا بتكلم احنا بنحب انترستيلر او الاليمنت بتاع الابوكاليبس، هل ده سبب حبنا في انترستيلر؟ لا لا بس يعني ولا هو دوت السبب في كتير من الافلام. لا يعني بس الاليمنت نفسه كقوه في القصه، يعني شيلدرن اوف مان مثلا الاليمنت ده مهم، الابوكاليبس جزء من القصه نفسها، وولي الابوكاليبس جزء من القصه نفسها، هو بيرسل جزء من القصه نفسها. انترستيلر دي اكنها سبب خلانا نخش في الهيصه دي، بس مش عنصر، مش يعني مش بتفرج عليه عشان فيلم. عنصر رئيسي جدا جدا جدا، ولكن هو الثقه في الحدود حاجه ثانيه. الحدود حاجه ثانيه خالص. ماشي، فحاسس ان الويت ايوه ده بيقضي على كل حاجه تقريبا. يعني الفيلم الوحيد اللي عدى معانا لغايه دلوقتي اللي ينطبق عليه اللي انت بتقوله هو اسمه بيرس، لانه وولي از لاف ستوري، ذا ماتريكس الى حد ما از لاف ستوري. لا ما انا بقى مش قصدي ان انترستيلر لاف ستوري، انا قصدي ان انترستيلر انترستيلر هو علاقه الاخر الجنس. هو ده لا عادي، انت بتتكلم على فيلم انا بتكلم عليه. هقول لك الفيلم الافلام الساينس فيكشن افضل فيلم في الفضاء بس، فاهم؟ من افلام القبضه السبيس اوديسي، عشان هي العالم مش كاركتر في الفيلم بالظبط. يعني هي هي اللي ابتدات كل ده، بس حجمها في الفيلم اصلا ديفايس. هي سبب من الحرب كلها يا جماعه، هي من غيرها مفيش اي درايفر للاحداث. بس حته صغيره في الاول، في النص احنا خلاص دخلنا في سكه ان احنا عايزين ندور على كوكب ثاني وعايزين نعمل حاجات ثانيه، بس ما بقاش فيها الويت ده. لسه ليها الويت دوت، لان ده الخطر اللي بيواجه البنت وبقيت اسرته اللي عايشين على الارض، اللي في اعضاء في الاسره بيموتوا بسببه. اللي لغايه دلوقتي لسه على الارض عمالين يدوروا، لان في الاخر حصل فاهم. هو داعي الحمل على الارض، والوضع بيزداد تفاقما كل ما بتصور الفيلم تتقدم. صح، انا اسف يا امي، مش قصدي والله. انا مش بقول ان الاليمنتس دي مش موجوده، انا بس بقول انه جزء من الحاجات اللي كانت عجبانه فيه، او جزء من الحاجات اللي ميزته، او الحاجات اللي تحطه في كاتيجوريز مع حاجات شبهه، الحاجات هي علاقه بالفضاء اكتر ما هي علاقه بالكوكب. جميل، بس انا بتكلم عليها. انا قصدي بس ان هتلاقي ده كتير في افلامها. يعني زومبي لاند احنا دلوقتي مع محمود مثلا كان عنده وجهه نظر سليمه جدا، وهو بيساوي ما بينه وبين شون اوف ذا ديد في واقع ان هو زومبي ابوكاليبس، او زومبي اتاك، او زومبي انفستيشن، او زي ما انت عاوز. بس المهم انا شايف ان زومبي لاند ريليفنت اكتر للقايمه، لانه بيستطلع شكل العالم اللي محتاجين نتعايش معاه بعد ما بدا واقع. بالظبط،
واساميهم ان انت جاي من كذا فانت لقيت مش عارف ايه اسامي الناس خلاص كل واحد جايب حته من الحته اللي جايبها من افضل المشاهد الافتتاحيه بالنسبه لي في تاريخ السينما زومبي وقع وفي الجزء الثاني او ليتر في الفيلم اكتشفنا ان اللي احنا افتكرناه زومبي هو برضه ما كانش زومبي ولا حاجه ايفنت في الجزء الثاني اكتشفنا صح؟ يا زومبي لاند مشدود على قالب رائع جدا بتاع القوانين واللي من العبقريه اللي هم سابوا الجزء الثاني ده جيسي ايزنبرج يتهيألي ملوش في تاريخه كله غير فيلمين دوت وزوستشن نتورك بس الباقي كله عكف عك بما بما فيهم اللي هو عمله دي سي والاكسكلوتر والكلام اللي اتخانقتوا معايا عليه دوت ودي هارلسون عبقري في الفيلم دوت ويعني بشكر زومبي لاند على انه اعاد اكتشافه دي هارلسون بعد ما كان قرب يتنسي كان بيتزقف ادوار ثالثه ورابعه وخمسه وبتاع وبعدين رجع على الصف بسبب زومبي لاند مشهد بتاع بيل موري في زومبي لاند عبقريه ما بعدها عبقريه ولا في له هذه ريجريتس كافي تعرف اصلا ان هو قال لك اشتغل مع مش عارف عامل فوتوغرافي ليه؟ عارفين بيل ماري اشتغل في فوتوغرافي ليه؟ مش عارف عشان ده الاسم بتاعه كوين كان فاكرهم كوين براذرز المخرج كان اسمه حاجه كوين فكان حد من كوين براذرز فلبس فوتوغرافي معلومه يعني ده عامل زي لما الاهلي جاب قافي ليه كده على اساس ان هو اورايت طيب في الماتش ده تعالوا نختصر ما طلع انت ستيبر عشان شكلك احنا هنا هنطول هتعوضنا 7 18 كده حلو الكلام ننتقل انا عايز انا حسيت ان احنا طولنا في اول ماتشين لا مش قصدي في الوقت عادي طول خدنا انا شايف ان الخناقات قدام هتكون عايزه تطول على هو في فايتات انا شايفها سهله فخلينا نجيت اوفر انا معاك واحده واحده عشان نطول بقى براحتنا الايمه ديت معاك حق تماما مش زي اوائل تانية كده بناخد وقتنا خالص في دور 16 لان ده هيمشي بسرعه المره دي لا شكل دور 8 هيكون طيب A Quiet Place و Blade Runner 2049 وزي ما احنا عارفين Blade Runner 2049 من افلام محمد طارق المفضلة ويمكن انت بجالكش فرصة تتكلم عنه كفاية في دور 16 ما اتكلمتش عليه اتكلمت معاك مرة في حلقة زمان خالص كانت خمس افلام كده رشحتها بس انا Blade Runner 2049 من افلامي المفضلة فعلا وفاكر لما شفته اول مرة فاكر قعدت فترة كده عمال افتكر فيه وحد للاسف انا مش فاكر مين بس وقت ما كنت بعمل الريفيوز يعني حد كان بعت لي بوستر للفيلم قال لي اختار بوستر كده كنت عايز ابعته لك هدايا فانا اخترت بليد رانر ومش فاكر ليه اخترته بشكل خاص يعني غير ان انا البوستر كان عاجبني بس انا فاكر ان الفيلم ساب عندي انطباع كويس الفيلم ده لما اتفرجت عليه كذا مرة انا عمري ما زهقت منه عمري ما زهقت منه وعارف ان في ناس كتير عندها مشاكل معاه وبالنسبه لهم ممل وكل الكلام ده انا بالنسبه لي بليد رانر ممكن يكون افضل فيلم ساينس فيكشن في اخر 15 سنه افضل فيلم داني فالنو ممكن هو نفسه يقول لك هو مش افلامي المفضله انا بالنسبه لي هو من افلامي المفضله بس عشان دوني عنده افلام قويه تانية جدا زي مثلا ارايفل فيلم مهم جدا وفيلم قوي جدا بس بليد رانر انا بس يعني لو تسمحوا لي اتكلم في عجاله سريعه عن الموضوع بليد رانر كان عنده تحديات صعبه جدا لان بليد رانر ده سيكول جاي بعد فيلم في الثمانينات بتاع هاريسون فورد وبليد رانر القديم ممكن ما عندوش شعبيه رهيبه مثلا في الوطن العربي او في مصر او كده بس الفيلم ده من الافلام اللي شكلت الجونرا دي بشكل عام اللي هو الستيم بونك فيوتشر انت عارف الخناقه بتاع ده بليد رانر الاصلي اللي هي ايه انه اول حاجه اتعرضت منه ما كانتش الدايركتور كات والناس انا عارف ان في كاتس كتيره جدا والناس مش فاهمه ايه الكاتس بتاعت اي حاجه بليد رانر 2049 كان عنده التشالنج ان هو جاي بعد فيلم عنده كالت فولوينج تقيله جدا ورهيبه جدا وفيلم يعني ايكونيك وحد قال هيعمل سيكوال لي وانا من وجهه نظري انا بحب السيكوال اكتر من الجزء الاولاني لانه خد كل حاجه حلوه في الجزء الاول وبنى عليها خلاها بشكل اعمق وخلاها بشكل يعني دخل في قصص فرعيه كتير خلت الفيلم الاولاني ميك سنس وخلت الجزء ده يبقى جزء سوليد في حد ذاته ناس كتير بيقولوا لي ممكن اشوف 2049 على طول ولا اشوف الاولاني الاول عادي. ممكن اقول ان انا عن نفسي انا شفت الجزء ده قبل ما اشوف الاولاني بس كنت عارف الاولاني بس ما اتفرجتش عليه كده وحاسس ان انت ممكن تتفرج على بليد رانر 2049 من غير ما تشوف الاولاني ممكن تقرا بس شويه حاجات كده بس تبقى فاهم العالم بس يعني طبعا يفضل انت تتفرج عليه بس الفيلم في حد ذاته فيلم سوليد ماسك نفسه
الفكره ان هو في عالم، العالم ده في المستقبل. طب ممكن قبل ما تكمل اختلف معاك جمله وتفصيلا، ما ينفعش تشوف 2049 من غير ما تشوف الفيلم الاولاني، والا مش حتى مش عمرك ما هتقدر هول الاكتشاف اللي بيحصل في بداية 2049 من قبل ما تعرف هو جاي منين، ايه الفكرة؟ مفهوم، بس قصدي عشان نتكلم بشكل مباشر، فكرة ان في بيبي، ان في بيبي بالظبط، مش هتفهم هول هذا الاكتشاف من غير ما تبقى شايف الاولاني. بس يعني هيشرحوا لك شوية في الفيلم ان دي اهميتها في ايه، هيبقى ليها امباكت مختلف طبعا لو انت حضرت تبقى اللي فات، تبقى بتخسر كتير قوي قوي يعني. بس يعني انا زي ما قلت لك، انا كده كده عارف الجزء الاولاني بس ما كنتش شفت الجزء الثاني، ولكن اقدر اقول بس ان هو عشان يعني نلخصه بشكل عام، في المستقبل في ريبليكاز دول زي بيسموهم ايه، هيومانويدز او روبوتس شكلهم واقعي شويه شبه البشر، في شركه بتعملهم علشان يساعدوا الناس في كولونيز ومستعمرات في كواكب تانية، وبيعملوا حاجات وكده. الفكره ان هم عمرهم الافتراضي بيبقى صغير شويه وبيبقوا مختلفين، كل شويه بيبقى في مودلز اجدد شويه، ففي ناس اسمهم بليد رونرز، الناس دول بيقتلوا المودلز القديمه، بيتراكوا يعني المودلز دي، بيتتبعوهم وبيموتوهم عشان يخلصوا منهم وكده. فالفكره ان احنا بنبتدي مع كي اللي هو راين جوسلينج ونمشي معاه في القصه دي، وبنكتشف ان هو ممكن يكون هو الميركل تشايلد، الطفل المعجزه اللي هو اول طفل يتولد من ريبليكا. الفيلم فيه بعد وجودي بشكل عام، وفي اسئله اللي هو ايه اللي يخلينا بشر كبشر، ايه الفرق ما بيننا وما بين اللي مش عارف ايه، حاجات كده كتير. وفي جزء برضو لي حاجة في شخصية كي نفسها، ان هو حد عاش حياته كلها مقتنع ان هو ولا حاجة، لحد ما في حاجة ابتدت تحسسه بأمل انه ممكن يكون everything is about him. انا 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 عشت طول حياتي حاسس ان انا ممكن يبقى ليا قيمة اكبر من كده، فجأة الحاجة دي ابتدت تتأكد قدامي. وحتى انا دي ارمس جوي كانت بتقول عليه جو، وجو ده ممكن يبقى افريج جو اصلا فور شادنج، فاهم اللي هو انت واحد عادي بس انا هميزك بشكل عام. عندنا شخصيه زي الفيلن كان اسمه جاريد لاتو، جاريد لاتو بس كان كان اسمه والاس، عنده جود كومبلكس، متلازمه الاله، شايف نفسه ان هو بيهب الحياه للحاجات، وشايف نفسه انا اعتقد ان جاريد لاتو مصدق كده في نفسه فعلا. دي حقيقه، ده هو كده بجد خنقني. اعتقد يعني انا بس عشان عندي حاجات كتير، فانا مش مرتب كلام اعرف اتكلم عليه بشكل متصل. ما قلناكش انك جاي حلقه تتكلم في الفيلم. ما حسيتش ان انا هيبقى عندي الفرصه دي ان انا اتكلم عليه كتير كده. بس انا لو هتكلم على النهايه بشكل عام، يعني اكتر حاجه سابت عندي انطباع كانت النهايه، لانه انت كنت مصدق شويه زيه، يعني انت بقيت في البرسبكتيف بتاعه، انت شايف ان ممكن فعلا هو يكون الطفل ده وهو الحاجه دي، ولكن تكتشف في الاخر ان الميموري اللي عنده دي موجوده عند كل الناس او عند كل الريبليكاز التانيين، وهي معموله علشان الناس تحس ان القضيه دي بتاعتهم زي ما هي قضيه كل حد فيهم. شايف ان ده احسن دور لراين جوسلينج؟ جدلا هو انا درايف، يمكن درايف. هو انا بس انا عايز اقول ذا نايس جايز، ذا نايس جايز از كول. بس انا لو هروح لي اما يا درايف يا اما دوت، وزي ما قلت في الريفيو الاخرانيه بصراحه الراجل ده خسرته في العبط بقى يعني. لا هو ممثل رهيب، وبرده فكره ان هو راين جوسلينج اختياراته في الافلام ان هو يطلع بره حته ان هو الهانسم مش عارف مين وبتاع، ان هو يعمل افلام جد شويه، يعمل حاجات ما تبقاش معتمده على شكله زي فيلم درايف وكده. كان اعتقد كان اسمهم فاندم، كانوا بيقولوا وايد وي لاف راين جوسلينج، كانوا عاملين فيديو كده كان بيقول لك ان هو راين جوسلينج معروف بشكله كده، درايف اول شوت ليه من ظهره، اول شوت ليه في بليد رانر اوت اوف فوكس على ايده، وشه باين اللي هو احنا مش مهم سيبك منه دلوقتي، هنركز فيه ككاركتر يعني. بس انا بليد رانر 2049 الفكره اللي حصل في الاخر ان انت كنت موهوم زيك زيه، ان في حاجه هتحصل، وانه اخيرا لايف بتميك سنس، والحياه ليها معنى، وهنوصل لحاجه، اكتشفت ان كل ده فيك، كل ده ولا حاجه. وعجبني جدا رد فعل راين جوسلينج وقتها، يعني عجبني ان هو ما كانش عنده مشهد بيعبر حتى عن اللي جواه، هو فضل ساكت وفضل مصدوم، وفضلت للاخر خالص عايز تعرف برضو ايه اللي بيدور جواه. انا من وجهه نظري حسيت ان هو وصل لمرحله اللي هو انا عارف ان انا مش البطل بتاع القصه دي،
بس انا هاكت على ان انا اكني البطل بتاع القصه دي. انا مصدق انه هاريسون فورد ده ابويا، او مصدق انه انا الميريكل تشايلد جوايا، بس في نفس الوقت انا برضو متفهم ان انا جزء من القصه. انا اتس نوت اباوت مي. ففي الاخر خالص لو فاكر لما قال له واي هو ام اي تو يو، راح باصص له كده قال له جو ميت يور دوتر. فهو بيعامله بالطريقه اللي هو فاكرها بيها. اظن انت تحب بليد رانر شويه. ما بحبوش. ايه اللي خلاك تتوقع حاجه زي كده؟ طول في الكلام شويه. المهم انا عايز اعرف بقى وجهه نظرك عن اكوايت بليس عامه، يعني اديني ربع الريفيو ده. احنا ربع الريفيو. انت دي اسهل حلقه ممكن تكون شاركت فيها في الدنيا. ليه؟ عشان ما تتكلمش خالص. لا عشان انا عارف ان دلوقتي مش الكلام، فما دام انتوا قاعدين تتكلموا انا ما عنديش حاجه اقولها هنا، لان طيب بكل بساطه بليد رانر هو اللي هي. ده بيلعب علينا كريستيانو رونالدو يا جماعه، مش هيلعب النص الاولاني بتاع الموسم، هو ملوش دعوه. لا اصل بجد يعني في حاجات باينه في التوزيع، هي جت كده في حاجات باينه بيسك، يعني مش عايز لها تفكير. مهدي بيعمل قبضه. بعدين هتبقى عيب جدا. لا هتبقى عيب جدا ان انت بعد ما اتكلمت نص ساعه عن بليد رانر احنا الاثنين نمايين. طب عايز اقول لك على حاجه، فاهم يعني لوحدها عيب. نبقى عملنا فيك نهايه بليد رانر بالظبط. لا في الاخر فتح السمكه ما لقاش الخيط. لا بس انا عايز اقول حاجه، هو بس الناس مش عارفه برضو الهيستوري بتاعي في اللعبه دي، ان انا بكتب افلام واختار افلام تانية في الاخر، ومهدي كرهني في الموضوع ده وشكله مش هيجيبني معاه في حلقات تانية. يعني عملتها مرتين ومش خسرت نفسي، بس خسرته معايا عشان كنا كاتبين نفس الفيلم. ف طيب تعرف انك حرقت حلقه لسه ما اتزهقتش دلوقتي وانت مش واخد بالك؟ لا ما حرقتهاش. مين قال كده؟ جدد. اوكي انا لازم انشر الثانيه قبل، مش عارف اعمل ايه دلوقتي. ماشي معلم. اوكي فالفكره في اكوايت بليس، عشان برضو اكون فير عليه، هو برضو لو احنا بنتكلم على عالم بوست ابوكاليبتيك معمول فيه قواعد معينه بشكل معين، هو عامل ده عامل الواجب اللي عليه وزياده. عالم الصوت فيه هيموتك، انت بتشوف الناس بتتعامل ازاي، الناس ماشيه حافيه حاطه رمل في الشارع، محدش بيتكلموا بساين لانجويج. ومن رايي اكوايت بليس برضو المشهد الافتتاحي بتاعه مشهد عبقري. مشهد عبقري طبعا. وبرضو هو يعني مش عايز اقول ان هو بيرفكت، هقول لكم ليه هو مش بيرفكت، بس فكره ان هو من الاول خالص انت قررت تموت طفل في اول مشهد، معناها ان احنا نور توكينج، عارف احنا ما بنهزرش، احنا داخلين فيلم جد. مشكلتي الوحيده في المشهد الصغير ده انه بين الوحش بحته صغيره كده في الاخر، يعني كان نفسي الولد ده لما يموت يتاخد بشادو كده ما يبانش شكل الحاجه دي، كان حاسس ان هي ممكن تضيف اليمنت شويه، يعني في شويه ميستري شويه، انت عمال تتخيل الناس دي شكلها عامل ازاي والحاجات دي شكلها عامل ازاي، او لو يظهروا متاخر شويه ما يظهروش في الاول. دي كانت وجهه نظري، يعني انت كنت شايف حاجات في الزرع وشايف حاجات ماشيه، فما كنتش عايز اشوف الالين ده يعني بشكل عام. انتوا برضو دلوقتي بتحكموا الفيلم على اللي انتوا عاوزينه مش اللي هو تاني. عاوزه. ما هو الفكره ان الفيلم اصلا ما كانش رايح لحته هورر، ما كانش رايح للسكه دي، كان عايز يروح ان هو يبقى ثريلر، وهو ثريلر. الريفيل بتاع الوحش بالنسبه له مش همه الاساسي، مش ده الموضوع، بس كان هيبقى مش زي ابن نايت شاملان لما بيعمل يعني. لا انا ما عنديش مشكله، انا ما كانش عندي مشكله لو وراه من نص الفيلم، انا كان عندي مشكله ان هو وراه في اول مشهد في الفيلم. فهم. يعني بس اول مشهد ما تورينيش حاجه، بعد كده عايز توريه وريني. عايز اقول بس ان هو جون كرازينسكي ده اول ده دايركتنج ديبيو بتاعه، وكان مفاجاه، وكان برضو فيلم مكتوب كويس، وكان مسروق، وعمل منه بقى حاجات. مسروق من ايه؟ فيلم قصير هتلاقيه موجود على اليوتيوب، بس تايب اكوايت بليس اوريجينال هتلاقوا الاوريدي. ما علينا، قصه ثانيه اليوم ثاني، قصه ثانيه اليوم ثاني، مش مقتبس، مش منقول، مش معمار. اي مين منحوت؟ لا 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 ما اشتراش ولا اي حاجه، والراجل بعدين طلع واتكلم، بس بجد والله انذر ستوري فور انذر داي. جيم كرانزيسكي يا جماعه مش كويس، هو هو مش بس سرق ده، هو سرق بام في ذا اوفيس، خليكم فاكرين. سرق اكوايت بليس، سرق ايميلي بلانت من المجتمع. بس انا حاسس برضو لو احنا بنتكلم على بوست ابوكاليبس، العالم ده عالم كويس جدا، والعالم حتى في اكوايت بليس بارت 2 برضو كان فيلم كويس جدا. يعني وكمان اكسباندد اكتر على العالم ده، وتشوف بقى انه ناس زيهم كتير في كذا حته عامله ازاي. وفي نفس الوقت برضو هي قصه مش عن العالم ده، هي قصه عن عيله، العيله دي حصلت فيها تراجيدي، وازاي العيله دي بتتفاعل مع بعض، او ازاي بيتعاملوا من كده. البنت عندها جلت ان هي قصرت في حق اخوها، والاب بيحب بنته، وفي نفس الوقت هي فاكره ان هو مش هيسامحها، وفي تنشن بشكل عام، وفي واحده حامل بتحاول تولد في عالم ما ينفعش تصوت فيه. مشهد خرافي. فانا حاسس انه الكور بتاع القصه نفسها هو اللي مخلي كوايت بليس مميز. يعني حد عايز يقول حاجه؟ لا انا فوت الاول عشان ما نتاثرش انا اتكلمت على بليد رانر. انت جهز الفوت على طول، روح لبليد رانر دايركتلي. اوكي
طب بليد رانر مين مين بلي مين مين بليد رانر يعني. هو مين ايه احنا مش عارفين الالوان الاخضر الاخضر اخضر بليد رانر. طب بس والله يعني كويت اكوايت بليس واخد تمثيل مش بطال يعني ما اكوايت بليس بالنسبه لي فيلم ما فيهوش مشاكل كبيره. بليد رانر ممكن يكون بسبب المخاطرات الشديده اللي عملها على عدد كبير من الاصعده مش كلهم لاندو في شويه حاجات مست. انا ما حبيتش جارد ليتو في الفيلم اطلاقا. انت ما حبيتش هاريسون فورد حسيت انه وما حبيتش هاريسون فورد حسيت انه اكبر سنا من الفيلم وكان لازم يتعمل فيه حاجه ما عشان يكون مقنع اكتر في البتاع دوت. بس زي ما بنقول بليد رانر بياخد مخاطرات كتير حاجات بتقلش وحاجات بتقلب مكافئات عظيمه قوي. بليد رانر في رايي الشخصي الفايت اللي ما بينه وما بين ذا بيست وان او اللي كانت بتقول ديت في البحر او في الشور او في الواتيفر اسمها لاف اسمها لاف باين مش عارف ده ايبك ده مشهد اكشن من اعظم ما يمكن رغم ان هو على مستوى التنفيذ او على مستوى التعقيدات بتاعه الستانتس او الواتيفر ما فيهوش حاجه قوي يعني سممت فيه. وانا بس انا عايز اقول حاجه على بليد رانر. انا كنت بتكلم مع واحد صاحبي قبل كده وكان بيقول لي اتكلمتش عنه كفايه فعلا حاسس حاجه بس نسيت اقولها. بليد رانر ممكن يكون يعني ذا موست اكسبنسيف ارت فيلم ايفر ميد. اوكي ماشي ممكن لحد ديون ما نزل يعني يعني لو اعتبرنا ديون ارت فيلم اعتبره فيلم من اصلا بس حاسس انه بليد رانر كشكل يعني قيمه بليد رانر انه فيلم على سكيل كبير جدا بفلوس كتيره جدا ببادجت كبيره جدا وفي كادرات وفي سيت ديزاين وفي سينماتوجرافي مش موجوده في الافلام دي اصلا مش بالشكل ده. فحاسس ان هي برضو يعني ما فيش افلام زي كده كتير. الله يا طارق هين عليا طلعه عشان ما تتكلمش عليه تاني. موفينج اون عشان الوقت يا جماعه. يلا بليد رانر للدور التالي عشان يقابل الفايز من ذا رود وماينوريتي ريبورت. انا هسكت شويه لان انا اتكلمت كتير. ذا رود كئيب فوق الوصف. انا حاسس انت محتاج تتكلم على ذا رود شويه. انا حاسس لان ذا رود على فكره كان منك انت وانت انا احبطت قوي واحنا بنتكلم في الاول ساعه لما طلع ذا رود ان مفيش حد وقف جنبه مفيش حد له علاقه بذا رود خالص. ايوه كئيب كئيب شكله مش طبيعي. هو ده العظمه بتاعته. هو كئيب جدا يعني بس اتكلم عليه. انا بحب ذا رود قوي 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 بسبب حاجتين. اولا البرفورمانس بتاعت الاب والابن بتاعت فيجو مورتنسون وكودي سميث ماكفي والولد الصغير دوت لما كبر عمل النايت كرولر في اكس من اللي كان أبوكليبس. اصغر سنا ابوكليبس في اكس من ابوكليبس ابوكليبس صح مش هيحس لو عمل في دو في واحد في جزء افضل من كده شويه بس لا 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 في ابوكليبس هو اول زوج الديناميك اللي ما بينهم كان عظيم جدا. فيجو مورتنسون ده على فكره من الممثلين الرائعين اللي ما بياخدوش حقهم اطلاقا وهو راجل عظيم يعني متعدد اللغات بيتكلم لغات كتير جدا جابت سبع لغات مثلا بيتكلم سبع لغات مثلا اوكي وذا رود فيلم بينتمي للقائمه بشكل كامل. هو فيلم بوست ابوكاليبتيك بكل تاكيد. فكره الديستوبيا من عدمه على المستوى الحكومي او التنظيمي او القيادي مش موضوع على الاطلاق. الموضوع بتاعنا موضوع اجتماعي بشكل مباشر. بنشوف الدنيا بقت شكلها عامل ازاي المجتمع بقى شكله عامل ازاي ممكن يقرب جدا من كونه قصه اشباح او جوست ستوري لان في اغلب الوقت التهديد اللي انت خايف منه واللي مقلقك جدا طبعا بتقابله في بعض الاحيان بس هو وقع ان هو محدق او محلق حواليك هو اكتر حاجه بتشعر المشاهد بالقلق او بالالم. كل دوت على عيني وعلى راسي. الاعظم بالنسبه لي على الاطلاق هو انه اكتر فيلم شاعري موجود في القائمه دي كلها. ولما بقول شاعري مش قصدي رومانسي ولما بقول شاعري مش قصدي هادي ولا بتاع. شاعري في كيفيه التعبير بالجمل بالسكريبت بتاعه عن شعور الشخصيات وعن تاملهم في اللي بيحصل. البطل الفيلم وانا قلت مش عايز اصدعكم بقى بالموضوع ده كتير عنده 3 او 4 مرات تعبيرات عن الحب. الفيلم دوت فيه عدد كبير من الشخصيات مش كبير يعني عدد متنوع من الشخصيات عبرت عن حبها لشخصيات تانية بجمل من ابسط ما يمكن ومن الاكثر تاثيرا. يعني انا مؤخرا يا جماعه ممكن تعدي عليا 3 4 سنين افلام سينما بديهم 8 من 10 و9 من 10 وما طلعش منهم بولا كلمه فاكرها بعد الفيلم ب 10 دقائق. حتى بحب قوي جيرمي جونز في حاجه بيعبر بيها عن تقييمه بيقول لك والنوت تي ماينس ما اعرفش وده تعبير مهم قوي. هو الفيلم دوت بعد ما يخلص ب 10 دقائق بنص ساعه بيوم بواتيفر هتفضل فاكر منه ايه. ذا رود دوت انا طالع من غير المشاهده الثانيه فاكر منه 7 8 جمل يعني صدعت الناس بيوم كتير قوي ولكن في واحده من اجمل ما يمكن في نهايته الام اللي هي بتتولى رعايه الولد بعد ما ابوه بيموت فبتقوله دلوقتي وانت معايا اي كان ستوب وورينج اباوت يو يعني انت بسيطه موت ما فيهاش تعقيدات ما فيهاش اي حاجه في الدنيا بس تعبير الحب او الرعايه هو ان انا كنت متالمه وانا قلقان عليك
دلوقتي بعد ما بقيت معايا وانا على فكره ما عنديش اي ضمان لاني هحافظ على سلامتك، بس على الاقل ممكن اتوقف عن اني اقلع عليك. الفيلم مليان حاجات من دي، لو اتفرجتوا عليه من اول مره ما لاحظتوش الحاجات دي خساره، اتفرجوا عليه تاني ادوله فرصته. طبعا مؤلم وسوداوي وصعب جدا وطويل طويل يعني، بس انا عايز اقول حاجه فيه مليان احداث برضه يعني مليان فصول. عايز اقول حاجه فيه برضه ان هو مفيش سبب واضح للابوكاليبس ده ومفيش خلفيه ورا، هي خلفيه ورا مفيش يعني، هو مفيش ناس مالهاش اسامي. وحابب وبرضه بحب الكود بتاعت if I were God I would have made the word exactly the word the same and not so different and so I have you. Yes. So I have you. وده ممكن تبقى كود مهمة جدا لو حد عايز يقرا فاتحة او عايز يخطب، بتبقى كابشن لطيف هتتبسطه يعني لما يدي لك الميكروفون يحطه لك. انا عندي سؤال تاني ليك يعني دارود، اوكي انا عارف مشاعرك تجاه فيلم دارود، هل ما بس انا ما كتبتوش عشان ما كانوش مش هيسندوني، فما هل ما ينوتي ريبورت بوست ابوكاليبس ديستوبيان ماينوريتي ريبورت اكتر، بس على اخر الفيلم الديستوبيا بتخلص يعني، مش وهي مش ديستوبيا بقى لها فتره طويله ما بقالهاش فتره طويله، بس هو وصل معاك لواقع معين بسبب الاختراع بتاعنا، ومن الذكاء انك تتامل شويه في تاثير الاختراع بتاعنا بتاع الناس اللي بتشوف الجرائم او بتتنبأ بالمستقبل او الكلام ده، عن ان ده فصل العالم لجزئين، جزء يوتوبيان وجزء ديستوبيان. جزء خلاص وصل للمدينه الفاضله بكل تفاصيلها، مفيش جرائم هتحصل محدش هيموت، مفيش حاجه هتحصل، ومن ان انت تتصور ان الدنيا بعد ما ده يحصل بقت جنه، هي ما بقتش جنه ولا حاجه، هو تحت الارض تحت الموضوع دوت لسه في احجار الفيران بيتحدوا ده وبيطمعوا في التكنولوجي بتاعته ورغم كل ده الفيلم ما بيكتفيش بالتامل في الموضوع ده. ماينوريتي ريبورت من عبقريته ان احنا زي ما قلنا في افلام كتير من هنا حدوتتها الحقيقيه ايه، سيرفايفل ستوري، رومانتك ستوري، رومانتك ستوري، علاقه اب ببنته، كلام زي ده. ماينوريتي ريبورت هي رحله بحث اب عن ابنه رغم كل التفاصيل الجميله اللي احنا قايلينها والاختراع جماعه الكونسبت بتاع التاتش سكرينز كله على بعضه اول ما شفناه في الدنيا شفناه في ماينوريتي ريبورت. الفكره بتاعت الهولوجرامز والحاجات احنا كنا دي اول مره في على الاطلاق نشوف الكلام دوت ككونسبت كحاجه ممكن نتخيلها اصلا. 2002 يعني. برضو يا قديم بس حابب اقول حاجه فيز. هو ماينوريتي ريبورت وبليد رانر الكومن بينهم ان هم فيليب كي ديك اللي كتبه. فيليب كي ديك من اكتر الناس اللي كتبت. فيليب كي ديك كتب ماينوريتي ريبورت وكتب بليد رانر وكتب ادجستمنت بيورو وكتب سكانر داركلي وكتب توتال ريكول وكتب حاجات، والراجل ده مات سنه 82. هو مات قبل ما بليد رانر يتعمل اصلا. وكلها كانت قصص قصيره ساينس فيكشن كده بتنزل في حاجات يعني. والكتاب اصلا بليد رانر بيزد على كتاب اسمه ذا اندرويدز دريم اوف الكتريك شيب، في ابعاد اكتر بكتير من بليد رانر يعني. بليد رانر مش هو الكتاب بالظبط، هو واخد اليمنت معين يعني، مش مركز في كل التفاصيل، بس عشان تفهمه بس. فيليب كي ديك برضو وانت بتتكلم على اوجه التشابه في قواسم مشتركه ما بين الفيلمين دول، ان هم في القالب الكبير زي ما قلنا علاقه اب بابنه، بس طبعا دارود اقوى بكتير. دارود اقوى يعني. الناحيه الثانيه هو تالم فقدان الابن اكتر منه اي حاجه ثانيه. ماينوريتي ريبورت از مور موفي والسواد سواد في ماينوريتي ريبورت. طبعا ماينوريتي ريبورت مشهد الحقيقه، مشهد اللي كاري موليجن بتقول له فيه اللي حصل فعلا. ده انا لما بخبر في ماينوريتي ريبورت في التلفزيون قبل المشهد دوت بدقيقتين او حاجه لازم اقلب القناه، انا ما اقدرش اعيشه تاني يعني. هو حتى ابنه لما ضاع منه في البسين انا بتوتر يعني، انا بتوتر فعلا. مش هنرجع تاني للقضيه، بس دايما نفتكر ان لغايه من حبه قليله كانوا بيقولوا على توم كروز ما بيعرفش يمثل. طيب طلعوه، عايزين تطلعوا الداخليه طلعوه يعني. هي بس يعني لا انا يعني لسه طالع معانا من الصدمه بتاعت دارود صراحه، ان انا لسه متفرج عليه يا الله كئيب. والفيلم صراحه مش ماي كاب اوف تي يعني، مش نوعيه الافلام اللي انا هروح اتفرج عليها بمزاجي خالص. انا اتفرجت عليه بشكل محطوط في الليسته، وبالنسبه لي حسيت ان الفيلم طول حبتين، حسيت الجزء الشعيري اللي انت قلت فيه، بس ده من نوعيه الافلام اللي هو لازم يهيت يو في الوقت الصح في المكان الصح، لان برضو انا بعتبره ان هو شويه عليا انا من وجهه نظري هوم ورك ان انا اتفرجت عليه، كان طويل شويه بالنسبه لي، بس فاهم الديبر مينينج عامه اللي موجود وراه، وفكره ان الابوكاليبس الموجوده في العالم ده مش مين كاركتر، هي قصه اب وابنه. بس بالنسبه لي ماينوريتي ريبورت از مور موفي يعني، في حاجات اكتر اقدر استمتع بيها، اميل ليه اكتر، اتفرجت عليه في وقت عنده
بس هو بالنسبه لي اصلا يعني ذا رود ما استمتعتش بيه كفيلم، بس هو ابوكاليبتيك اكتر للبرومبت بتاعنا. ماينوريتي ريبورت افضله اكتر، ولكن انا مش شايف ان هو ينفع للبرومبت بتاعنا، فهو ده الكونفليكت اللي انا فيه دلوقتي. انا بس عايز ادي ذا رود برضو حته يعني كريديت زياده لو ممكن اقول. انا حاسس ان هو ذا رود من اسباب ان احنا عندنا لعبه مثلا زي ذا لاست اوف اس، اكيد اكيد كان ليها تاثير. او ذا رود اصلا متاخد عن روايه، فيمكن الروايه انا عارف بس انا قصدي انه فكره انه في ابوكل او عايز تروح من بوينت لبوينت او بتدور على حاجه وعلاقه اب بابنه او كده، انا حاسس ان هو ده كده وشبه الى حد ما لوجن شويه يعني جونرا، فاهم يعني جونرا كامله. هو لوجن كان بينتمي في القائمه دي الى حد بس يعني هو ابوكليبس للميوتنتس يعني بشكل او باخر. تصويت انا تصويتي انا ممكن اقول ان انا يعني انا بحب ماينوريتي ريبورت جدا، بس في الليست دي ذا رود قال لي انا هيكمل طبعا. انا ما حدش يتوقع. انا عايز اموف اون للي بعده. انا فانا ضد ذا رود، هو فيلمي المفضل ما بين الاثنين، وفخور بان هو عدى دور ال16 بصراحه، بالنسبه لي مفاجاه يعني. لا هو حقه يعني يتسفلت ما يتسفلتش. ممكن اعرف تصويت هنا كان ايه؟ ذا رود وماينوريتي ريبورت. الناس يعني الناس في الاول ما فيش ما ده ما رنوش مع ذا رود. هو مين الاحمر؟ ماينوريتي ريبورت. اوكي في برضه ضرود شويه. لا في ضرود. خد انت الليد في اللي جاي ده بقى بليز. يلا لو في حد هيتكلم عن بلانيت اوف ذا ايبس يا جماعه، يا ترى مين في الثلاثه؟ مين مين؟ مش فاهم والله. خلاص انت برضه قاعد نفس الموضوع. اوكي اصل انا كل ليست لازم يبقى فيها بلانيت اوف ذا ايبس. والله للثانيه افتكرت انك ممكن تكون متلمح عليا عشان هو انتاج 68 على اساس ممكن اكون شفته في السينما مثلا ولا حاجه. ما احنا مش احنا هحرق تاني. لا خلاص هحرق تاني. لا بس ده من اللي في لا 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 مش اللي نزلت. اوكي احنا اتكلمنا فيها خلاص. اوكي تيك ذا ليد. انا مش شايف ان دي هتكون ايزي فايت. هاويفر اتس نوت ماي فايت. انا ما عنديش بلانيت اوف ذا ايب. انا هحبه عشان هو ايكونيك، عشان هو بدا حاجات كتير. بالنسبه لي بلانيت اوف ذا ايب ممكن يتحط في نفس الخانه بتاعه 2001 سبيس اوديسي، اللي هو فيلم نزل عمل شيء مهم. ايوه بعدين بالسيكوالز والحاجات الثانيه اللي اتعملت قدام ممكن يكون قلل من القيمه بتاعته، ممكن يكون رفعها على حسب الشخص اللي اتفرج على اني فيلم في الوقت ده. بس انا مقدر ان هو ايكونيك للدرجه دي، مقدر المشهد الايقوني على الشور بتاع البحر، مقدر كل الحاجات دي. 28 دايز ليتر كيليان ميرفي ظهور اول ليه؟ انا فاكر الفيلم ده كان ليه كذا في كذا قصه طلعت عنه في الوقت اللي هو اتصور فيه. اتصور يعني كان بيصوروه زي ما احنا ممكن نصور فيديو يوتيوب. اللي هو يطلع بسرعه في الكاميرا يسرق كام اول لما الشارع يفضى يطلع ياخد الشوت بتاعه. فانا ممكن اتعلق اكتر بالستوري بالعمل الفيلم ده اكتر من الفيلم ذات نفسه. فيلم ليه دعوه بالديستوبيا او بوست ابوكاليبتيك. بس انت في برضه سنس لفيلم رود تريب بس برضو. انت ما بتحاولش بس تجيب انهي فيلم هو الانسب للقائمه بتاعتنا. تفضيلك عامل مهم. إيه لا هو كده انا برضه انا هدفي من هنا ان احنا نموف اون عشان عارف ان في خناقات جايه حلوه قدام، فاهمني؟ بس لا انا مش يعني مش هعرف استفيد واتكلم كتير في واحد من دول، لان بجد عقلي مش ميد اب. انا بحب 28 دايز ليتر، بحبه لاسباب. بلانيت اوف ذا ايبس ايقوني لاسباب، وشايف ان هو المفروض يكون موجود في النقاش ده قدام. فانا لا انا 50-50. ارغي يعني يا با. اصلا مش هسكت. ارغي بالعقل. ماشي. لا انا بلانيت اوف ذا ايبس انا يعني برضو انا لو سالتني يعني حاسس ان انا محتار شويه ما بين ان انا ممكن كنت حطيت دون اوف بلانيت اوف ذا ايبس برضو. ممكن كان ريسنت شويه وكان برضو في حته بتاعه بلانيت اوف ذا ايبس بتاع كوبا بالظبط، لان كوبا انا كنت عايز احطه في ليست تانية بس انت هتنبسط قوي بكينجدوم اوف ذا بلانيت اوف ذا ايبس. اتفرج شفته النهارده على فكره. حد شافه؟ اوكي عايز اروح. اقرب واحد لدون اوف ذا بلانيت اوف ذا ايبس صح؟ اصل انا دون اوف ذا بلانيت اوف ذا ايبس هو احسن واحد في التلات اجزاء اللي هم اللي نزلوا. بس ما تحرقش حاجه. ما تحرقش على الناس ما شفتوش. لا انت قصدك لا لو هتحرق بلاش كينجدوم.
بقى خلاص خليها بعدين خليها بعدين. Planet of the Apes فيلم 68 انا اتفرجت عليه في فترة ما في 2009 تقريبا او حاجة زي كده. كانوا جايبينهم كانوا عاملين ماراثون على فوكس موفيز. ما شفتوش معانا انت سنة 68. كنت اتفرج عليه على فوكس موفيز وشفت شفت الافلام القديمة كلها يعني Planet of the Apes و Beneath Planet of the Apes و Escape from Planet of the Apes و Rise of Planet. شفت كل الحاجات دي. كان في Conquer for the Planet of the Apes ومش عارف حاجات كتير كده. Planet of the Apes البلوت تويست اللي فيه هي اكتر حاجة شهرت الفيلم ده يعني كحاجة, وهي اللي خلته اصلا ينتقل من ان هو فيلم Space Movie او فضاء او ناس راحت على كوكب تاني ان هو يبقى فيلم فيه بلوت تويست او يبقى فيه تايم ترافل او يبقى فيه بوست أبوكاليبس. يعني هي الفكره ببساطه ان هو فيلم المستقبل انه البشر اللي هم كانوا اسياد الكوكب ومش عارف ايه ما بقوش هم اسياد الكوكب والقرود هم اللي بقوا مسيطرين والآية اتقلبت وكده. بس الفيلم حتى وهو قديم في ثيمز كتير ريليفنت شويه عن برضو فكره العنصريه وفكره ان احنا احسن منكم واحنا مش عارف, لانه في احساس من الايبس تجاه البشر انه انتوا اللي كنتوا بتعملوا فينا كده زمان فاحنا كارهينكوا انتوا ولا حاجه. وفي نفس الوقت في جزء قدام شويه برضو كانوا بيتكلموا, حد كان بيتكلم مع سيزر يعني, فكان بيقول له هو انتوا ليه بتعملوا فينا كده ليه بتعملونا, فكان الانسان ده بيقول له احنا بنعمل فيكم كده لان انتوا بتفكرونا بالجانب البيست اللي جوانا اللي احنا بنحاول ننساه علشان نتقدم ويبقى في حضاره ويبقى مش عارف ايه, فان احنا نسيطر عليكم معناه ان احنا بنسيطر على نفسنا, ده جانب احنا بنكرهه فيه. ففي elements كتير. وفي بقى طبعا طول ما انت ماشي في الفيلم كل ما يتكلموا على تشوف الناس اللي هم الكبار بتوع القرود دول بيتصرفوا ازاي مع البشري اللي ظهر وسطهم اللي جاي من الفضاء ده, وازاي عايزين الحقيقة ما تتعرفش ولا ما تروحوش عند الارض دي, هناك الارض دي محظور ان انتوا تروحوها وما ينفعش تروحوا وبتاع. دايما في سر كده طول الفيلم ان في حاجة مريبة لحد ما بتكتشف في الاخر انه ده كوكب الارض, ان هم داي تايم ترافلد وصلوا في نفس الكوكب بس الايبس هم اللي بقوا كده. طبعا لو انا بقول الموضوع ده دلوقتي ممكن خلاص موضوع معروف ناس كتير عارفاه ناس فاميليير, بس حجم الحاجه دي زمان كانت تقيله جدا. والفيلم فيجوالي حلو جدا, الميك اب والايفكتس حلو جدا. مهدي بيختلف معايا في الموضوع ده لانه ما بيعجبنيش. انا مشكلتي مع بلانيت اوف ذا ايبس ان اول مره لما شفته اكيد مش سنه 68 كان في التلفزيون المصري كان بيتذاع في مش فاكر برنامج من برامج اوسكار ولا ما اعرفش ايه كده, يا اما في كان راندملي كده يوم جمعه بالليل ولا يوم حاجه بالليل يعني قاعد بتفرج عليه. وعمري في حياتي ما شفته في البدايه حسيت ان هو فيلم راقي. يعني انا اول لما شفته اللي هو ده فيلم بتهزروا دول ناس لابسين قرود يا جماعه بيمثلوا واحنا بنستعبط ليه يا جماعه. فدي كانت بس يعني فهمت بعدين لما كبرت وبقى هو شوية. طبعا بعد كده في الاجزاء اللي بعد كده الميك اب وكده اتطور شويه بالذات عن الجزء الاول. بس يا جماعه في حاجه قويه بشكل ما في فكره ان في قرد راكب حصان ومعاه سلاح. ده في الاجزاء الجديده يعني يمكن سي ده في الايمج الموجوده في الاجزاء الجديده. لا في الجزء ده اول مره تشوفه وهم راكبين الحصان. فكره انه انت الانسان هو اللي بيركب الحصان مش القرود. فكره ان هم يركبوا الحصان ويروضوه ازاي الحصان رضي بحاجه زي كده ازاي يوافق على حاجه زي كده. فكانت الايمج نفسها قويه يعني. طبعا دي اتكررت كتير في افلام كتير حتى في دون وكده لان دي الايمج المشهوره يعني. 28 days later انا كنت بحبه جدا لانه في مشهد في السوبر ماركت المزيكا اللي بتشتغلي فيه بتشتغل في دماغي كل ما اخش السوبر ماركت. مش عارف تفكر حد فاكر المزيكا دي ولا لا, حدش فاكرها عشان انا مجنون تقريبا صح. اوكي طيب ومحتاج انا محتاج طبعا خالص. اوكي وفي مشهد تاني بتاع اللي هو الاب اللي هو اسمه ايه جليسن ده اللي هو ابو براندن جليسن لما تحول لما كان بيبص فوق على غراب وفي نقطه دم وقعت في عينه. انا المشهد ده كل مره بتفرج عليه بتمنى يبقى ليه اوتكم مختلف. المشهد ده بيستفزني جدا يعني حاجه كده اونطه بطريقه حلوه يعني مش بطريقه وحشه. بس فكره التحول اللي حصل فجاه ده عشان انا كنت ببص فوق ونقطه جت ده كان تحول جديد بالنسبه لي يعني فكره جديده مش تعض ما حصلوش حاجه. هل في اي اعتراف انا حقيقه ما عنديش فكره يعني بان 28 days later هو من مسببات الالهام لذا ووكينج ديد؟ ما اعرفش الانطلاق نقطه الانطلاق على الاقل. انا عايز اقول ان البدايه بتاعته شبه سوري كوميك بوك يعني ممكن يكون العكس. اوكي اصل البدايه بتاعت ان حد يصحى في مستشفى ويطلع وكده
ده شبهها جدا فعلا. بس 28 days later برضو كعالم العالم فكرة الجنود اللي مسيطرين على الدنيا والفكرة ان هو ليه نهايتين. انا شفت النهايتين في نهايتين وانا ما كنتش عارف ان في نهايتين. ما عرفش حد عارف حد ثلاث نهايات كمان صح. في نهاية كانت ان هم هربوا البنات اللي معايا دول وهو هربوا. وفي نهاية تانية مش فاكر ان هم تمس حاجة كده. في كذا نهاية يعني. هو ده شريط سف تقريبا. ف يعني انا هم عاده بيصوروا حاجات زي كده كتير قوي بس انهم يمنتجوها دي كتير قوي بصراحه. لا انا شفت النهايتين بس. بس انا مش يعني مش قادر اقول ان الفيلم ساب انطباع عندي في النهايه لان انا شفت كذا حاجه. ف بس فاكر الضغط العصبي اللي كان عندي وانا بتفرج عليه وفي طريقه تصوير المشاهد برضو بتجيب ضيق تنفس شويه فيها. فيها نوع من برضو من الواقعيه شويه او من تحس ان هو لا جروسم قوي يعني. فيلم تقيل يعني. ما 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 اقدرش اشوفه. أوكي. ما اقدرش اشوفه يعني بنفس رحبه يعني. بليز مفيش. هو في ليه ممكن انت عايز تعرف ده بيحصل ازاي يعني. هو مفيش يعني فكرة الافلام اللي تصورت بالسكريبت بالنهاية الواحدة بطبيعة المشهد الواحد من اول واحدة فرصها في الانتاجات الكبيرة عموما وانت بتتكلم على صناعات السينما تكاد تكون 0%. في الاغلب في 3 ثيمز لنفس المشهد. في الاغلب في 4-5 نهايات تصوروا يعني. في خلاف حصل ما بين السكرين رايتر ما بين المخرج ما بين المعرفش مين. فقال لك طب تعال نصور كله وبعدين نبقى نشوف لان الموضوع بيبقى سهل يعني. وكتير من الافلام اللي هي بيكون ليها بادجت تتكلم 100 مليون وفوق بيكون في عرض للنسخ بتاعه الفيلم مبني على البروديوسرز والاخر. وبعد كده بيكون في تيست سكرينينج بيتعرض للاودينس يشوفوا الاندنج يشوفوا رايهم فيها الرياكشن اخدوا الرياكشن اللي هم عاوزينه وهكذا. فلا ده شيء في البلوك باسترز الكبيره جدا. ده شيء بيحصل طبيعي. مؤخرا سمعت لو انا فاكر صح كان هنري باركات كان بيتكلم على دعاء الكروان وقال فيه ان دعاء كروان ليه نهايتين وان نهايتين متصورين وان نهايتين اتعرضوا على طه حسين وهو اللي اختار ما بينهم. البريء والاثنين بس الاثنين اتعرضوا والداعي بتاعه داعي سياسي اكتر. دي في دي لا مش دايما بيعملوا كده لان مش كل فيلم هتاخده هتلاقي الالترناتيف اندنج. عاده بيعملوا الكلام ده لما النتائج بتاعه اختبار السكريننج بتاع الناس بيدي نتائج شبه متساويه. وخلي بالك اي ام ليجند في الاخر مثلا هو السبب ان هم طرحين النهايتين لان في واحده تسمح بجزء تاني فهو قال لك ايه خليها على الترابيزه يمكن الجأ لها يمكن العبها بعدين. وفي فكره الدي في دي الحاجه الزياده اللي كانوا بيحطوها على الدي في دي بعيدا عن يكون الترنتيف ادنك كانوا بيحطوا الاكستندد كات اللي هي الدايركتورز كات ومعاها بقى بعد كده بيبيعوا اكتر بال الكومنتري بتاع المخرج وهكذا. يس. طيب فوت. انا هفوت ل بلانيت اوف ذا ايبس. انا هفوت 28 دايز ليتر. انا قلت 28 دايز ليتر. فايز بقى كفايه بقى كفايه قرود بقى شيله. alright المباراة الأخيرة في دور 16 ماد ماكس فيوري رود يقابل I am legend. I am legend فيلم خرافي جدا لشخص ما اتفرجش على أفلام كتير. مين؟ وانا شايف ان دي واحده من الفايتات اللي بجد انا شايف ان احنا طولنا خدنا وقتنا والكلام الحلو بقى جاي دلوقتي حالا. فبليز مع كامل احترامي لاي ام ليجند مع كامل احترامي للسن اللي احنا كنا فيه لما اتفرجنا عليه اول مره كان بالنسبه لنا فيلم جامد لاس موف اون لان ماد ماكس عيب ان هو يكون محطوط قدام اي ام ليجند. ماشي هو فكره فوز ماد ماكس تعتبر محسومه بس انا بحب اي ام ليجند على فكره. اوكي ماشي جود فور يو جود فور يو. الفوت ما تفوتوا معانا في دوت كمان. اوبا انا عايز اشوف حاجه ساحقه ماد ماكس. انتوا في الجانب الصح يا جماعه. طب مش عايز نقول كلمتين في حق الراجل الغلبان مش مهم بقى خلاص. ما انا الراجل عاوز يمتنع عن اللعب لغايه دور الثمانيه. لا 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 ويل سميث اصلا مكروه دلوقتي فلا ما ليتس سكيب. فيلمك لسه موجود؟ اوه فيلمك لسه موجود؟ طيب وانا انت فيلمك لسه موجود؟ لسه. رائع جدا. سنو بيرسر يقابل وولي.
احنا بنتكلم على فيلم عنيف سوداوي مأساوي مظلم يضايق يجيب اكتئاب and what about Snowpiercer بقى؟ لا انا بس عايز اشيل ده لان ده غش. انت تفضل حاطط ده كده انت كده ده شبح بص انا هخليه يعمل لك كده خليه باصص لنا عشان ده غش ماشي عشان يحاكمك وانت بتختار. ها سنوب في راي هنا ولا في ايه؟ بليز في الماتش ده ولا في اللي فات؟ اتفضل. والله راجل محترم برضه صعب عليه الفيلم هو ماشي متهز او يمكن هيستفيد. لا انا هقول بس حاجه في ايم ليجند. يعني كم واحد من اللي قاعدين في يوم من الايام يعني شاف كابوس وهو نايم ان هو لوحده في العالم وفي اشباح او وحوش بتجري وراه وان هو عايش نفس الايم ليجند ده؟ يعني بتهيألي دي اكتر حاجه دستوبيه. بس ما اعتقدش ان ايم ليجند ليه علاقه بالكابوس ده يعني. بس هو بيعيشهولك قوي انت فاهمني. ما اعرفش يعني انت لو عاوز تتكلم على الصوره أكيد الاكثر اكيد مش هقول ان هو هيكسب على ماد ماكس. اصل احنا لسه معديين على فيلم بيدي الصوره ديت بشكل مكئب مكافئ ان لم يكن اسوا 28 days later. يس بس ايم ليجند انا فاهم حته ان احنا شفناه واحنا صغيرين فكان تاثيره اقوى. لا ما تخليش كلامه ياثر عليك كلام عادي. لكن بتهيألي هو اكتر كابوس لو انت صحيت من النوم شايفه هيبقى اكتر واحد في الافلام الستاشر كلها مزعج جدا جدا ككابوس تشوفه انت نايم يعني. انا بس عايز اقول برضو على ايام ليجند انا بحب بدايته. ده كنت لسه هقول مشهد الافتتاح المحترم اللي هو did you find the cure for cancer yes I believe we did. مفيش بقى مفيش عالم لا. وفكره الدبل سكان بتاع مراته بالكلام ده بيفكرني شويه بالطلعه بتاعت وورلد وور زي. وورلد وور زي ما دخلش القايمه ديت لانه زيه زي شون اوف ذا ديد هو الحدث نفسه مش اللي بيحصل بعده. بليز اوكي اوكي وبيكلمهم بيستبلش كونتاكت معاهم من كتر ما وحشه التعامل مع بشر. الى جانب الكونتاكت بتاعه مع الحيوان بتاعه او بيوتي. تاني حاجه الفيلم ده فيه تاني اعظم مشهد ايموشنال ما بين انسان وبين نون هيومن انتيتي. المشهد اللي هو بيقتل فيه الكلب بتاعه في المطبخ وهو بيبكي عليه ده انا بشوف ان هو بينافس مشهد ويلسون الفولي بول مع توم هانكس في فيلم كاستاوي. الحقيقه انا بشوف ان المشهد ده ما ينفعش نعديه يعني. الفيلم ده جميل جدا. انا ممكن اكمل اخر حاجه بس ان انا خلي انا عارف اللهجه دي وراها حاجات مش كويسه. اخر حاجه انا بالنسبه لي الافلام الوان مان شو تو سام اكستنت اللي هي فيها على السكرين تايم بتاعها اغلبيه الوقت شخص واحد انا ما بحبهاش. بس الفيلم ده للامانه انا ما حسيتش ان انا اتضايقت او مليت لحد دلوقتي. انا شفته وانا صغير ولحد دلوقتي انا ستيل برضو شايفه ان هو يعني اخر مره اتفرجت عليه امتى؟ اتفرجت عليه اخر مره من اسبوعين وبشغله انا بشغله رائع جدا. افحمك جميل جدا افحمك تمام. اللي انا عايز اضيفه انا ما قلتش كده كرها في اي ام ليجند بس هي فكره ما ينفعش اي ام ليجند تكون محطوط قدام ماد ماكس ونعديها كده. ولكن لا 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 الفكره بتاعت اي ام ليجند مهما كنا تعلقنا بيها والكلام ده كفكره اللي انت ذكرتها ان واحد يكون متاثر وحيد جدا في العالم اللي منتهي ده كامل احترامي للاي ام ليجند. بس هدي بس ترشيح لو انتم مهتمين او الفكره دي عجباكم وهي بتتعالج بشكل كوميدي ان انتم تفكروا فيها. لو في واحد بس متبقي في العالم هيعمل صحاب من ملكانات وكده في مسلسل كوميدي الحلقه مدتها 20 دقيقه نزل على هولو اظن او على فوكس اسمه ذا لاست مان اون ايرث. مسلسل بسيط جدا كام خمس ست حلقات كذا كذا سيزون. ريكي جيرفيز ولا حاجه؟ لا 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 لا, لا واحد هو كان من اس ان ال اللي عمل فيلم نبراسكا ويل من كام ويل فورتي اللي كان عامل مكروبر اسمه ويل فورتي. بكل بساطه نفس الفكره بتاعت اي ام ليجند ولكن كوميدي. انا شايف ان الفكره دي لما تتعالج كوميدي هتكون احسن من اي ام ليجند وكامل احترامي لاي ام ليجند كل حاجه بس مش قدام انا برضو عايز يعني انا شكل نيويورك وهي طالع منها زرع وطالع مش عارف ايه دي كانت حاجه جديده شويه يعني الشكل الحاجات دي اتعمل بعد كده في ذا لاست اوف اس ومش عارف ايه وبتاع بس انا كان عاجبني شكل انا ممكن احترم اي ام ليجند عشان بوستر باتمان في سوبرمان اللي كانوا حاطينه من 2007 يعني ده لوحده سبب كافي بس كينجدم اوف ذا بلانيت اوف ذا ايبس هيكيفك في الموضوع ده. انا عايز اطلع دلوقتي. ويل فورتي على فكره ليه مسلسل جديد دلوقتي على نتفليكس باسم مدينه في ايرلندا بس مش عايز افتي واقول اسم البتاع. اتفرجت منه على ثلاث حلقات حلوه على فكره لو حابين تبقوا تخبطوا فيه ولا حاجه. طيب احنا وولي وسنو بيرسر
انت قعدت تقول عاوز اخلص، عاوز اخش في الماتشات السخنه، عاوز اتفضل. في نظريه موجوده في الاستوديوهات بتاعه بيكسار كده، لما يجوا يعملوا اي فيلم في حياتهم، يعني بعيدا عن الافلام اللي بيعملوها مؤخرا، لان هو مؤخرا ها مش كل حاجه بتظبط معاهم. فكره ان هم بيعملوا سيكوالز افلام كتيره زي انسايد اوت، دلوقتي هتعمل منه جزء تاني والكلام ده، ده شيء ماشي ممكن يكون عندنا مشاكل معاه، دي تعمل منه جزء اولاني اصلا. بس الفكره عامه في الطريقه اللي بيكسار بتعمل بيها افلام، كل الافلام بتاعتهم هتاخد فكره غير مالوفه تماما وتحطها جوه سياق غير مألوف وتطلع برساله جميله في الاخر. ايه القصه الغير مألوفه اللي موجوده عندنا؟ ان الفيلم في البدايه عن روبوت، اوكي، البطل بتاع الفيلم روبوت ما بيتكلمش، كيوت صغنون، وهو روبوت بتاع الزباله. فانت اصلا انت كانسان انت ليه هتتعلق بروبوت بتاع الزباله؟ دي لوحدها شيء غريب، ولكن ماشي، دي الطريقه بتاعه بيكسار وهي بتحكي افلام. ان هم يمشوا الخطوه اللي بعدها ان هي يكون قصه حب بينه وبين ايفا، اوكي، لسه احنا دلوقتي في نفس الستايل بتاع بيكسار. بعد كده الفيلم بيتقدم ان لا، الروبوت الصغنون ده اللي هو بتاع الزباله لا يا عم، لا لا لا، ده انا بحبه يا عم، ده الزباله. ما هو ما اصل الفكره دي الفكره بتاعه بيكسار. هو ايه اللي محطوط هنا؟ الصرصار اللي كان خرافي. دي عامه الطريقه اللي بيكسار بتحاول تخليك تتعلق بشخصيات انت المفروض في العادي مش هتتعلق بيهم. الفكره من فيلم شركه المرعبين المحدوده، الابطال بتوع الفيلم هم الوحوش اللي احنا بنخاف منهم، الوحوش الموجودين تحت السرير والكلام ده. فدي العبقريه بتاعه بيكسار، والعبقريه بتاعه بيكسار بانت قوي في الفيلم ده، ان هم يخلونا نتعلق بالروبوت بتاع الزباله. المهم فانا صراحه ماشي، سنو بيرسر ليه كامل احترامي. انا ما اتفرجتش على فيلم سنو بيرسر في الوقت الصح، وانا من الاشخاص اللي بتقول ان مهما كان انت ذوقك ايه في الافلام، حتى لو بتتفرج على افلام كتير جدا، برضو المكان اللي انت فيه في حياتك بيأثر على رؤيتك للفيلم ده، وبيفضل معاك فتره طويله. فلسنو بيرسر لبانج هون جو، بانج جو، يس، يعني انا سمعت الصوت، كميه كور بتخبط تحت صوت دلوقتي. الانسان رائع، وهو كمخرج انا بحترمه جدا، وبحترم الطريقه اللي هو بيشتغل بيها، وانا درست الراجل ده ودرست طريقه الشغل بتاعه. بس انا احب حاجه زي باراسايت عن سنو بيرسر، وبالنسبه لي شايف ان باراسايت التعريق اللي كان موجود فيه، وهي كل افلامه فيها فكره التعليق عن الطبقيه ده، بس بالنسبه لي باراسايت يكون احسن من سنو بيرسر. بس مش هو ده النقاش بتاعنا، بنتكلم من ناحيه بوست ابوكاليبتيك، ونتيجه العبقريه بتاعه استوديوهات بيكسار ان هم يعملوا السيتنج بتاع العالم البوست ابوكاليبتيك ده، ويخلوا البطل بتاعه هو الشخصيه دي، وانا ما اعرفش ازاي اكون متعلق بشخصيه زي دي. واظن ده لوحده يلخص الموضوع. انا يعني لو مكوسينها اقوله، يعني جايبين الراجل عمال تشرح عليه، وجايب انت اللي جايبه، بس اللي جايبه مش انا اللي جايبه. مره واحده لقيت ايدي راحت رايحه كده، بس لو كانت البلانت هي اللي محطوطه بالبوت كانت تكون احسن. مفيش ولا شخصيه ممله في فيلم والي، حتى البشر اللي موجودين في الخلفيه وبيمشوا رائعين، اتنين بيقعوا في حب بعض. ديفاين بيتزا ايه لما كان لما دخل في المشهد بتاع ديفاين Define dancing. Define dancing. يا لهوي، القبطان بتاع السفينة. مو اسمه مو، خرافي. وفي برضو مشهد صعب جدا في آخر الفيلم، الفيلم والي، لما والي كان بيموت بوالي كبير. لا لا، والي حاجة تانية. حد يدافع عن سنو بيرسر؟ انا عايز اقول بس انا مش متعلق بولي زي ما انتم متعلقين بيه قوي، يعني مش قادر، يعني ما عنديش الكونكشن ده، يعني فمش عارف برضو اروح لاني سكه فيهم. يعني مشهد السما لما طلع بره وهو معاه طفايه الحريق وبيلف، هو ده نفسه، ده مشهد ديفاين على فكره. هو كان بيحصل جوه وبره، يعني هو وايفا بره كانوا في الرقصه بتاعه الفلاي، والقبطان جوه كان وولي على فكره من يعني من شويه كنا بنتكلم على المشاهد بتاعه لاست مان اون ايرث، وولي از ذا لاست مان اون ايرث. هو قعدنا معاه فتره طويله قوي جوه الفيلم، معاه هو لوحده. يعني من شويه لما كنت بتتكلم على فكره الممثل الواحد اللي هقضي معاه وقت طويل، اقول لك الموضوع متطلب الكاريزما والحضور بتاعت ويل سميث او توم هانكس عشان الموضوع ده يعدي. ده اتعمل هنا بروبوت زبال، يعني ما فيش اي بدل كلب صرصار وما بيتكلمش يا جماعه، ما بيتكلمش، يعني مش حتى ما يعني شكل روبوت ومثلا الكلام اللي بيقوله او الفويس اكتر هو اللي مخليك تخلق كونكشن معاه ولا بتاعه، ما بيتكلمش، ما بيعملش اي حاجه. الصوت الصغير هو بيعمل الصوت الميكانيك بتاع
انت ما عندكش قلب، انت ما عندكش قلب. انا اي فوت وولي. وولي لو كان قرد كان عجبك. وولي وولي خلاص يعني. اتفرجوا على باراسايت. باراسايت از ريلي جود موفي. قعدنا نجري يا جماعه بسرعه للماتش ده، ما ينفعش نكروته خالص. ماشي، مين هنا بيحب فيلم انترستيلر؟ الله الله الله، جميل جدا. اتفضل حد يجيب له مايك، هو شكله هيشتم. ايوه ايوه. حد يدي له مايك وحد يقطع صوت من المايك بقى. يا عم خد راحتك. هو بس في حاجه، الصوت واصل تمام؟ في حاجه، الفيلمين كان حضرتك كنت قلت حاجه في اول الحفله، وفي حد تاني برضو قال حاجه في اول في نص الحفله. حضرتك قلت ان غالبا الافلام في دور 16 الافلام اللي بتعمل ماتش كويس اللي بيبقى فيهم حاجات عكس بعض نسبيا او شبه بعض. مش لا انا قلت بالعكس، اللي في بينهم خواصم مشتركه. حلو جدا. وفي حد هنا اتكلم على حته الافلام اللي بعدها بعد ما تخلصها بتحسك انك تدور على حاجه، وحضرتك برضو كنت عملت فيديو زمان على الموضوع ده. الفيلمين دول الطبقة اللي تحت القصة فيهم بتحسك تدور على حاجة. بس هو في حاجة، ماتريكس هتروح تدور هتلاقي نظريات يا اما مجتمعية يا اما فلسفية. والاثنين البني ادم اعتقد انه يحب ينتمي ليهم اكتر ما يدور على نظرية فيزيائية. هيروح يلاقي لما يعني لما تتحقق هيروح يشوف ابو زمانه هو بيضربه ومش هيعرف يتأثر بالموضوع، او هو بيودعه مش هيعرف يتأثر، مش هيعرف يغير في الموضوع. فهو ده بس عشان في كالت كبير جدا عايز انترستيلر يكسب، وده حقه طبعا. بس هي الفكره بس في ان انترستيلر لما تيجي تدور تحت القصه هتلاقي نظريه فيزيائيه. انت تنتمي ليها اكتر ولا تنتمي للحاجه المجتمعيه الفلسفيه اكتر؟ هنشوف هيكسب ولا هنشوف هنشوف هيكسب ولا. ماشي طيب. بليز نسمع من حد جديد بس بعد اذنك. طيب استنى استنى المايك عشان نسمعك. كان في حاجه في الماتش اللي فات كنت عايز اقولها بخصوص انترستيلر بس يعني ما لحقتش. يعني لما كنت سالت سؤال هو انترستيلر ينتمي للماتش للعبه دي اساسا ولا لا، انا كنت عايز اقول ان كريستوفر نولان حاول يلعب ان هو الفيلم ده ينتمي لكذا حاجه وكلهم في نفس الوقت، عامل زي بيولع شموع وعايزهم كلهم يطفوا مع بعض او ينوروا مع بعض. دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ دي حاجه حلوه، ان هو عايز يخليه قدام اي لسته من اي نوع ان هو يخليه في التوب. يعني في افلام في الفضاء يخليه في التوب، افلام في الارض يخليه في التوب. في الحته دي انا شايف ان هو مش بيتكلم على قد يعني حته اللي هو نهايه العالم قد ما نهايه البشر بتوع العالم. يعني في خلال الرحله كلها كان ماثيو ماكوني في الاول كان دماغه واهتماماته في ايه، ولما وصل لنهايه الفيلم ايه اللي حصل له؟ يعني هو خلاص، هو يعني خلاص، هو حتى لو في العالم لسه في فرصه ان هو يكمل او يبتدي في نهايه الفيلم، هو من نفسه من جواه خلاص انا ماليش نفسي اكمل خلاص، لو انا طفيت بقى انا نفسي وانا بتفرج عليه خلاص انا مش قادر بقى، حتى لو العالم هيبتدي من اول وجديد. فهو بيتكلم عن نهايه العالم بشريا مش كارض وكزرع وكالحاجات دي كلها. فهي حته انترستيلر ان هو فكرته اعمق بكتير قوي من هو يبقى عن ابوكاليبس بس، لا في كل حاجه، ان هو يعني من ايه فايده العالم وفي كله بني ادمين بس كلهم مطفيين من جوه. بس فرده. جميل جدا. اسمك ايه؟ عمر. تمام ماشي. طب معلش اسالك اصل هقول لكم حاجه يا جماعه، هو محمود قاعد محوش كل الكلام اللي ما قالوش من بدايه الحلقه عشان عاوز ياخد حقه قوي وهو بيتكلم في هذا الموضوع. تعالوا نسمع منه وبعدين نروح لكم. تمام. في حد تاني عايز يتكلم؟ اللي عايز اتفضل. عاوز الناس تخلص كل اللي عندها عشان ايوه ايوه. كنت عايز اقول بس ان في فكره عامه كده عن انترستيلر ان هو فيزيائي او ان هو بيتكلم عن الفيزياء كتير او الكلام ده. هو في مواضيع ليها علاقه بالموضوع ده، بس هو عادي الشخص العادي يقدر ياخد الموضوع ده من الفيلم، يعني هيفهمها عادي مش هيحس ان هي فيها صعوبه، لان هو مش المحور الاساسي للموضوع. هي عباره عن قصه اب مع بنته. اللي حرك القصه دي ان العالم بينتهي، يعني العالم بينتهي دي حاجه اساسيه جدا في القصه. فان العالم بينتهي هو اللي خلاه يطلع للفضاء، فمش معنى ان هو طلع في الفضاء يبقى الفيلم عن الفضاء بس. هو صح. في حاجات كتير، في لايرز كتير في الفيلم ادت لكده، لان الفيلم يطلع حلو اساسا، لان هو في حاجات كتير مش بيتكلم عن الفضاء وبس واحد في الفضاء وخلصنا على كده. جميل. هو واحد نزل في كوكب طلع ما كملش ساعه لقى بنته كبرت،
وامه كبرت وهو لسه يا دوبك ما عدش نص ساعه يا دي ولا انت ليه دخلت امه في الموضوع ملهاش اي علاقه حاجه غاليه عليه يعني اوكي هو بس فكره تحسه كان بيمدح في الفيلم بعد كده فجاه غلط فيه فجاه نفسه مشتبه جميل جدا انا ممكن اقف يا جماعه المنظمين بتوع الكاميرات محمود ابتديت اخاف منك فشوف انت عايز تعمل ايه بس انت وترتني لا 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 شوف هتعمل ايه بس عايز اقف شويه كده عادي لو وقفت تمام ماشي جماعه كله ركز معايا اوكي انا شخص بحب كريستوفر نولان جدا اوكي كريستوفر نولان خرافي مخرج خرافي ويعني اكتر فيلم بحبه في حياتي او اكتر فيلم خلاني عاوز اعمل حاجه في الحياه دي كان فيلم انسبشن تمام انا بعشق كريستوفر نولان كريستوفر نولان خرافي من الغلط او من الظلم انا شايف من وجهه نظري كل حاجه انا اقولها هنا من وجهه نظري من الظلم ان انت تقول ان انترستيلر تمام احسن فيلم لكريستوفر نولان اوكي وعلى فكره يا جماعه استنوا انتوا ممكن هتتضايقوا مني دلوقتي ماشي فهولد يور ابلاوز واحده تمام انا بحب فيلم انترستيلر على فكره تمام انا بحبه جدا ولكن انا بكون مستغرب من الحب الصموت بيكون زياده على اللزوم اللي رايح ناحيه فيلم انترستيلر تمام هعمل بس ايه ران داون سريع كده عن فيلم انترستيلر وانا على فكره ما عنديش مشكله لو هو فاز وراح المرحله اللي جايه المهم ان انا اكون قلت اللي عندي اوكي اكون قلت اللي عندي وكامل احترامي لكريستوفر نولان وكامل احترامي للفيلموجرافي بتاعه تمام ماشي 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 الفيلم عن ايه هنبدا بفيلم انترستيلر عن ايه تمام مبدئيا العالم اوريدي خلصان كلايمت تشينج مش عارف مين بيسك مش مهم هو بيخلص ليه المهم بيخلص قوم بالصدفة تمام واحد في مكان ما يقابل ماثيو ماكونهي ايه ده يا عم ماثيو ماكونهي احنا كنا عايزينك عشان عندنا طيارة انت الوحيد في العالم اللي هتسوقها اللي بتعرف تسوقها قابله بالصدفة يعني لو الراجل ده ما قابلوش بالصدفة ما كانش هيكون في فيلم تمام جميل جدا خلصنا رحنا طلعنا فوق الفضاء جميل جدا بالصدفة في ورم هول في الفضاء مش عارفين مين اللي حطها it's not really explained that well تمام ثانية جاي لك تمام جاي لك وماشي بندخل جواه مشهد خرافي جدا هو بيدخله جوه البتاع جامد جدا كل حاجه جامده ندخل جوه العالم الكوكب الثلجي ده اللي موجود فيه مات ديمن اللي اسمه في الفيلم كابتن مان اوكي عشان لو الموضوع مش واضح يعني قوي يكون واضح اكتر يعني ان المان قد ايه هو هيكون وحش وفي الاخر بينقلب ضدهم وبتاع ومش عارف مين والكلام ده وطول الفيلم شغال نروح عند الكوكب اللي هو كله ميه ده اللي الدقيقه فيه بتاع مش عارف بسبع ساعات وبيشوف امه كبرت زي ما انت قلت ومش عارف مين كلام رائع جدا وكل ده وانت عمال متمزج من العلوم اللي كريستوفر نولان عمال يستعرض عضلاته بيها رائع جدا بيستعرض عضلاته بالعلوم في خيانه عظيمه بتحصل في الفيلم ده في الاخر خيانة مش طبيعية ارمي كل العلوم على جنب علشان قوة الحب هتحل كل حاجة Come on man أنا دي لوحدها بالنسبة لي عاملة لي مشاكل مع الفيلم ده لأن أول مرة اتفرجت عليه رائع والله حلو انترستيلر أرجع أتفرج عليه تاني هو أنا ممكن أنا فهمته غلط الجزء الأول مش عارف مين ماشي أوكي مفيش مشكلة ارجع اتفرج على الجزء الثالث لا دي خيانه صريحه واخر تلت في الفيلم الثيرد اكت doesn't make any sense استاذ عمر فين استاذ عمر ايوه ممكن تشرح لي اخر الفيلم ايه اللي حصل الكوكب الحلزوني واتس اب وذ ذات بجد فهمني الحته دي انا ما فهمتش انا اتفرجت على الفيلم كتير لحد دلوقتي لسه مش فاهمه doesn't make any sense برضه ما فهمتهاش بس كلام علومي كتير ف اوكي لا سمارت جاي عملها يبقى المفروض ان هي بتميك سنس ات دازنت ميك اني سنس وانا هات واي الكوكب اللي هي راحته في الاخر ومش عارف مين وبوبيوليتد ات وبتاعه كده اللي هو ماشي طب لو انتوا معاكم كل الايكويبمنت والفلوس والقابليه ان انتوا حرفيا تقلبوا الفضاء على نفسه كده او الفضاء اتقلب بالصدفه ولا وات ايفر ات از ودخل في البعد الخامس عشان مش عارف مين والكلام ده كله هل ما كانش ينفع كل الريسورسز دي تتحط عشان تحمي الكوكب الكام شخص اللي موجود في الكوكب وتخلوا كوكب الارض عايش وماشي قدام على انه ده بس مجرد راي المهم عامه وبرضه هو مش فيلم ابوكاليبتيك لهناك يعني ماشي الابوكاليبس خلصت وكانت ابوكاليبس ضعيفه كمان ف يا ذاتس ات طيب اي وود لاف بلس لما تحطه قدام ذا ماتريكس العالم بتاع ذا ماتريكس لوحده فكره يا جماعه احنا لسه لحد دلوقتي ايه الميم اللي طالع دلوقتي ان احنا عايشين جوه الماتريكس كلمه اللي لسه بتتقال It's timeless. فيلم timeless. ينفع لكل الوقت. It's the perfect action movie. Perfect dystopian movie. كل حاجة ده ماتريكس. المونولوج ده بس كان عايزه في الأول. Aurora, I'll show you. Aurora. تعرف.
بص عندي شويه تعليقات على الحاجات اللي انت قلتها. ومع ذلك انا بحب فيلم انترستيلر، يعني ما تفهمونيش غلط، مع ذلك انا بحبه، بس هو ما يستحقش كل الحب ده. لا طب انا عاوز ده فولوينج عاوز حبيبي يا عم، عاوز اعلق على شويه حاجات، وعاوز ابتدي اولا باني اهاجمك بشكل مباشر. بليز دو. بان انا شايف ان انترستيلر افضل فيلم لكريستوفر نولان، او على الاقل هو الفيلم المفضل لكريستوفر نولان. و ما بقى انك تعبر على ان الفيلم مش المفضل عندك دوت كول جدا وتمام جدا، ولكن الانتميديتنج تون بتاعت لو انت شايف ان هو افضل فيلم تبقى كذا وكذا وكذا وكذا، ده مش تبقى كذا. ما قلتش تبقى كذا وكذا وكذا، تبقى ظالم الموضوع وتبقى غلطان او تبقى حاجه بالطريقه ديت، والدنيا ما فيهاش ده. سكند اوف اول، فكره لو احسن فيلم براحتك، انت غلطان بس براحتك. فكره ان الفيلم منطلق من صدفه، اغلب الافلام اللي في الدنيا منطلقه من صدفه، ودايما ما بنبصلهاش من ناحيه الكون لما قابل الصدفه، انت بتبص لها من ناحيه الشخصيه لما قابلت الصدفه. يعني انت بتقول لو الراجل دوت ما كانش راح المكان دوت الفيلم ما كانش حصل، ابولو كريد لو ما كانش اختار روكي ما كانش حصل. اوكي جميل. كولاترال لو ما كانش ركب فينسنت الفيلم ما كانش حصل. جميل. بس الاحداث الثقل بتاع الموفينج بوينت او الحاجه اللي بتبدا الحركه، يعني من الاخر في طيار كان هيقود الحمله دي قصه ذلك الطيار. انا ماليش دعوه بالطيار بتاعنا لو ما كانش اتقابل، لو ما كانش راح، اذا القصه ما بتحصلش. القصه كلها منطلقه من هذه الصدفه، وانا دلوقتي في عمليه بحث عن طيار ومش لاقي حد لهذه الوظيفه، في الاغلب اللي هيوصلني لهذا الشخص هي صدفه. اكمن بطلنا هو ماثيو ماكونهي، اكمن بطلنا هو سيلفستر ستالون، اكمن بطلنا هو توم كروز. فانطلقنا هذه القصه، المشكله في ثقل الموفينج، الحاجه اللي بتحرك القصه حاجه تقيله جدا، طياره هيسافروا بيها الفضاء ومش عارف، حاجه تقيله جدا علشان أيوة وقع الراجل ده ما الراجل ده ما خبطش في الحظيره ديت، الراجل دوت لقط سيجنال وحللها، اذا فهو مهندس وطيار. ما حدش كان هيوصل لهذا المكان ويكتشفه الا لو كان مهندس وطيار. جميل. الصدفه في ما يسمح بيها، ومع ذلك انا مش عايز اجردها من صفه الصدفه، هي طبعا صدفه، وعشان كده بقول لك افلام بالهبل انطلقت من الصدفه. اكمن القرار دوت، لازم الابره اللي طايره في الهواء ديت هتنزل على حد. فانا اللي يهمني في عشان الفيلم، عشان لازم يكون عندنا فيلم، فانا اللي يهمني في الفيلم ان الحد اللي هتنزل على الابره هو اللي هحكي الحدوته بتاعته، او هو اللي هحكي الحكايه بتاعته. فكره الورم هول جت منين؟ الفيلم كله قايم على فكره السيلف فولفيلينج بروفيسي. هو ايه اللي ابتدى الاول؟ هو المستقبل لما حصل فيه ايه؟ ابتدت تتنثر عدد كبير من الفرص علشان نوصل لان الشخص بتاعنا يتم انقاذه، او ان البطل بتاعنا يتم انقاذه، وان احنا نروح للكوكب المأهول والكلام ده كله. ده بارادوكس. وانت عارف كويس قوي ان التايم ترافل والفيلم فيه كونسبت اوف تايم ترافل از اول اباوت بارادوكس. ماشي. لو ما عرفناش نجاوبه في الفيلم دوت مش هنعرف نجاوبه في اي فيلم تاني، ولو خبطنا الفيلم ده بمسمار المنطقيه في تسلسل النهايه، اذا كل افلام التايم ترافل فيها نفس المسمار. اتفق جدا. ولكن لما اتفرج على فيلم تايم ترافل زي باك تو ذا فيوتشر، باك تو ذا فيوتشر من اول خمس من اول مشهد، من اول لما داك بيطلع وبيقول لك ما تاخدنيش بجديه خالص، كريستوفر نولان من اول الفيلم بيقول لك خدني بجديه جدا. لا لا لا، هو بيقول لك انا بحاول اقربها لك على قد ما اقدر من الواقع، وهي ديت المدرسه بتاعه كريستوفر نولان، بدليل ان هو لما يجي يعمل معالجه لباتمان عمل فيه ايه؟ ماشي، خلاه كله في الواقع. ماشي جميل جدا، قرب لك كل الاحداث بتاعته الواقع، حتى لو كانت فيها شويه حاجات، وهو لما جه يبنيها في الاخر او جه يقفلها اكتشف ان هو ما عندوش غير نفس التولز الكلاسيكيه اللي لازم كل الافلام تروح لها. لو انت بتقارن الكلام ده كله بذا ماتريكس، وانا بحب ذا ماتريكس جدا، مش عاوز اكون بقلل منه على الاطلاق، ولكن درجة عبقرية أو فلسفة الواتشاوسكيز في إن هم بيعملوا ذا ماتريكس أثبتت مع الزمن إنها معيبة جدا، لدرجة إن هم لما جم يبنوا عليه ما عرفوش يبنوا عليه إطلاقا. إن هم بنوا جزء تاني وتالت ده مالناش دعوة بيه، إحنا بنتكلم على الفيلم ده بناء عليه، وإحنا عمالين نتكلم على ذا ماتريكس إحنا عمالين نروح للنسخة اللي إحنا بنحبها من ذا ماتريكس، مش فهم صانع الفيلم للفيلم نفسه، لأن فهم صانع الفيلم أو فلسفة صانع الفيلم للفيلم نفسه أثبتت مع الزمن إنها معيبة. ماشي، بس مال ده اللي إحنا بنتكلم فيه؟ احنا بنتكلم على الفيلم، انا بتكلم على انترستيلر مقفول. موقف صانع العمل من العمل نفسه، انك بتزيد في قيمه عبقريه الواتشاوسكيز في صناعتهم لذا ماتريكس، وبتزم في عبقريه او رؤيه، بلاش عبقريه ديت عشان ما بقاش ماشي مع الهرد. وعلى فكره انا 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 ضد فكره الالترز بتاعت انترستيلر، وانا اكتر واحد في الدنيا ممكن اكون اتضررت من كونسبت الالترز، بس في نفس الوقت مش عشان خاطر كده، مش عشان عايز اعند مع الالترز بتوع نولان هعيب في انترستيلر. فلا انترستيلر
مش يعني الفلسفة بتاعته على جانب ان انا اقرب احداث خيالية على قد ما اقدر من ارض الواقع، شغل متأصل جدا في فلسفة صنع المحتوى ده بالتحديد، وهو بيتناول اي قصة على الاطلاق، وبعد كده انه هو يقفل لك السايكل بتاعت حدوته هو او رسالته هو، انه يكوانتيفاي اللاف لانه هو يبقى السولوشن بتاع الموضوع. يعني هو بيكبر من قيمة الحب. It's ridiculous. انا فاهم انها ridiculous يا محمود 100%، بس هو حاول على قد ما يقدر يدعمها ويقدم لك ليها صورة ممكن تكون مقبولة علميا، عشان في الاخر يا تبلع البيل ديت او ما تبلعهاش. حط ده كله على جنب، قيمة المغامرة اللي احنا اتفرجنا عليها اصلا، احاسيس الاثارة، الفصول اللي احنا مرينا بيها، التصور بتاع الفضاء اللي ممكن يكون من ضمن الافضل ما بين كل افلام الفضاء في التاريخ. رائع. فممكن يبقى في بينه وبين بعض نقط جدلية في ups and downs معينة، بس لما تروح للمسامير اللي مش عاجباك في الفيلم او الكلام دوت وتروح مقوم الفيلم كله عليها، اكيد لما تشيل المسامير ده هيروح واقع. لا على بس فكرة هو إن بس هو قايم على مسامير اكتر من كده بكتير، وهي المشكلة هو ان هو قايم على حاجات كتيرة، زي ما حد قال ان في اكتر من شمعة. كريستوفر نولان حاول يلعق يولع دي يولع دي يولع دي يولع دي يولع دي، بس لا في الاخر في النهاية هي جرحت الفيلم، لان ولا حتة كانت فوفيلد. هو ما كانش رايح عاوز يحكي القصة از رياليستيك از باسل، ما كانش عاوز يحكي سبيس اوبرا كاملة على بعضها، ما كانش عاوز يقع، ما كانش عارف يحكي قصة راجل وبنته 100% مع بعض. لا خلاها about saving the entire world، فما كانتش قصة صغيرة ولا كانت قصة جراند، ما كانتش قصة time travel ولا كانت قصة space opera. بس بس معلش خلينا بس في النقطة، واحنا بنعدد نقطة العلاقة بالبنت، اولوية البنت هي انقاذ الجنس البشري، اولويته هو ان هو يرجع لبنته. برضو تهيألي انت اللي كنت عبرت عن الموضوع عمر، او اسمه عمر استاذ عمر، في نقطه ان هو لا مين اللي قال ان هو في نقطه معينه كان يأس اصلا وما كانش عاوز يكمل انت اللي قلت الكلام ده. This is genius على فكره، ان هو فعلا هو هو انا شايفك فكرة ان هو في نقطة معينة اولويته ما بقتش انقاذ الجنس البشري على الاطلاق، هو عمليا انسحب من المهمة اساسا. في نقطة عايز اعلق عليها في حاجة انت قلتها، ان انا رحت ناحية رؤية صانع الفيلم عن الفيلم. انا لا دي حاجة انا مش هعملها، انا ممكن يكون الوتشاوسكيس اللي عملوا فيلم ذا ماتريكس ما يكونوش بيفسروا ذا ماتريكس او يقولوا ان ده ما كانش قصدهم لما هو عملوا ماتريكس ان يكون عندهم كذا وكذا وكذا. انا لا اتفق مع ده. هو المخرج يكون عنده رؤيته لعمله براحته، بس في الاخر انا هحكم على الفن، القطعه الفنيه بذاتها، ماليش دعوه المخرج عايز ايه. بتاعك هو الاهم. بالظبط، لان الفن ده بيتكلم معايا. المخرج بقى كان عاوز ايه، او المخرج كان قصده ايه، مش عارف مين، ملوش لازمه قوي على قد ما انت الفن ده اتكلم معاك ازاي. كقطعه بتحكي عن عالم ديستوبي بوست ابوكاليبتيك، في قصه حب، في قصه ذا وان، يعني ذا وان نيو، كل الحاجات دي اتحطت جوه باكج ذا ماتريكس بكميه حاجات ايكونيك فضلت عايشه سنين وسنين طويله. في المقابل انترستيلر مع انه فيلم حلو جدا، مع انه فيلم فضائي مش طبيعي، مع انه فيه شويه فيجوال افكتس تخلي الواحد يشيب كده، بالنسبه لي مش اكتر فيلم حلو لكريستوفر نولان. انا شايف ان في احلى. انسبشن. ما هو فيلمك المفضل كريستوفر؟ انسبشن. حبيبي والله اي ديسجري، بس فاين براه. احنا مش طارق يا جماعه، معلش يعني ندي فرصه اقدم لكم طارق معانا على الترابيزه. ثانيه واحده. لا انا كل ده عمال افكر ان انا محتاجه سوينج اصلا، يعني انتوا واضح ان انتوا مسكتوا بعض ضربتوا بعض وانا محتاجه سوينج في الاخر، فانا عمال اشوف. طب خلاص يبقى خلي الراجل بقى عنده حاجه مهمه عاوز يقولها فبليز. انا عندي حاجه يعني، بس بعد ما يقولها. طيب انترستيلر فيلم حلو جدا، ممكن يبقى من احلى، اكيد هو من التوب 10 في العالم في التاريخ. اوكي. ذا ماتريكس مش فيلم حلو، فيلم كاشف، هو بيكشفك قدام نفسك، بيخليك تتساءل هو انا الشغلانه اللي انا بنزلها كل يوم 8 ساعات وساعتين رايح وساعتين جاي، ايه هو انا اصلا بعمل ايه، ايه اللي احنا فيه ده. بتهيألي المناقشه دي قبل السنه اللي فاتت كانت هتبقى في حته، وبعد 7 اكتوبر في حته تانية خالص، لان احنا بعد 7 اكتوبر شفنا عالم، شفنا الماتريكس اللي احنا كنا عايشين فيها من ساعة ما اتولدنا بتتكشف وبتتفتت، وبنشوف فيها حاجات جديدة عمر ما اي حد من الخبراء والمحللين كان حتى يتخيل ربعها. انا مش مهم من الكلام ده ممكن يتمنتج، مش مهم، بس يعني احنا اتكلمنا على فيلم ذا ماتريكس ممكن لما اتعمل ساعتها ما كانوش اللي عاملين وقصدين كل ده،
بس لا الامباكت بتاع ذا ماتريكس على حياتك في حتى لو مش هترجع تشوفه تاني امباكت ايرفرسبل يعني انت انا عالم نهايه العالم واحنا عايشين في نهايه العالم دي بالظبط وانت بعد ما شفت ذا ماتريكس مش انت قبل ما تشوفه فبتهيالي دي مش ما ينفعش اصلا نقارن ما بينهم دلوقتي يعني انا عمري ما كنت عاوز افوت لانترستيلر على ذا ماتريكس اكتر من بعد ما اللي انت قلته ده شكرا شكرا بجد والله لا بجد لان اتس امبوزنج يا جماعه فكره ان ذا ماتريكس يخلق جوه الانسان شيء متمرد او طبيعه متمرده ضد العالم اللي انت موجود جواه بتصديق ان ايا كان العالم اللي انت جواه هو مؤامره 7 اكتوبر كشفت فعلا ان العالم كله بالنسبه لينا احنا كجنس عايش جوا مؤامره ولكن تواجدك في وظيفتك مش مؤامره تواجدك جوا بيتك مش مؤامره اصدقائك مش مؤامره العلاقات اللي انت فيها مش مؤامره فكره ان كل واحد في الدنيا يقعد يصحى كل يوم الصبح منه ديبرست من شغله ولا مكتئب شويه من شغله يحط نفسه قدام البلو بيل او الريد بيل يا ممكن يكون خلق جوه البني ادم طبيعه متمرده على شيء في منتهى النبله اصلا لا 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 ما اظنش ان الناس بتاخدها تو ذات اكستنت بالعكس هي بيبلك السيميوليشن او سميه زي ما انت عايز تسميه ازاي في الحاجات اللي بتكون فضه بزياده لا مش هتكون ببساطه ان انت تروح المدرسه ولا ما تروحش المدرسه ايوه لما تفكر فيها بشكل بعيد جدا ان ايه ده المدرسه دي هي نفس النظام التعليمي اللي موجود ايام لما كانوا بيعلموا الناس في المصانع ومش عارف مين الكلام ده انا المفروض اتمرد عنه وانا مش مهم ماشي لو تدخل من الناحيه دي ماشي انما اون دي تو دي بيسز لا ام الجامعه ام كل حاجه تمام. انا نيو بس من الناحيه دي من الناحيه دي مش انا تايلر دردن انا مارلا سينجر وليه لا ما الواحد بيحب كل وقت للتاني ان هو يعيش ان لا انا المين كاركتر انا اللي لازم اكون رابر عادي ده شيء مش غلط ان الشخص يعيش ويحس من وقت للتاني اتفضل استاذ طارق لا انا بقول له بس رفع على مسايد يا على الكلام عاوز ناخد من حد ولا عاوز تكلم لا انا عايز اقول بس حاجه مثلا بشكل عام انا 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 بحب الفيلمين جدا ماشي وانترستيلر تجربتي في السينما معاه كانت رهيبه ولحظات فيه معلقه معايا هتفضل معلقه معايا طول حياتي ذا ماتريكس يعني انا فعلا حياتي قبل ذا ماتريكس حاجه حياتي بعد ذا ماتريكس حاجه انا شفته وانا كنت في 5 ابتدائي تقريبا كان جاي على القناه الثانيه ماشي ولسه جاي في الكلام قبل الفيلم كنت لازم احكي لكم بعد الفيلم بقيت في 6 ابتدائي شفته كنت في 5 ابتدائي تقريبا كنت صغير يعني وفاكر انا كنت بعدها عامل ازاي انا الفيلم ده لما شفته في التلفزيون ما كنتش مصدق ايه اللي انا شايفه ده يعني حاجه عمري ما تخيلتها وحاجه مش شبه اي حاجه شفتها قبل كده ولدرجه انه لما قرايبي يتكلموا مع صحابهم في المدرسه كانوا متوقعين ان انا لو شفت الفيلم ده هيعجبني يعني بالليفل ده يعني ذا ماتريكس كادفانسز في التكنولوجي وفي الـ في الـ في الاكشن في تصميم الاكشن وفي الحاجات دي كلها غير الجونرا كلها بكل تاكيد حاسس لو الثيم اللي احنا بنتكلم عليها بوست ابوكاليبس فهو ده فعلا بوست ابوكاليبس اكتر بكتير من انترستيلر ده في العالم خلاص العالم انتهى والبشر بقى وبطاريات والماشينز هم اللي بياخدوا البشر دول علشان يعملوا بقى الفيوتشر بتاعهم كده ده كان موجود في الجزء اللي هم بيطلعوا منه من الماتريكس بس برضو جواه حاجه بتقول انه الجزء اللي شدني في ذا ماتريكس هو الجزء اللي جوه مش اللي بره يعني الجزء ده موجود وتمام وكل حاجه بس انت مستني تشوف الاكشن اللي بيحصل جوه اكتر من انت مستني الحاجات اللي بتحصل بره لو انا هقول ان في حاجه كومن بين الاثنين اقول ان في ان دي الحاجه الكومن بينهم شويه انه احنا عندنا الحاجات وبوش ومهمه دي الحقيقه فعلا انه في ماشينز هنا وهنا فعلا ان العالم بينتهي كل حاجه بس حاسس ان لو في حاجه كومن بين الاثنين ان الجزء الانترستينج بعيد عن الابوكاليبس شويه مش عارف لو فاهمين قصدي ولا لا انا من جوايا حاسس لو انا بقول ابوكاليبس وكده حاسس انا ميال اكتر لذا ماتريكس حتى لو الموضوع زي ما قلت العنصر الجذاب العناصر اللي جوه اللي ليه علاقه بالاكشن وبالفايتنج وبالحاجات دي ولكن مش قادر اقول على انترستيلر مش عارف احطه في الفئه دي يعني حاسس ان انا ابقى بظلمه لو انا بحطه في الفئه دي يعني حلو ان الحاجات كلها يبقى يعني اقدر اقول لك مثلا ان في انترستيلر ممكن اقول ان ده كان اكسبوزيشن بشكل او باخر ماتريكس انا شفت الماشينز اكسبوزيشن والدرايفر ايه هو اللي بيدرايف الايفنت يعني لو ما فيش لا انا قصدي لو ما فيش هذه الرغبه لو ما فيش هذا الازمه الطارئه
ما هو الازمه، انا قصدي طريقه وصولها ليا كان بشكل اكسبوزيشن اكتر ما انا عشت مثلا مع الحاجات دي وشفت الامباكت عامل ازاي، اللي هو والله احنا في المستقبل عندنا مش عارف ايه كده. شفت ذا ماتريكس كان مورفيوس وهو بيحكي الكلمتين دول. لا شفت الالينز وهم بيجروا وراهم وعايزين يموتوهم، وشفت هو بيهرب من البود، وشفته لما نزل وحصل له ريبيرث من اول وجديد. ده ملوش علاقه بالابوكاليبس. ده هو ده بوست ابوكاليبس. ده صراع، يعني ده الصراع بتاع الهدف بتاع التمرد. ايوه ايوه بس ما هو تمرد بعد الابوكاليبس. احنا حصل الابوكاليبس، بقينا عايشين في عالم بعد الابوكاليبس، بقى في سيطره من الاليين علينا، فاحنا بنحاول نهرب من الابوكاليبس ده. بس انا شفت الحاجه دي مش مجرد مثلا، يعني اقول لك على حاجه، ماتريكس ده لو كان كل علاقتنا بالالينز مشهد في الاول، مشهد بتاع مورفيوس لما دخله كده ووراله الدنيا والدنيا كانت بتمطر وبتاع والكنب وكده، لو ده كان مشهد في الاول خالص في اخر ما شفتهمش كنت اقول لك اه تمام. بس انا على طول عمال افتكر انه في خطر بره، ان ده دول الناس اللي هم هينقذوا العالم، دول الناس اللي هيحاولوا يحرروا بقيه البشر. فكنت حاسس بالحته الريباليس دي شويه، اللي كانت موجوده مثلا كانت موجوده شويه مثلا في The Hunger Game، كانت موجوده شويه مثلا في سنو بيرسر، موجوده في حته كده اللي هو مشخصه في ايجنت سميث ده ده كانتيتي شريره يعني. ولكن يعني زي ما قلت انه طالما احنا هنروح لحته بوست ابوكاليبس على قد ما ماتريكس معروف عشان حاجات تانية، بس حاسس ان الموضوع فيه اوضح شويه من انترستيلر، فانا ميال لماتريكس شويه. انا ذا ماتريكس. فير انف. طب انتوا الفوتس بتاعتكم يا جماعه، هو مين اخضر ومين احمر؟ alright ماتريكس احمر يا جماعه. في ماتريكس احمر. حلو. برضو في اغلبيه نسبيه لذا ماتريكس. انا اي فوت بانترستيلر، بدي اطلعه 2-1. احنا كده كده يعني بنحبه، بس انا بس بفكر في الثيم بتاعت احنا بنختار ايه. فير انف. بليز ممكن المايك هنا. طيب في نقطتين كنت عايز اتكلم فيهم. اول حاجه محمود كان بيتكلم على فكره الصدف بقى والكميه الصدف اللي مش طبيعيه اللي موجوده في انترستيلر وكده. كنت عايز اقول كوت كان مهدي دايما بيقولها كتير، كان بيقول الدم اللي على البنطلون ده جه منين؟ عادل امام اللي قال مش انا. لا بس انت دايما بتمنشنت كتير. يعني فكره ان احنا لو بصينا لمعظم الافلام من الناحيه ديت، انا متفاهم ان في صدف كتيره متفاهم، بس لو بصينا من الناحيه ديت برضو احنا بنبوظ على نفسنا حاجات 100%. وبرضو في نقطه ثانيه عايز اتكلم فيها، كنت بتتكلم في اخر الفيلم فكره بقى الحب بقى وكده، وده الموضوع اللي ظبط الموضوع وكده والكلام دوت. بس برضو هو لما تيجي تفكر فيها، كريستوفر نولان حاول على قد ما يقدر ان هو يبين في اول الفيلم زي موضوع الساعه وكده، الساعه عماله تفلكر، هي قالت لا ده اكيد لازم يكون ليه معنى ومورس كود. ايوه بس الفكره ان يعني ده كفور شادوينج، هو فور شادوينج واضح جدا ان يور فيس. مش فور شادوينج يا محمود، من اصله اتس سيلف فولفيلينج بروفيسي. الحدث ده وقع فعلا، مش مجرد ان انا بشير لامكانيات وقوعه. لا اريز فور اصلا يعني هي المشهد ده محطوط في الزمن فولد. ايوه بس الزمن فولد از فولد ابون اتسلف. اوكي ماشي. يعني الحدث ده بياكل نفسه الفيلم. انا بتكلم يعني الناحيه الاخراجيه اللي كريستوفر نولان بيحاول يقول حاجه. كينجدوم اوف ذا بلانيت اوف ذا ايبس بدأ باكبر فور شادو في التاريخ، وهو ده من الحاجات اللي اصلا تضايق وانت بتتفرج على الفيلم. لكن ده مش كده، ده حدث وقع بس الزمن جاي لك من وراك. انا مش قصدي في الفيلم ذات نفسه، مش قصدي في قصه الفيلم في الكاركترز، انا بتكلم دلوقتي من ناحيه اخراجيه للمخرج بيحاول يقوله. وجود هذا الشوت في اول الفيلم، المخرج بيفور شادو او بيغمز لنا اللي هو شايف الحاجه دي هتبقى مهمه قدام، فبس ركز عليها دلوقتي. فبس هي وجودها هنا اللي هو اتس ان يور فيس بزيد على اللزوم. وقصدي ثانيه، انا بس عايز ارد للنقطه اللي انت قلتها، مش علشان ان في صدف ده بيخلي الفيلم وحش، لا بالعكس ده العادي وده اللي المفروض يحصل، وانت اصلا بتقفل دماغك وبيحصل سسبنشن اوف ديس بليف وانت بتتفرج على الفيلم. تمام، ما لو الموضوع كده اذا فليه وانا قاعد بتفرج على الفيلم الكاركتر ده بيبص كده واللي قدامه اقصر سنه، فلو هنوصل كده مش هنخلص، فاهمني؟ فاكيد انا بكون فاصل دماغي. ايه العيب بالنسبه لي من وجهه نظري في انترستيلر؟ ان في عقد المخرج ادهوني من البدايه وبيقول لي انا هكون صريح معاك كذا وكذا وكذا وكذا. يو جود؟ تمام؟ انا رحت ماضي قلت له زي الفل، راح سحب العقد ده في نص الفيلم. احنا مش كنا ماشيين حلو؟ مش كنا ماشيين بالاتفاق اللي انت عملته في البدايه؟ اقصد من البدايه ان هو قال لي انا دلوقتي في سيتنج رياليستيك جدا، كل حاجه رياليستيك يعني جدا. ايوه بالظبط. أيوة. كل حاجه تبقى زي يعني من الاخر ايه، كاني بتفرج على فيلم سوبر هيرو تمام، وفي نص الفيلم الاقي النمره من فيلم بوليوود هندي ده جاي في النص. ثانيه، احنا انا ما مضيتش على ده من البدايه، فاهمني؟ انا ما اتفقتش على ده، فانت
جت لي غلط في النص، فبس هو سايب طعم سيء في بقي وانا طالع بره الفيلم. طب ونيد تو موف اون، احنا عايزين بس عشان انا خايف الوقت الوقت حير. طب اتفضل معلش اخر مداخله في النقطه ديت وبعدين مداخله. صدقت نفسي بالنسبه بس للجزء بتاع برضو العقد، ان احنا المخرج في الاول بيمدع. طب ما في ماتريكس هو حط رولز واضحه جدا ان هو لازم يخش الماتريكس بطريقه معينه، ولو مات جوه الماتريكس مات بره، وجاء اخر الفيلم خلاص يا جماعه سيبنا من الرولز دي عايزين نخلص الفيلم، البنت تبوسه والولد قام زي الفل. جميل، عشان من اول الفيلم والمخرج قايل لك او الاثنين المخرجين ما علينا جاي لك تمام وبيدي لك العقد هنا وبيقول لك في حد اسمه ذا وان، في حد اسمه ذا وان، اخدت بالك من اول خمس دقايق في حد اسمه ذا وان اللي هو الوحيد المختار الخرافي اللي بيعرف يكسر قواعد العالم. فانا مضيت على العقد ده من اول الفيلم خلاص مفيش اي مشكله، فعلشان كده ده بيجاستيفاي اللي في الاخر ما اداش اي منشن ان هو يقدر يكسر القاعدتين دول. هو يعني فيما بعد اسمه ذا وان، فيعني لو حد هيقدر يكسر قاعده اظن هيكون هو، فدي من الناحيه اللي في دماغي بيبررها. ممكن تقول بس تمام. موفينج اون، المباراه التاليه بليد رانر 2049 يقابل درود. استمتعوا انتوا بوحدكم بقى انتوا الاثنين. انا يتهيألي بليد رانر فائز منطقي، مفيش حماس. الصوره حاجه مختلفه ازاي؟ لا في حاجه لا بس هو ده كان انهي ماتش؟ ده الدور اللي تحت، ده الدور ده الماتش اللي بعده. في ماتش قبله، احنا الماتش اللي قبله بليد رانر وذا رود. بليد رانر وذا رود صح كده؟ ماشي، شكرا ان انتم لاحظتوا الموضوع، ميرسي. اوكي طيب انا عايز اقول انا حاجة. يعني انا مش ما بقتش قادر اتخانق لذا رود اكتر من كده خلاص، حاسس ان لا ما انا عايز اقول لك حاجه، انا عايز اوفر عليك الكلام. يعني انت عارف ان انا بحب بليد رانر، مش عارف يا جماعه انتوا عارفين ان انا بحب بليد رانر ولا ممكن اتكلم عليه شويه؟ انا ممكن اخمن انك بتحب بليد رانر وان محمود بيحب ذا ماتريكس بس مش متاكد. لا مش للدرجه دي يا مهدي، هنظلمه. لا لا انا بس بفكر من نقطه الابوكاليبس. يعني انا بحاول اربط ابوكاليبس، انا ذا رود لايق على ان هو يبقى فيلم بوست ابوكاليبتك، هل بليد رانر لايق ان هو يبقى فيلم بوست ابوكاليبتك قوي؟ جدا. بليد رانر الاولاني اكتر شويه، ده مجرد امتداد للقصه بتاعت تو بي فير الواقع الديستوبيا اللي احنا عايشين فيه. تو بي فير في حاجات اتعمل لها منشن قبل كده على نيوكليير راديشن، وفي حتت فيها الراديشن عالي وبتاع، واضح ان كان في ان ده عالم بعد حاجه حصلت، في حاجه حصلت بشكل او باخر، وجزء الديستوبيا فيه اكيد يعني مبني على عنصريه ومبني على طبقيه ومبني على حاجات كتير قوي، مش عارف لو طبقيه دي كلمه صح يعني. بس ذا رود ميال اكتر ان هو ينفع يبقى لايق على الحاجه دي. لكن انت لو سالتني مين الفيلم الافضل فيهم اكيد هقول لك بليد رانر 2049. فانا ده اللي محيرني بس، فاهم؟ انا عارف مين الفيلم الافضل فيهم، بس ايه الفيلم اللي واخد الروح بتاعه البوست ابوكاليبس، واخد روح السيرفايفل، واخد روح العالم المنتهي والعلاقات اللي بين الناس وهي والعالم بينتهي؟ هي دي المشكله. يعني هو انت اللي بتقول ان بليد رانر ما بيقعش تحت التصنيف ده؟ لا بيقع جدا تحت التصنيف ده، مش بقوه ذا رود، لان هو بليد رانر اكتر عن سؤال وات ميكس اس هيومن، ايه الفرق بيننا وبين الاليين او الارتفيشال لايف فورسز، كله حاجه اكزيستنشال جدا. بليد رانر في كاتيجوري تانية، واحنا بنتكلم على افلام ليها علاقه بالساينس فيكشن مثلا هيدوس جدا. صحيح، ذا رود منفصل تماما عن فكره الساينس فيكشن. ذا رود على ما اعتقد ان هو ملموس جدا، هو يعني ذا رود كله على بعضه بينطلق من حادثه او من واقع زيه زي تشيلدرن اوف مان، زيه زي يمكن 28 دايز ليتر، وارد جدا يحصل. صح. شفنا فيرجنز منه بشكل او باخر. وهو اصلا ما شرحش ايه اللي حصل، فانت املى بقى البتاع اللي بدماغك ده، املى كل اكستنشن حصل، حيوانات كلها ماتت لسبب مرض، راح الحيوانات كلها راحت. انا صراحه يعني طريقه تانية ممكن ابص فيها الفيلم بليد رانر، لو انا بس قفلت دماغي من الشخصيه بتاعت رايان جوزلينج، اصلا بص عليه كانه فعلا هيومن من اول الفيلم. In a post-apocalyptic world، لا هو لا في عالم انتهى اوريدي، البشر هيكونوا بيتعاملوا مع بعضهم كده، البشر هيكونوا بيدوروا على حب من آلة، الدور الشخصية بتاعت انا جوي، فاللي هو لا هو في تعليق على الجزء ده للبشر هيعملوا ايه بعد نهاية العالم، بس انت هتشوفه او هتستنبطه
لما فعلا تبص عليه كانه بشري حقيقي، ان هنروح نقتل في بعض علشان الهاير ابس عايزيننا نروح نقتل في بعض. فلا انا شايف ان هو 100% بوست ابوكاليبتيك موفي زيه زي دارود. فيعني مش دارود مش واخد ادفانتج او خطوه قدام عشان البوست ابوكاليبس تحصل وراك وانت شايفها قوي. لا لا دارود ممكن يكون واخد الخطوه ديت بسبب الرياليزم بس بسبب الواقعيه زياده. ان هو ملموس قوي جوه حادثه حصلت. تعال نشوف شكل العالم ممكن يبقى ازاي في من غير ما دخل 500 متغير اخر جوه الموضوع. بليد رانر ممكن يكون الفيلم الافضل اكيد، بس المتغيرات اللي فيه اللي بتؤدي للقصه اللي احنا جواها كتير قوي. بس اقول لك على حاجه برضو، كان في حته لما راحوا عند الاورفنز، لما نزل بالبتاعه بتاعته كده، كان في ناس عايشين في تحت الارض او عايشين في خرابه او عايشين في حاجه. ده كان جانب برضو ممكن يبقى ليه علاقه شويه يعني واضح ان هو ناس عايشه في اطراف المدينه بيتعاملوا بشكل معين. اتفقنا ان ده موجود اكيد احنا منكروش. بس قصدي هو مش صارخ في وشي زي دارود. دارود يا باشا احنا في ابوكاليبس من الاخر. يلا الصويت، انتوا فاهمين انا جاي منين صح؟ فاهم. انا حسابي معايا بعدين، حسابي معاك بعدين. طب اتفضل قول لو عايزين يعني بما اننا مختلفين فحد عايز يقول حاجه في الموضوع ده يتفضل. بص، هو بليد رانر فيلم شكله حلو ومزيكا حلوه وساوند افكتس لطيفه، يعني اتس بليزنج انك تتفرج عليه. واضح ان في حاجه نيجاتيف هتطلع. لا خالص، هو فيلم فعلا حلو. أوكي. بس وين كومبيرد تو ذا رود في الكاتيجوري دي انا موافقك في اللي انت بتقوله تماما. هو الفيلم مش بيديك اسامي الشخصيات، انت مش محتاج تتعلق باساميهم، انت بس هتمشي معاهم في الرحله من اولها لاخرها وانت مش عارف اصلا ايه سبب القصه. يعني هو ادالك حته زي برضو ما انت قلت على موضوع ذا لاست اوف اس، بشكل مش عارف فعلا ممكن مين اللي يكون بيزد على مين في الاول. يعني ممكن تبقى ذا رود هو اللي بيزد عليه ذا لاست اوف اس. هو ذا رود قبل، بس انا بتكلم ان هو ممكن لو رود بيزد على نوفل او كتاب او حاجه فممكن يبقى فيه. هاويفر ذا رود انا يعني بدايته هو مش بيقول لك اللي حصل ايه في الاول، انت بس بتخش معاهم من في الموضوع في التريب نفسها. بس انا حاسس ان نهايته المفروض مش عارف، بس نهايته المفروض ما كانش ان هو بعد ما بابا يتوفى ان هو كان المفروض الفيلم يخلص هنا. سنس ان انا دخلت من الموضوع من الاول انا مش عارف ايه اللي حصل وانا بستايب الموضوع لخيالي، فانا حاسس ان كان يبقى احلى ان انا اسيب الموضوع لخيالي برضو بعد ما بابا يتوفى. هل هو عارف يعيش لوحده؟ لا، بس ده جزء مهم من الفلسفه بتاعت الموضوع، فكره ان هو اداله هوب في اخر ثانيه ان الاثنين هيفضلوا يتصارعوا رغم ان الفيلم سوداوي جدا زي ما كلنا متفقين، ولكن هو عاوز يقول لك ان في وسط ده وابطالنا بيمروا ده في الرحله، بيمروا بناس وحشين وكانبلز وبتاع، بيمروا بناس كويسين او ناس عاوزين يعيشوا فبيبانوا زي ما يكونوا وحشين. بس اوكي ام جود ثانك يو بليز. انا بس عايز اقول لمهدي ان انا بحبك جدا. ربنا يخليك. انا بقالي 10 سنين بتابعك من اول يوم رحت فيك الكليه من ايام تعبيط الهبوط حبيبي يا ريس، من اول الحلقات دي ونفسي اشتغل معاك. انت فاهم قصدي؟ الريفيو بتاعي جاي في السكه في عمل اديت. في حاجه انا ملاحظها في دور 16 ده، ان احنا بنتكلم على البوست ابوكاليبتيك. احنا لو عرفنا ان العالم انتهى اول حاجه هندور عليها هي الناس اللي احنا بنحبها، ان ابنك، علاقه اب وابنه، علاقه حد ولد واب غريب في فيلم زي زرود، العنصر الرومانسي ان انا بدور على الحد اللي انا بحبه، دي الحاجه الموجوده في كل الافلام، معظم افلام دور 16 بتاعه النهارده، العنصر الرومانسي، علاقه الحب موجوده في افلام كتيره قوي. صحيح. اللي في رايي كانت خيبانه في ذا ماتريكس، اللي رايي في بليد رانر هي مش موجوده. فلو احنا ركزنا بس الفكره النهارده، لو لقينا ان احنا انا في رايي ان احنا محتاجين الافلام الاحسن هي الافلام اللي احنا نبقى ريليت ليها، هي الافلام اللي فيها لما العالم انتهى احنا دورنا على البشر بتعامل مع بعض ازاي وبتحب بعض ازاي وتخاف على بعض ازاي، دي المحرك الاحداث كلها. بس كده. بس انا يعني رغم ان انا عجبني كلامك، هو في مصلحه تفضيلي الشخصي، بس عاوز اوضح حاجه في بليد رانر. بليد رانر بينقل شويه النموذج الشخصيه بتاعتنا اللي هي جو او الشخصيه اللي بيجسدها راين جوزلينج، ان هو كمان باحث عن الحب وبيحاول ان هو يكسب نفسه صفه بشريه علشان يسمح لنفسه بانه من حقه ان هو يحب ويتحب، لدرجه ان هو عايش نفسه في كدبه رغم ان كل تفاصيلها بعد كده ما بنكتشف ان الاسم اللي بتتنادى بيه والانتيتي اللي انت بتحبها اللي هي انا دي ارماس، وان الكلام ده كله هو من الاول سهل جدا تكتشف انها كدبه،
بس انت عاوز تصدق انك بني ادم وانك قادر على انك تحب وتتحب. فحاسس ان الصفه دي موجوده برضو، يمكن اقوى في ذرود، لان برضو في الاخر واحنا بنحط التصنيفات 1 2 3 4 في ذرود هيسبق بليد رانر في حته ان هو سرفايفل ستوري، هو محاوله يعني محاوله الاشخاص بتاعتنا للبقاء على قيد الحياه. بليد رانر خلاص الناس دي كلها متعايشه. احنا في ضرود يا دوبك لسه اول مره يخرجوا من بيتهم فبيحاولوا ان هم يعيشوا، لكن في بليد رانر حتى في المسمى بتاعه في الاسم ده بيسبق احداث احنا شفناها بالفعل، يعني العالم كله حصل له استابليشمنت، انا مش لسه بعرفك عليه من اول وجديد، انا بقول لك ان بعد سنين حصلت معجزه صدفه على فكره. ها ايوه محرك جيد، محرك جيد اتبنى له فيلم كامل قبل كده، صدفه جدا اتبنى له فيلم كامل رايح قبل كده علشان يتولى واحده من المهمات بتاعته يكتشف ان مدفون عند بيته دليل على ان حصل 1 2 3 4. فانا انا انا دايما لو الصدفه بتاعتي هي اللي بتطلق الاحداث فانا معاها 100%، ان الصدفه بتاعتي هي اللي تحول مسار الاحداث هنا بتبدا يبقى عندي مشاكل. تمام بليز اتفضل. احنا تعبينك معانا جدا وعايزين نشكرك والله على مجهودك الرائع معانا، الف الف شكر. ماشي انا عندي نقطتين، واحده في بليد رانر وواحده في زرود. في بليد رانر انا بس مختلف مع طارق في حاجه، انا شايف ان الفيلم الاول احسن من الفيلم الاخير. عادي الفيلم الاول على قلبي زي العسل والله عادي. ويعني لو شايف ان في يعني واحد فيهم المفروض هو اللي يتحط، انا شايف الفيلم الاول. الفيلم الاول هاريسون فورد يعني بالنسبه له هو في صراع اصلا هو هيومن ولا لا، يعني احنا ما وصلناش للحته دي، احنا مع راين جوزلينج احنا بادين هو مش هيومن. ويعني لا ممكن مش لازم لا مع راين جوزلينج مش يعني هو لغايه لما ظهرت النقطه اللي هو ممكن يبقى هو الابن، ما هي دي ما هي ده اللي حرك القصه، بس هو كان عايش يعني في الاول ان هو ريبليكا او عارف. بس احنا يعني لغايه اخر الفيلم الاولاني احنا ما عرفناش هاريسون فورد هو هيومن ولا مش هيومن. ماشي تمام هقول لك بس خلاص، راين جوزلينج كان هو يعني لما نيجي نبص على الجزء الثاني هو بشكل كبير يعني 90% من الفيلم يعني عنه هو، هو قصته طبعا هو البطل. هاريسون فورد لا، قصه الاليين دول اصلا بعد كده الراجل اللي في الاخر خالص لما بيبقى قدامه اللي هو يسيبه يموت وبينقذه، لا دي نقطه انا شايفها يعني ميزه في الجزء الاولاني. ده غير ان الجزء الاولاني احنا الصوره بتاعته اصلا يعني ما انا لو انا ما اعرفش اللي هو سنه 1982 اتفرجت عليه رهيب. استحاله اعرف رهيب. حاجه زي كده في ذا رود انا عندي بقى خلاف في نقطه النهايه. طب دي طب قبل ما تسيب بليد رانر مين الممثل الافضل، هاريسون فورد ولا راين جوزلينج؟ اوفر اول هاريسون فورد. اوكي سوبر انترستنج. انا اوفر اول انا طب في الفيلم لو يعني الدور ده والدور ده ما فيش مجال للمقارنه لان ده دور غير الدور فهم ما بيكملوش بعض بالظبط. انا انا بس لو ممكن على بليد رانر، انا بليد رانر يعني في ناس بالنسبه لهم الجزء الاول احسن، في ناس بالنسبه لهم الجزء الثاني احسن، انا تمام مع الاثنين. والجزء الاول في واحد من برضو من من الكوتس اللي انا بحبها جدا اللي هي بتاعت all these moments will be lost in time like tears and rain، لانه ده الى حد ما شبه شويه بصراع راين جوسلينج بعدين في الاخر، بس هو ما كانش رين، هو كان سنو، كان اهدى شويه، ما كانش بالقوه بتاعت الدوشه بتاعت الرين يعني كان فيها استسلام. انا اخترت بليد رانر 2049 عن بليد رانر الاصلي ببساطه لانه ريليتابل اكتر عشان الناس كلها هتعرف تشارك في الموضوع لسبب عملي جدا يعني. انا بصراحه انا بفضله عن الاولاني، بس الاولاني في الجزء اللي هو بتاع الشخصيه نفسها اللي هو الفيلن اللي انا مش فاكر اسمه، انا عندي كل الفانك بوبس بتاعتهم على فكره وعندي الارت بوك وعندي حاجات كتير يعني. فبس فكره ان هو حد عارف ان هو مصنوع، حد صنعه وعايز يثور على صنعه، وعارف ان هو عمره الافتراضي تقريبا 4 سنين وهيموت او كده، وعشان كده اصلا عمل الحركه. يعني بالنسبه لي هو كاركتر اكتر انترستنج اكتر بكتير كمان من هاريسون فورد في الجزء الاول. بس حاسس ان في حاجه كومن معاه مع كي، انه كي برضو في الاخر عايز يقول all those moments will be lost in time like tears and rain، بس هو ما قالهاش، هو تقبلها مع نفسه وقرر يتعامل معاها، قرر ان هو يكون جزء من الريباليان، لانه انا مؤمن بالحاجه دي زي ما كل الناس مؤمنه بيها، زي البنت دي ما مؤمنه بيها لما شاف الميموري بتاعتها وكده. فاللينك حاسه لينك ما بين التو كاركترز. انا ما اقدرش اتكلم على الجزء الاولاني بقى، كل واحد مفضل. بس للتريفيا برضو احنا بنقول ان في افلام كتير من هنا بترجع تزورنا
بشكل او باخر اليومين دول بليد رانر 2049 اخراج دوني فيينوف انتاج ريدلي سكوت صاحب الفيلم الاول. ريدلي سكوت برضو السنه دي بيتخلى عن سلسله كان هو صاحبها لفتره طويله قوي الين الين بيسلم مقاليد الاخراج لفيدي الفاريز في الفيلم الجديد. اوكي ناخد فيدباك بس بعد كده نفوت. ايه رايكم في الماتش ده نصدر الفوت للناس اللي هم هيفوتوه هو اللي هناخد بيه؟ ايه رايكم؟ اوكي موافقين ولا ما هو بس انا عندي نقطه كده كنت عايز اتكلم فيها. يعني انا من اكتر الناس اللي بتدافع على الفيلم ذا رود وانا اللي سقفت في الاول. ف ذا رود بالنسبه لي لما نيجي نتكلم على حاجه بتتكلم على بوست ابوكاليبتيك احنا بنتكلم فعلا هو ذا رود. يعني اكتر حاجه حقيقيه اكتر حاجه هي فعلا انت لما تيجي تتخيل ان لو حصل كارثه او ايا كان واحنا تعرضنا لكده يعني في فتره من الزمن كذا مره ان خلاص احنا على نهايه العالم خلاص احنا دي بتحصل فعلا اول حاجه هتحصل هو فعلا ذا رود. انت بتوصل لمرحله ان انت الاب بيبقى معاه انت محوش طلقتين مش علشان يقتل بيهم حد هو علشان ينقذ نفسه وينقذ ابنه. انت بتشوف حاله الحب اللي هو انت زي القطه اللي كلت ولادها هو نفس الفكره انا ممكن احاول ان انا اقتل ابني علشان ما يمرش بالسواد اللي ممكن يشوفه من بعد ما انا موت. في اخر مشهد يعني النهايه بشوفها من اعظم النهايات اللي ممكن تحصل انت وهو بيموت هو الدمعه لما نزلت من عينه هو مش بس علشان هو هيموت او كده هو في دماغه ابني هيعمل ايه من بعدي وانا وهو لسه مجهزش وهو لسه ساذج ولسه مش شايف يعني هو لسه عارف مقسم ما بين الناس هو الناس جود جايز باد جايز هو مش قادر يفرق ما بين ان في حد في النص. وفكره ان انت برضو ان انت بترجع ان انت عارف انت شرير في قصه احدهم انت في ناس كانت بتفولو يو لكن مش عايزه تقرب عشان هي شايفه ان انت ممكن يكون ان انت شخص شرير وان هي عايزه تنقذ اللي هو الطفل دوت منك او من المصير اللي انت ممكن توصل الولد دوت ليه. فانت بتتكلم فعلا لو ما هتتكلم على بوست ابوكاليبتيك هو فعلا ذا رود. يعني اي فيلم قدامه انا شايف ان هو يخسر لا فعلا واو. انت هو بوست ابوكاليبتيك انا حاسس ان انا متخاذل بالنسبه لكل لان انا مصدق في كل اللي انت بتقوله بس ما فيش طاقه ان انا اخد الخناق. ما هي انت كنت منهزم قوي اول ما شفت بليد رانر كنت خلاص هنعديه انا انت أيوة والله انا فرصتك في الاول انا خدت الضربه في وشي من ساعه لما واحنا بنقول الاسماء عدينا على ضرود كاننا بالظبط بنقول الفنان شوقي شامخ الله يرحمه ولا اي حاجه خالص. لا 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 هو بالنسبه لي انا شايف ان هو احسن. يعني بليد رانر كمان مش بيتكلم على ان انت في عالم اتبنى خلاص يعني في عالم وناس اوريدي عايشه لكن ده خلاص انت وصلت لمرحله انت مفيش اكل مفيش ميه مفيش اي حاجه انت دوت هو دي النهايه انت مش عارف هيبقى في حياه اكتر من كده فين. بس انا عايز اقول بس ان انا فعلا انا في لعبه الدور ال 16 بشكل عام انا يعني ببقى ميال اكتر لايه اللي يريح ضميري لما بيكسب فاهم ما بقاش ميال لان انا عايز اختار ايه او بتاع يعني في كل حاجه ممكن ارجي فيها عادي في بلاش احرق لا اعمل دي عملناها بلانيت اوف ذا ايبس كنت فاكرين انا اخش فاهم وبدافع عنه وبعد كده قلت لك لا مش عارف مع حاجه تانية انا مش فارق يعني انا مش 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 متسب مش متثبت انا ده موقفي من الماتش ده عشان كده تسامحت قوي فانا فعلا مش عارف انا عارف مين الفيلم الافضل فيهم وعارف مين الفيلم اللي انا ممكن اكون بحبه اكتر ومين الفيلم اللي فيه اليمنتس ممكن تبقى لايقه على الابوكاليبس وعارف مين الفيلم اللي كله داير حوالين الابوكاليبس فده اللي مخليني كده. لو عايز نمشي الراوند ده فوت من الناس تعالوا نعمل كده موافق مين الاخضر ومين الاحمر ذا رود اخضر اوكي ما استفدناش كتير ما استفدناش حاجه طب اقول لكم حاجه هقول لكم تعالوا بس عامه يعني ذا رود بس ارفعوا ايديكم كده يا نعم ده في ناس هنا كمان ماشي طيب وبليد رانر ارفعوا ايديكم كده لا مش يعني مستفيد قلبي بيقول لي انا ممكن اقول بليد رانر سنه يعني بليد رانر ايدين زياده بس البليد رانر ممكن ما الذي يمليها عليه ضميرك انا اي فود رود انا بليد رانر ما هو بيكسب انت لسه محتاج تدافع ما هو بليز انا حسيت احساس في بليد رانر ان انا فاضي مع كي في الاخر يعني هو نهايه عالم فكره البشر عموما ايه اللي بيميزهم احنا قلنا خلاص في نص الفيلم يبقى هما اللي بيتولد دوت مميز بس لا مش مميز فهو وصل لي احساس ان انا كبني ادم انتهيت يعني قصاد الالات اللي موجوده دي هي خلاص تقدر يعني تقدر حتى تحب وكل العلاقات الانسانيه اللي بنعملها كبشر هم كمان يقدروا يعملوها فاحنا ايه
فانا حسيت بجد بان هو نهايه العالم مش لازم في ان هو في حاجات اشعاع وكده، بس انا حسيت كبشر اصلا ما بقيناش موجودين. فانا حسيت احساس نهايه عالم مختلف شويتين ثلاثه عن كل الحاجات. حاسس هو نهايه عالم بس بصوره جديده يعني غير اللي احنا متعودين عليها. هي انا برضو نسيت انا جايز بس هي ديستوبيا طبعا. ديستوبيا طبعا طب 100% وانفير للريبليكس انا مش عارف انا نسيت ان حد تاني يا طارق تاني يا تاني يا زكي. لا انا بس انا كنت في الاول كنت خلاص كنت هقول ذا رود عشان ابوكاليبس وبعد كده قلت طب ما احنا لو ديستوبيا معانا ما هي دي ديستوبيا وفي ريبليون وفي يا عم هي مش ورقه امتحان ما فيهاش صح وغلط يا عم روح وذ يور فيلينجز عادي حرك الورقه يلا ذا رود كم باك خرافي يا ريتني كنت كتبته يا ريت. المباراة الأخيرة في دور الثمانية قبل ما نوصل لنص النهائي 28 days later Mad Max Fury Road اللي وصل لغاية النقطة ديت من غير ما نتكلم عنه تقريبا. عايز تكلم عنه؟ ايه هو انا حاسس ان احنا اتكلمنا في الباتل اللي قبلها زيادة وكان تيرن اوت خرافي صراحة يعني كان نهاية غير متوقعة. فأنا كمحمود أنا ممكن أوفر طاقتي عادي جدا مش هتكسب في الموضوع ده وأكسب ماد ماكس على طول موف تو ذا نيكست راوند. أنا مش عايز أكسب ماد ماكس. ماد ماكس هو مغامرة طريق في واقع موحش لأسباب ديستوبيان وبوست أبوكاليبتك بنسبة 100%. 28 days later بيتعامل مع ما تبقى من منظور الحضارة أمام واقع بوست أبوكاليبتك أو ديستوبيا. ماد ماكس في منه نسخ كتير جدا. 28 days later حول يتعمل منه نسخ كتير جدا معرفوش ما فيش حاجة في الدنيا بتاخد مكانته أو بتتفوق عليه. ماد ماكس مش قصدي نسخ كتير يعني تقلد قصدي نسخ كتير يعني هو نفسه في منه أجزاء كتير وفي الأغلب كلهم شبه بعض. ملناش دعوة بالأجزاء احنا بنتكلم على أنا بتكلم على إن الجزء ده ضاف إيه للبوست أبوكاليبتك سيتنج عن بقية الأفلام التانية بتاعت عالم ماد ماكس نفسه سواء اللي اتعملوا بالفعل أو حتى اللي جاي في الطريق بتاع فريوس. مبدئيا ممكن نتخيل إنه حتى فريوس مش هيبقى له أي إضافة على مفهوم نهاية العالم بالنسبة للفيلم. أوكي خلينا نخصص أو يمكن جوه عالم ماد ماكس وبرضه على فكرة الحالة بتاعت ماد ماكس تتشابه جدا مع الحالة بتاعت بليد رونر بالنسبة لي إن أنا شايف إن الأجزاء القديمة بتاعت ميل جيبسون ممكن تكون بتعبر أو بتمثل السيتنج بتاع بعد نهاية العالم أكتر من فيوري رود بس أنا فاهم كويس قوي إن فيوري رود هو الريليتابل أكتر بالنسبة للناس وهو اللي أغلب الناس شايفينه هو أكتر فيلم يعني هو مليان فيلم بس ما علينا يعني مليان فيلم يعني it's so much movie يعني في كمية حاجات بتحصل في فيلم من بدايته لنهايته ما بتقفش هو أصلا تجربة مش هيجي بعدها بس ده مش يعني تعالى أنا عايز تعالى أحاول أعبر لك عن وجهة نظري في الموضوع أنا ما عنديش تفضيل حقيقي على مستوى الفيلم ما بين 28 days later وماد ماكس فيوري رود لأني مش شايف إن في أي حاجة بتجمع الفيلمين مع بعض تمام. مش لاقي ولا قسم مشترك حتى وهم جوه نفس التصنيف بس جريت بسرعة لأنهي واحد فيهم بيمثل التصنيف اللي احنا فيه أكتر أيوة. فحسيت نفسي ميال هنروح للتصنيف اللي احنا فيه هسألك سؤال دلوقتي العالم مش هنتكلم على الشخصيات وانا هنتكلم على الفيلم ولا هنتكلم على الصناعة بس خلينا نتكلم عالم اوكي العالم بتاع 28 days later تعرف تلخصه لي عامة العالم الديستوبي العالم اللي بيحصل في الخلفية ده خلاص في زومبي ابوكاليبس اوكي وانهيار بقى اقتصادي انهيار مش عارف مين انهيار كل حاجه وبقى عندنا مجموعه بشر لسه بعقلهم عاوزين يلاقوا بعض اوكي انت ايه وجهه نظرك في عالم 28 days later لا يعني خلاص ما بقاش فيه حضاره ما بقاش فيه بقى في يا اما زومبيز يا اما ناس بتدور على شلتر او بتدور ازاي تسرفايف وكده بس بقت كل حاجه مهجوره كل حاجه ما فيهاش اي مظهر من مظاهر الحياه بشكل عام جميل جدا وشكل لندن وهي فاضيه برده حاجه يعني تعمل سياسيا شويه مع الفكره بتاعه الكولونيز او الحاجات اللي بيحاولوا يعزلوا نفسهم والجيش وبتاع قول لي العالم بتاع ماد ماكس اكيد كعالم مبني بشكل ما اكيد مبني بتفاصيل اكتر بكتير ان في اللي هو مورتال جو مورتال جو والميه ازاي بيتحكم فيها وبيزل الناس ازاي على فكره مش عالم ده كلام
يعني لا الفيلم ده أيوة أيوة ده مش ده مش كل ما تبقى من العالم لا this is the world يعني حدوته الكلان اللي احنا جواها اللي هي اللي بيتحكم فيها مورتن جو ماشي بس ده العالم اللي احنا مهتمين بيه احنا ما نهت يعني ما بس بنروح ممكن نقول ان ال 28 days later بيتعامل مع العالم بمفهوم اوسع شويه هو انا عايز بس اقول ان 28 days later بيتعامل مع العالم بشكل تقليدي شويه الافورت اللي معمول في ماد ماكس كتخيل وك كديزاين وكلبس وكحركه يعني اقول لك على حاجه ماد ماكس ده بيلعب جيتار فيه نار ماد ماكس ده اي حد بيقول ذاتس اوسم ايوه لا ما هرجع اقول لا 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 لا, لا 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 مش فير والا كنت حرمي لك في انترستيلر ان كريستوفر نولان زرع فدانين طره ماشي جميل انا ما رضيتش اروح للحاجات اللي اتزهق لا لا يعني. ما ممكن يزرع عادي بس برضو مش هيكون واحد لابس ماسك وبيلعب جيتار وبيطلع نار يعني مفيش حاجه هتعلي على فكره ده. ماد ماكس الاولانيين كان فيهم فيجرز كول لا بس انا عايز اقول ان ماد ماكس كينا تورنر كانت موجوده في واحد من ماد ماكس كان يماجن انا من الناس اللي اتفرجت على فيوري رود كاول مره يدخلوا العالم بتاع ماد ماكس اوكي وبالنسبه لي هو علق معايا وهو بالنسبه لي الديفينيتيف ماد ماكس ماشي ماد ماكس من افضل افلام الاكشن اللي انا عايز اقول 10 15 سنه ممكن يكون افضل رود ادفنتشر في التاريخ عشان ومشاهدته في السينما انا فاكر الكلام عليه رغم ان هو في جيميكايه كده مش لطيفه يعني اللي هي ايه بيصرع اللي هو احنا كل احنا الفيلم كله بتاعنا على بعضه تقريبا من المطار لغايه نفق الازهر يعني هم راحوا وبعدين بدل ما يكملوا راحوا لفوا وراجعين تاني وتانية بس اللي انا قصدي اقوله على ماد ماكس فيوري رود هو اولا الراجل برضو جورج ميلر يعني مجنون وفكرة ان هو اخرج هابي فيت انا برضو انا مش عارف ازاي هو نفس الشخص دي حاجة بالنسبة لي انا مش فاهمة بس فكرة ان في حد عمل ديزاين للعالم ده بالشكل ده انا عايز اقول لك ماد ماكس ده اي حد لما بيقول بوست ابوكاليبتيك بيفتكر بجواكت جلد ومش عارف ايه وناس دهنه رامز في المقالب بتاعته كان عامل ثيم كلها انت عارف ان الانسبيريشن بتاعها ماد ماكس اتس فيري ايكونيك والشكل نفسه واللون الرمل البرتقاني ايه مش شرط في انا شايف ان الديفينيتيف بتاعها ماد ماكس بص الديفينيتيف يعني انا لو عايز اعيش انا لو عايز اعيش في عالم ما بعد ما ينتهي عايز اعيش في ماد ماكس في نسخه فيوري رود في نسخه توم هاردي لان ثقافه ماد ماكس الاستابليشمنت بتاعتها مش ده خلص خلاص الموضوع يعني ثقافه عالم ماد ماكس اللي ارساها مش فيوري رود ماشي فاهم بس انا بحكي على فيوري رود كفيلم يعني اصل هو دوت هو لأن فيوري رود بنالي العالم على فكره فهمني الكالت دي بتاعت مورتال جو تشتغل ازاي فهمني كل حاجه في القصه اللي انا بس انا بتكلم على ان هو دوت مركز الارجمنت بتاعتي اللي بتخليني افضل 28 days later ان الكونسبت بتاع البوست ابوكاليبس اللي احنا بنتعامل معاه جوه فيوري رود ما هوش اولويه على الاطلاق بل انا متاكد لان انا عارف هو ان عام. هو تم التعامل معاه قبل كده في ثلاث اجزاء لا بس والله المره دي ان هو بعد الابوكاليبس خلاص المره دي انسى بقى يعني ولا بنحاول ان احنا نحسن من وضع البشر ولا بنحاول اي حاجه هو ده العالم وهو ده شكله وهو ده اللي هنفضل عايشين فيه للابد خناقه على الطاقه خناقه على الميه خناقه على المواتير ذا رود ناس بتتخانق على حاجات وكانيبلز ويعني تمام ممكن سيد سيتنج انا بس بتكلم على المقارنه ما بينهم انا فاهم انا فاهم انا قصدي انا قصدي انه تمام مفيش مشكله انا جوه اول جوه احتكاك جوه العالم بتاعنا دوت حتى السرفايفل از نوت افاكتور هي مجرد ان في حد عنده اطماع وفي واحد ممسوك وبيحاولوا ان هم يوصلوا لحاجه وفي شخصيه بتاعت فيريوس عندها اجندتها الخاصه فده يتشال من السيتنج بتاع الابوكاليبس كله على بعضه من اساسه وتروح تعمله في قبيله في افريقيا ينفع النهارده زي ما احنا لا 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 عمره ما يشتغل لان في ماد ماكس العالم المنتهي هو جزء من الفيلم هو شخصيه مهمه ده السيتنج اللي هو قرر يقدم الصحراء الطويله اللي ما بتنتهيش دي جزء من شخصيه فكره ان وجوده داخل الصحراء دي وان الميه تكون اكبر عمله والكلام ده كله جزء من الشخصيه كل حاجه موجوده في ماد ماكس ورا في الخلفيه هي جزء اساسي من القصه ولكنها مش في وشك هي الفكره ان هو فعلا بوست ابوكاليبس لو خلاص الابوكاليبس حصلت اوريدي وخلصنا منها هي بس دي قصه في الابوكاليبس اللي هي اوريدي خلصانه يعني هي اوريدي حصلت احنا مش هندرس ان هي ليه انتهت ولا كل الكلام ده لا احنا عايشين معاها
فخلاص ودي القصه اللي بتطلع واحنا عايشين معاها. احنا في 28 دايز ليتر عندنا سفير للغرابه اللي احنا جواها, وعلى فكره ده عنصر عبقري مش موجود في اغلب الافلام بتاعتنا, ان احنا خلاص بقينا في العالم البوست ابوكاليبتيك ولكن السفير بتاعنا ما يعرفش ان هو فعلا بوست ابوكاليبتيك, فبنكتشف من خلال عينيه جوه داخل على العالم اللي انتوا كلكم عايشين معاه زي ما يكون عادي, وبنحاول نتعايش جواه. انا لسه بفهم انتوا بتعملوا ايه اصلا وعايشين جواه ايه. فانا مش قصدي ان ماد ماكس فيوري رود مقصر في ديت, انا قصدي ان هو جوه التصنيف قدام 28 دايز ليتر, 28 دايز ليتر عنده عليه افضليه. ثانيه واحده. طيب انا حاسس انه كبوست ابوكاليبس مش ابوكاليبس. وانت كل ما تتزنقوا في حاجه تغيضوا التسميه. ما احنا قلنا ابوكاليبتك بوست ابوكاليبتك ديستوبيا كلها انا طيب ماي خلاص ميد. سيبك من البوينت دي. ماد ماكس نو شيت كافرت كمجهود معمول في تخيل عالم بتفاصيل معينه بناس معينه بكالتس باشكال بكل حاجه, انا حاسس انه اللي فيه ده مخليه في ليفل تاني خلاص. وغير كل ده اصلا هو كفيلم هو فيلم فشيخ يا حبيبي. انا عاوز بس والله اعيد واكرر على حاجه, ده مجرد اكسبانشن لما تم ارساؤه فيه. زي انا ما شفتش ماد ماكس يا مهدي. ايوه ماشي بس انا بتكلم على قيمه الفيلم دوت. ماشي ما انا بحكم عليه من قيمته, انا ما اعرفش القديم عامل ازاي. انا بقى طيب انا دخلت الفيلم ده. ما انا بقول لك ما اخترعهاش. انا بؤكد لك المعلومه ما اخترعهاش. يعني ايه ما اخترعهاش؟ ماد ماكس مش هو اللي ارسل الافكار دي كلها, الافكار دي كلها اتقدمت في الاجزاء اللي قبل كده. تمام. قيمة يعني ماد ماكس مش في ان النهارده الناس جت تتفرج. عارف عامل زي ايه يا طارق؟ ماشي. وانا متوقع ان ده هيحصل يعني, وبأحذر منه من دلوقتي. Kingdom of the Planet of the Apes, ان نطلع جوه الريفيو بتاعته نقول وشوف الايموشن كابتشر بتاع الايبس عامل ازاي. يا جدعان بقى لنا ثلاث اجزاء بنقول كده. خلاص قيمة Kingdom of the Planet of the Apes النهارده, هل القصة حلوة ولا لا؟ خلصنا. ماشي. لان لا قدرتك على انك تجيب لي ايموشن كابتشر ولا موشن كابتشر ولا تجسيد القرود ولا تجسيد الكلام دوت اصبح مبهر. ما احنا عرفنا انك عملت دوت وخلصنا. لا بس قيمه ماد ماكس فيوري رود الحقيقيه في روعه المغامره اللي احنا جواها, لان كل اللي انت بتنبهر بيه النهارده ده تم ارساءه وتم تقديمه في ثلاث افلام قبل كده. حتى لما بييجوا يعملوه في كل السبوفس اللي انت عاوزها في الدنيا مش من ماد ماكس فيوري رود, من عالم ماد ماكس. واحنا النهارده مش بنقيم عالم ماد ماكس, احنا بنقيم فيوري رود. انا حاسس بس ان انا من الظلم ان انا عشان ده جزء تاني او جزء تالت او جزء رابع ان انا اشيل منه كريدت العالم اللي اتبنى. برضو ما احنا اخترنا ده فور ريزن. احنا اخترنا ده. بقول لك ان انا برضو من الناس اللي اتفرجوا على الفيلم ده لوحده زي ما هو من غير ما اتفرج على الافلام اللي قبل كده. ده كان اول دخول ليا داخل عالم ماد ماكس وفهمت العالم, اتعلقت بيه يعني, استمتعت بيه كله. هحكم عليه من ناحيه امورتال جو ومن الميه ومن الكالت ومن شكل العالم ومن ان هم بيركبوا عربيات ومن هو في سليفز وكده وبيحاولوا يهربوا علشان تقسيم القوه في الكلانز او بعد الحاجات دي بقى فيه هبول اللي بيحصل. لو انا هحكم عليه من الناحيه دي برضو فماد ماكس مميز. مش يعني انا ما اعرفش اصلا الليجاسي بتاعت ماد ماكس القديمه عامله ازاي. وما ينفعش برضو يتم الحكم على علشان حاجه جت من قبل. يعني دون اللي احنا لسه متفرجين عليه دلوقتي, هل ينفع بقى شكل او اخر ان انت تذكر دون بتاع الثمانينات اللي هو شفت دون نفس القصه دي اتحكت فيلم بس لا 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 انت كده بتتوسط الكلام شويتين. انا بتكلم على نفس الصانع نفس المخرج نفس كل حاجه. جميل. مش بتكلم على واحد غلط. عشان غلط كده انا ما بقولش ان عالم بليد رانر الممثل الافضل بتاعه هو الاولاني. ده طيب. مخرج تاني مبدع تاني دلوقتي بيشتغل بمقاييس النهارده. طيب. تمام جدا. از ذا سيم دايركتور وداخل جوه العالم بتاعه اللي هو بناه وبيكسباند فيه وبيحكي قصه ثانيه. ايه ممكن نقول ان ماد ماكس ده البيك بتاع السلسله, لان انا اعتقد ان في ناس اصلا ما كانوش يعرفوا ماد ماكس وما شافوهوش وده اول حاجه انا كنت منهم. ده بيك. لا انا ممكن اقول الريفايفل. انا عموما انا مش قادر دلوقتي اقول لك لان طبعا شفتهم زمان, مش قادر اقول لك ان انا متاكد. بس ماد ماكس ثاني يا اصلا حاسس ده اللي بيمثل يا الثاني يا الثالث يا ربي لو انا فاكر صح. انه حتى على مستوى على مستوى السكوب بتاعه اضيق يا جماعه من ماد ماكس فيوري رود. يا الثاني يا الثالث الفيلم كله على بعضه عن ناس عاوزه تخترق مكان والمكان ده محصن وخلصنا. ده الفيلم كله انتس جينيوس بكل تفاصيله بطريقه الابتكارات بتاعته. خلي بالك هو ماد ماكس عموما من الدي ان اي بتاعه فكره ان احنا عدينا على حدث عمل تشوهات في الأجنة وفي الكلام ده. تصوراته في الأجزاء اللي فاتت كانت موجودة. فأنا مش عارف هي نقطة جدلية شوية. أنا لازم أعترف بذلك إنك أنت ما شفتش أفلام ماد ماكس اللي قبل كده فلقيت الحاجات دي جوه ماد ماكس فيوري رود فنسبتها له بالكامل. عشان احنا بنحكم الفيلم ذات نفسه عليه هو بس. ما هو الفيلم أنا بقول لك من منظور تاريخي مؤكد
الحاجات ديت اتقدمت قبل كده بكذا. طب ما تتقدم، ما هو نفس المخرج، الراجل ياخد نفس الكريدت، ما هو نفس الراجل اللي عاملهم، بس مش الفيلم اللي ياخدها. القيمه الاساسيه بتاعت الفيلم ده في الرود ادفنتشر، مش في السيت اب بتاع العالم. بس لما العالم هوز اوريدي سيت اب، ماشي، حتى لو العالم سيت اب انا ما كنتش عارف واتفرجت عليه. فكره ان انا ده اول احتكاك ليا بالعالم ده، دي لازم تتحط في الحسبان. انا ما اعرفش، انا ما اعرفش ايه اللي حصل، بس ما اقدرش اقول لك ان انا اشوف مثلا ذا هانجر جيمز 2 ابقى فاهم كل حاجه والدنيا وعارف الدنيا وبتاعها، اقول لك لازم اشوف الاولاني شويه. ماشي، ما هو ده يعتبر يعني لا لا مش سيكول خالص، ده مش علاقه، بس في نفس العالم. وده كان ميل ده جوه عالم، كان مش فاكر تقديمه ايه، انا ادفنتشر جوه عالم ماد ماكس حاجه زي ساجا بيسموها، هي فيوسا مش عارف اسمها حاجه ساجا. انا بقول ان انا مش حاسس يعني بعد ما طلعت من الفيلم ده حاسس ان ده انا اتقدمت او اتقدم لي عالم جديد، ما حسيتش ان انا فايتني كتير جدا، عايز اشوف منه اكتر، بس مش حاسس ان انا فايتني حاجه. طب انا هو ده، انا بقول لك هو ده السؤال الجدل اللي احنا امامه دلوقتي. انا ميال، انا بقى لو سمعتني مين اللي بينتصر في الحته دي، الواقع ولا المنظور؟ لان الفيلم ده الموضوع ده ليه واقع، مش رأي، ده ليه واقع. الحاجات دي انا مش مختلف معاك، ما هي موجود. احنا انا قلت لك ان مفيش افلام قديمه، ما انا عارف ان في افلام قديمه، انا متفق معاك، عارف ان الافلام قديم. اللي احنا مختلفين فيه، انت بتقول لي ان احنا علشان الحاجات دي اتقدمت قبل كده ما نحطش ويت عليها كبير في الفيلم ده. انا بقول لك لان الفيلم ده بالظبط اللي ماشي، انا بقول لك عشان الفيلم ده لما انا شفته واصلا ما حسيتش ان انا فايتني حاجه، وكان انترودكشن جديده للعالم ده، انا ما حسيتش ان في حاجه ناقصاني واتبسطت جدا، والالمنتس لسه جذابه ومعموله بشكل كويس وستيل ريليفنت، والناس بتعمل عليها باروديز وكل حاجه. فانا مش، انا فاهم انت بتقول ايه، بس مش حاسس ان ده حاجه احطها في انا بس بان. يعني اللي انت قلته على لساني صح 100%، عايز اضيف له حاجه واحده بس قد ما قد كده. قول. بالمقارنه مع 28 دايز ليتر اللي على فكره عنده ابداعات في البرودكشن ديزاين استثنائيه اكيد، وعنده ابداعات في السيت اب بتاع العالم استثنائي، اوكي، وعنده تصور لغايه النهارده الافلام بتنقل منه، ماشي، بس برضو ذا ووكينج ديد فيجوال ينقل منه، وورد وور زي فيجوال ينقل منه، كل الافلام اللي بتتعمل اي ام ليجند فيجوال ينقل منه. طيب انا عايز اقول بقى، ولما تتكلم بما ديفينيتيف زومبي موفي، وبما اننا ناس بتوع السينما كمان، ندي شويه فضل للبرودكشن بادجت بتاع الفيلم دوت بالمقارنه مع الحاجات اللي احنا بنقارنه بيها دلوقتي، ومع النقطه بتاعه فلسفه التصوير اللي محمود اتكلم عليها. الفيلم ده اللي هو نظام الاشاره وقفت دلوقتي، ما حدش موجود، يلا نصور ونجري. عشان كده انا بدي ويت. انا مش قصدي ان انا اقول لك ان انا بحرم ماد ماكس من ده بالكامل، انا بحرم منه ده بمنتهى الامانه بالمقارنه مع 28 دايز ليتر. طيب لو احنا افترضنا انه في افلام زومبيز زي نايت اوف ذا ليفينج ديد وافلام تانية ممكن تكون قدمت كونسبت سيميلر شويه في الزومبي ابرايزنج ده موجود في بشكل اغلب ما. الافلام ديت كانت دايما بتروح لرورر بليسز وتتكلم فيها، بالتالي هو دوت الفرق في الفلسفه بتاعه التنفيذ. ان 28 دايز ليتر جاب لك العالم بتاع النهارده، جاب لك لندن زي ما هي النهارده، ودي كانت شوكن ايمج، يعني حاجه فعلا اول مره تشوفها. هل مفيش حاجه اتشافت كده بشكل كده؟ ما كانش فيه الايمج دي قوي، كانت دايما، لا كانت دايما بتكون على سكيل اصغر من كده، دون اوف ذا ديد والكلام ده. كل حاجه، لا ازاي، ما ينفعش. يلا صوت، يلا نصوت عشان احنا نصوت. الناس قالوا لنا 10 دقائق يا جماعه، فاحنا محتاجين معلش يعني برضو سرحنا شويه. المره الجايه ان شاء الله باذن الله هنخليها ثلاث حفلات بدل حفلتين، والتذكره هتبقى 1500 جنيه علشان تبقوا عاملين حسابكم من دلوقتي. طيب انا اي فوت 28 دايز ليتر. انا من ما ما انا ماد ماكس، انا ماد ماكس. فير انف. الناس بتفوت ايه؟ الاخضر ماد ماكس، ماد ماكس، ماد ماكس، جود تشويس. لا بس انا قلت كل اللي في قلبي ده، انا كده مرتاح، انا فاهم. احنا بس احنا مختلفين على المقياس نفسه مش في الفلسفه. داني بوي العبقري، وولي ذا ماتريكس. بليز ممكن ده بصي المايك بليز. هيعملوا يعني هيقفلوا على الكهرباء. انا عايزه اقول عن وولي، اي ثينك ان احنا في ستيج دلوقتي بنلعب سينما قصاد بعض اكتر من انها ثيم، لانه يعني خلاص احنا متاكدين الاربعه دول في الثيم تمام، بس كسينما قصاد بعض احنا محتاجين ندي كريدت لوولي انه لغايه النهارده الناس اللي بتدرس سينما بيقعدوا يدوا لهم مثال بيه على كل الستيجز بتاعه السينما. ف اي بي سينما انه فرجني ما تحكيليش، وولي اكتر فيلم في الدنيا فرجنا وما حكناش اي حاجه. على مستوى الدايركشن وولي عنده
واحد من افضل الكاركتر ديزاينز يمكن في تاريخ الافلام، وده السبب ان احنا ليه تاثرنا بحته حديده. افتكر انه دايما بفتكر وولي برامي خشوع في بطل من ورق ديزاينز، حتى كاللينسز العينين وحاجات كده. ده ليه السبب ان احنا بنحبه كده. برودكشن ديزاين، لو احنا كنا بنتكلم على بليد رانر ان هو من احلى الفيجوالز، وولي الديزاينز بتاعت الكاركترز والاستابليش شوتس بتاعت الكيوبس بتاعت الزباله اللي من بعيد دي، لما شفنا انه اوكي دي نهايتنا كلنا، حاجه من احلى ما يمكن على الاطلاق، لدرجه انك ساعات بتحس انه واحد فيهم مكان بيتي يعني لما ننتهي كلنا. سكريبت وايز، لو انتوا بتختلفوا في الافلام ان هو ده بوست ولا ديستوبيان، وولي عنده الاثنين يا جماعه، لانه في نهايه عالم على الارض وفي ديستوبيا فوق وفي يوتوبيا ده في ديستوبيا ويوتوبيا فوق. ديستوبيا بالنسبه للانسان لانه هم حولوهم فوق لناس استهلاكيه بس بتاكل وتشرب، فتحولوا كلهم عندهم سمنه، فحتى لم بغض النظر هو تم السيطره. لا لا، اسلوب تهديد الاودينس بقطع المايك عليهم ده. سامعين فيزيكلي انيبل. لما كان بيحاول يقوم ويمشي حقيقية بزيادة. Thank you. Please، بس آخر مداخلة عشان بجد الناس ابتدت تحذرنا من الوقت يعني. احنا بنشوف تمرد على مستويين، مش تمرد بس البشر على الالات، تمرد البرامج والسوفت وير بتاعت نفسه على الماتريكس ذات نفسها. فاحنا كنا بنشوف صراعات مختلفه تماما، مش مجرد ان احنا بس بنحاول ان احنا ننقذ نفسنا كبشر، السوفت وير ذات نفسه كان عايز ينطلق. وفكره ان السوفت وير اساسا بيساعد البشر، لما شفنا الاوراكل وعرفنا الكي ميكر وازاي هم اساسا الموضوع كله لحد ما رايح في حته ان هم اللي كانوا بيعملوا كل دوت عشان نشوف اذا كنا هنعيد الماتريكس ثاني ولا لا. فانا شايف ان ماتريكس لا، هو الليرز بتاعته اقوى بكتير، مدينا الفكره ان احنا بنشوف الكارثه دي وفعلا بنتاثر بيها بشكل سلبي، مش مجرد ان احنا رايحين نتفرج على حاجه حلوه وننبسط بيها. فشايف ان ماتريكس يفوز في النقطه دي. اوكي طيب، انتوا جاهزين؟ عندكم تعقيب؟ لا انا عايز كنتوا تفوتوا المره دي. ملك فوت. لا بقول لك عايز كنتوا تفوتوا. انا اي فوت وول. انا مستني اشوف. انا هقول وولي، بس برضو لازم اقول ان هو لازم وولي. صراحه ان وولي في العنوان بتاعنا بيفت اكتر، بس لازم اقول ان ذا ماتريكس هو كول اكتر من وولي، بس وولي لا، وولي احسن يعني، اوفرول وولي احسن. وقال لي على الثيم تعقيب يعني خلاص وولي. وولي للنهائي. يعني كنت عايز اقول ماتريكس الجانب الاخر. دازنت ماتر ذا رود. الشاشه معانا على الخط ولا انا ما كنتش بقول ان اسمه، ما كانش عايز الماتريكس تكسب، انا كنت بس كنت عايز خسر. انت ما علينا. ذا رود وماد ماكس فيوري رود. اوه رود ورود، يا خبر ابيض. والله هو ده الفرق ما بين الفيلمين سبحان الله لما تيجي تفكر فيه شويتين.
ان ده الرود، ده الرود الطبيعي اللي ربنا خلقه اللي احنا عارفينه اللي وده الفيوري رود وده الماد ماكس لو بقى فيوري. تعال نشوف الرود عامل ازاي. يعني الاثنين بوينت. انا ممكن اقول ان بجد يعني الفيلمين دول لو الخصهم اللي هي الجمله اللي انا قلتها ان فيلم ذا رود هو غالبا لو حصل نهايه العالم اللي هيحصل، فيلم ماد ماكس هو اللي احنا عايزين نهايه العالم يبقى شكلها كده، دي نهايه العالم اللي احنا عايزين نتفرج عليه. ايوه لا عشان لا عشان نكون جزء منها، نكون جزء منها. انت هتحب تكون جزء من ده بس مش هتحب تكون جزء من دارود. فهي هتنزل في الاخر على العالم اللي مبني احسن او العالم لا هو دارود اجمد من ناحيه نهايته كانت. دارود كعالم مش مبني من اساسه، هو العالم بتاعنا زي ما هو. ما هي دي الفكره، عشان كده مش شايفها عادله. نفترض وجود الشخصيات بتاعتنا فيه، بس اقدر اقول ان الغموض برضو بتاع العالم ده كان element. انا ذا رود من اكتر الافلام اللي قلقت فيها في الدنيا، رغم ان انا بنسب ليه الجماليه بتاعه الشاعريه والكلام ده كله، لكن ده من الافلام اللي وطرتني جدا جدا جدا. انا في افلام فعلا انا مش حاسس ان انا يعني ما حسيتش ان انا عايز اشوف ذا رود تاني. يعني انا واحد من الافلام المفضله سينكتيك نيويورك، انا شفته مره مش عايز اشوفه تاني، مش قادر اشوفه تاني. لا انا يعني انا عارف ان ذا رود في حاجات كتير تضايق وانت بتتفرج عليه تاني مره، بس في جماليات في نفس الوقت. محتاج بس انك يعني تنشف جلدك شويه قصاد الامور الصعبه اللي فيها علشان تعرف. بس هل يعني هو انا شايف ان دي اصلا ملهاش دعوه بالنقاش اللي هو تتفرج عليه كام مره. اللي هو انا اتكلم بجد، ماد ماكس انت ممكن تتفرج عليه في اي يوم في اي وقت. صحيح. هتبداه وهتخلصه، مش هتطلع من النص. فما اظنش ان دي عادله. إيه انا ماد ماكس، واظن ان انا قلت تقريبا كل حاجه ممكن اقولها عن ماد ماكس، ما عنديش حاجه اضيفها. ودارود برضه احنا سمعنا عنه كتير. ما يتقاليش كلام كتير، هو الفكره فكره المقارنه بس. الوقت احنا عشان الوقت هربنا. نفوت. طب نعرف راي الفوت ايه؟ ماد ماكس الاخضر؟ واضح ان ماد ماكس الاخضر، ما انا عارف. ماد ماكس الاخضر؟ طب دارود؟ ده انت بتعند ولا بتعمل؟ لا يعني انا كنت ميال لذا رود، انا كنت فاكر الناس هتقول ذا رود، بس ذا رود طلع بليد رانر. هو احنا هنهزر ولا انت عامل زي العاوز اللي طلعه وهو اللي ياخد البطوله عشان لا بس انا تعرف ان احنا كمشجعين ميلان عايز دورتموند ياخد دوري الابطال عشان يبقى البطل هو اللي طلعه. لا يعني حاسس ذا رود بيرسونال. انا دايما ببقى ميال للقصص الانسانيه شويه، القصص اللي فيها حاجات تاثر فيا. وعلى فكره بليد رانر انا ليه بحب بليد رانر، مش عشان برضو العالم والالوان والكلام، انا بحب القصه بتاعته، فكره ان انت عشت مخدوع في حاجه واكتشفت ان انت ولا حاجه. انت انا معاك في دي جدا. ف ماد ماكس الارتباط الانساني الوحيد اللي عندي لا كان مع فريوسا ولا كان مع توم هاردي، كان مع قصه الحب بين الاثنين. الحياه كان مع عائلتها، مع الستات بتوع عيلتها لما كنا الستات. بس انا بس طبعا هو في يوسا اعتقد يعني اوفر شادود توم هاردي بكتير، يعني كقصة كده عملوا لها بتاع، يعني هي اكتر من توم هاردي بكتير. يعني تشارلي سترين كانت فرحانه قوي لما قابلوا الفيلم الجاي في يوسا وبتاعها لوحدها ما خدهاش معاها. علشان الحاجات السنتمنتال الانسانيه الصادقه اللي في دارود هختار دارود. وانا طبعا هختار دارود. النهائي وولي ودارود. يا جماعه في دور مهدي كان هيعدي بليد رانر من غير ما يفكر، وفي حد قال له ثانيه واحده. الموضوع لم يحصل. انا لا كان مستحيل اتصور ان دارود هيوصل النهائي بكل تاكيد يعني. بس انا عايز اقول حاجه، هو دارود هو فيلمي المفضل ما بين كل دول، ومع ذلك مش هو اللي انا كاتبه. عشان تاثرت بالاستقبال البارد اللي هو استقبله واحنا بنقوله في الاول. انا كنت شاكك ان انت هتكتبه. انا غلطان، المفروض افضل ورا اختياري لغايه اخر لحظه. لا كل احنا بعد ما نخلص محتاجين بس كل واحد يقول الثوت بروسس، فهو اختار ايه وكان هيختار ايه يعني برضه سريعا. سريعا طيب. وولي وذا رود. وولي 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 ذا رود، عارف اللي هو على الفاضي يعني كل الهيصه دي فاهم. هي هو واضح ان فيلم ذا رود من نوعيه الافلام دي اللي هو لو كليكت مع حد فهو بيوصل يعني للاخر مع وولي. يعني شرف ان دارود وصل لحد هنا، بس اظن انا زهقت من الافلام اللي بتكسب اكتر من تصنيف، لان وولي كسب بيكسار لو تفتكروا. خلا انا برضو بقول كده على فكره. ما انت ما تزعليش. ماد ماكس كسب ايه؟
اوكي ايوه ايوه ما انا مع الجمهور بس يعني بس لا ماد ماكس معرفش يكسب ولي ولا لا ماد ماكس يكسب ولي يعني؟ براحه يكسب ولي جدا لا انا مش مفكر فيها كده ماليش دعوه ماد ماكس ولي يفوز بس لا انا معرفش اتنين يعني انا معرفش لو ماد ماكس قدام ولي انا هبقى حاسس مين يعني انا معرفش عايز نرجع ماد ماكس بدل درود لا انا تمام انا تمام مع درود وانا مقتنع باسباب فوز درود على ماد ماكس على فكره لان انا اصلا كنت شايف ان 28 دايز اللي المفروض يكسب ماد ماكس وهي هي نفس الاسباب يعني لعلمكم يعني لما تيجي تفكر في مش عايز بس اعيد الارجمنت كله مره ثانيه وهي هي نفس الاسباب طيب نخلي الناس تفوت اخر حاجه وولي ولا درود مين الاحمر ومين الاخضر وولي الاخضر هو وولي مش عاوز تضرب حاجه يعني ممكن ارخم عليكم ممكن اقول درود وانتوا تلبسوا مع بعض ليش ده بس الناس هتيجي كده تقول لك ده طارق اختار درود انا والي يعني اذا ما كانش ماد ماكس فهو والي بالنسبه لي لان درود مش من الافلام اللي اتكلمت معايا قوي اوكي وعامه كعالم وديستوبيا وكده والي هيكسب تعرف انا 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 ما كنتش متعاطف قوي مع والي طول البتاع بس مع الكلام عليه اكتر ابتدى يعلق معايا اكتر محتاج اتفرج عليه تاني اوكي عايز تطلع البتاع حد فيكم لعب الجيم بتاعت وولي قبل كده على بلاي ستيشن 2 انت برنس جامده جمدان طب حد لعب لعبه انكريدبلز اللي كانت على بلاي ستيشن 2 انا لعبتش دي كانت فشيخه وكانت سايق سابقه عصرها بكتير بس انا خلصت وولي حلو قوي على فكره طب هنختار ايه انا لعبت مدغاسكر على بلاي ستيشن 2 ظريفه على فكره فيها سايد جيمز حلو طب عايزين نختار ما تيجوا نقفل الموضوع ده ونقعد نتكلم على بلعب لعبه اسمها جراوندد دلوقتي على فكره دمها خفيف بتاعت بس كميه صراصير بتجيلي في الاحلام بقى طبعا خلص ها يلا انت مكلفتني يجي نص ساعه بس وانت عمال تعمل كده طب ما تختار انت ما انت لو اخترت قولي انا هسكت مش هيبقى ليا لازمه قول قولي طب انا مش عايز ما يبقى لك لازمه ده انت منورنا يا طارق انت مش متخيل والله ازنو طيب طلع قولي طلع ازنو هات قولي هات هتقولي كمان مان ازاي هتقول اولعها لا تو ذات فيس انا كده كده مش فارق لي طب درود طب طلع لي كنبل من درود طلع لي كنبل من درود بحطه هنا جنب حته من الاسفلت انت قلت درود بكلام جد واتنين والله واتنين من الموضوع عندك واتنين من افلامك المفضلين انا ده نهائي الحلم بالنسبه لي ده نهائي انا مقتنع بيه جمله وتفصيلا ومش هعمل الغلطه اللي طارق عملها قبل كده بانه يبقى كاتب حاجه ويفوت لحاجه تانية عشان الامانه العلميه والكلام اللي ما بياكلش عيش ده وانا كاتب وولي وايفن وولي وولي من الافلام اللي بتكسب معانا تصنيفين مره اخرى المهم بقى بعيد عن كل الكلام دوت انتم انبسطتوا باللي احنا عملناه النهارده ده الف شكر لكم والله انا عايز اقول حاجه بس اتفضل انا كنت عايز اكتب Children of Men بس كتبت بين قوسين كده بعديها Blade Runner بس انا كنت نفسي Children of Men يكسب لان انا بالنسبه لي هو احسن فيلم لايق على الكاتيجوري دي كلها انا ماد ماكس فيري رود كنت كاتب بس انا بس لما لقيت Children of Men لبس فولي في الاول قلت يعني مش هينفع اكتبه يعني خلاص هي بليد رانر اي حاجه انتم انبسطتوا بالحلقه طبعا انبسطتوا بالمناقشه طبعا الحمد لله انا انبسطت جدا ولو اختم حاجه بسيطه كده احنا اتكلمنا على افلام كتيره عن نهايه العالم وسواد وظلام كده في فيلم نزل من كام من سنه تحت رادار كده محدش اتفرج عليه هو عن نهايه العالم بس في الحقيقه ليه رساله اوبتيمستيك جدا ولذيذه وبتسيبك بابتسامه اسمه تومورو لاند فلو عايزين تغيروا تطلعوا من العالم ده بروح اتفرج على تومورو لاند بس كلوني ده تعبان هو تعبان بس صدقني لا في حاجه حلوه في حاجه حلوه وفي رساله جميله كده وفي الاخر تعبان. فعشان ايه تغيروا من الجو اللي احنا دخلنا فيه ده شكرين. الف شكر لكم جميعا محتاجين نتصور معاكم